السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برحب بحضراتكم جميعا وبرحب بالأستاذ رقية أمين. الأستاذ رقية أمين دوكمنت كنترول ومدرس مدقق رئيسي، والأستاذة رقية خبرة في مجال المحاسبة لمدة عام و4 سنوات في العمل الإداري و15 سنة في دوكمنت كنترول و8 سنوات في تدريب وتدريس في مجال دوكمنت كنترول. الأستاذة رقية حاصلة على البكالوريوس من قسم المحاسبة بجامعة عين شمس ودبلومة في الإدارة ودبلومة في المهارات اي او اس الجودة الشاملة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والاتصال، متقدم من الأكاديمية الدولية للتدريب والاستشارات، دبلوم في فن وعلوم البرمجة ودبلوم متخصص في الإدارة اي ان ال بي تي اي، واشتغلت في العديد من المشاريع ومدقق رئيسي معتمد من معهد الجودة المعتمد اي ار سي اي. شكرا جزيلا طبعا لحضرتك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أهلا بيكم كلكم، شرفتونا النهاردة في أول محاضرة من محاضرات الدوكيمنت كنترول أو دوكيمنت مانجمنت أند انفورميشن مع أكاديمية إريبيا أو فونكس. إحنا كنا قبل كده قدمنا كورس زمان في 2014 مع أكاديمية الدارين. دلوقتي الكورس ده هيبقى تكملة ليه. يعني هنحاول إن إحنا نراجع شوية جزء من الحاجات اللي احنا اخدناها زمان، بس هنبتدي برضو نتكلم في كونسبت جديد لان طبعا الدنيا اتطورت من 2014 لحد دلوقتي. تمام، اول حاجة هنتكلم فيها الكالندر بتاعتنا. هنبتدي النهاردة ان شاء الله 22 مارس، هنبتدي المحاضرة الاولانية بإذن الله. هنبتدي بعد كده هيدخل علينا ان شاء الله رمضان في اول ابريل، فهنضطر ان احنا نقف بإذن الله في شهر رمضان، وهنرجع نعاود تاني إن شاء الله النشاط بتاعنا بعد العيد بإذن الله، هيبقى في حدود مثلا 10 مايو ولا حاجة. إن شاء الله بإذن الله الكورس بتاعنا عبارة عن 10 محاضرات، كل محاضرة ساعتين مرة واحدة في الأسبوع. إحنا كنا اتكلمنا، شفت شوية على الجروب بنتكلم على إن إحنا الميعاد مش مناسب، الساعة دي الساعة 7 بتبقى لسه الناس ما نزلتش من مرجعتش من شغلها، يوم التلات ده يوم في وسط الأسبوع، فاحنا هنحاول ان شاء الله ان احنا نخليها السبت لو نافع مع الاكاديميه. لو ده متاح مع الاكاديميه ان شاء الله هنغير الميعاد، ممكن ناخره مثلا الساعه 8 عشان لو حد عنده شغل ولا حاجه يوم السبت يقدر ان هو يتابع الشغل يعني يتابع معانا الكورس باذن الله بعد ما يكون راجع من الشغل. فده السكادول بتاعنا باذن الله اللي احنا هنمشي عليه، ده البلان باذن الله، وهنحاول ان احنا ان شاء الله نرتب المواعيد زي ما اتكلمنا فيه. هندخل بعد كده ان الكورس بتاعنا ده بيتكلم عن Document and Information Management. ايه الأوبجيكتيف بتاعتنا بتاعت الكورس؟ أول حاجة الكورس هنا بيعرفنا، أول حاجة بيتكلم معانا التعريف الـ Document and Information Management Concept، ايه هي الأساسيات بتاعت الـ Document Control أو الـ Information Management، ايه الـ Content بتاع الـ Quality System المتعلقة بالـ Document والـ Quality، بعد كده ازاي الـ Document Control بيقدر ان هو يشيو وإن هو يكنترول كل الدوكيمنتس بتاعته في البروجكت. طبعا احنا كده دلوقتي بنتكلم عن الكونستراكشن بروجكت سبيشالي، مش بنتكلم عن الاويل اند جاز، مش بنتكلم عامة عن الدوكيمنت بشكل عام، احنا بنتكلم عن البروجكت الكونستراكشن الموجودة mainly في مصر. تمام، بعد كده ازاي بنتكلم ان احنا بنطور الكواليتي بوليسي والكواليتي مانيوال اوبريشن مانيوالز اللي احنا بنتعامل بيها، وكمان بنتكلم في الكورس ده ان احنا ازاي نقدر ان احنا نعمل procedures و work instructions خاصة بينا في المشاريع. كمان اخر حاجة بنأكد عليها ان انت ازاي حضرتك بتقدر ان انت تقدر تتعامل مع السجلات ومع الدوكيمنتس بتاعتك خلال فترة المشروع، ازاي تقدر تعمل لها maintain وازاي تقدر تعمل لها retain، امتى تخلص، امتى تتخلص من الدوكيمنتس دي، امتى بتحاول ان حضرتك تعمل لها register، امتى بتعمل لها ريبورتات، كلام من كده. كل ده طبعا اكوردنج الستاندرد بتاعت الايزو 9001 على 2015، هي دي الستاندرد اللي احنا هنشتغل عليه. طيب مين اللي المفروض يحضر الكورس ده، او ليه انا احضر كورس زي كده، ليه احضر كورس عن دوكيمنت كنترول؟ اولا عندنا سببين. اولا الدوكيمنت كنترول منتشره في حياتنا بطريقه غير طبيعيه، اي حد فينا شغال في شركه كونستراكشن محتاج ان هو يعرف الكونسبت بتاع الدوكيمنت كنترول ماشي ازاي، محتاج ان انا يعرف ان انا بكنترول الدوكيمنتس ازاي، بتعامل معاها ازاي، يعرف وظائف الدوكيمنت كنترول، يعرف ان هو ايه المهام الوظيفيه بتاعته، ايه السكوب بتاعه، وظيفته بيعمل ايه،
شغال ازاي علشان اقدر ان انا اتعامل مع الدوكيومنتس دي بطريقه صحيحه. طيب الكورس ده هل هو موجه للدوكيومنت كنترول بس؟ لا، الكورس ده موجه للدوكيومنت كنترول والعاملين في شركات الكونستراكشن، عشان حضرتك تقدر تعرف الراجل ده شغال على انه سيستم، السيستم بتاعه شغال ازاي، لازم حضرتك تفهم هو شغال ازاي علشان تقدر تتعامل مع الدوكيومنتس اللي هو بيتعامل بيه. انا دلوقتي شغال على السيستم، انا باخد الحاجه دي وبستنها وببتدي ان انا اتعامل مع الدوكيومنتس وبحطها عندي على السيستم. لو المهندس اللي عندي مش قادر ان هو يدخل على السيستم ده، او مش عارف المعلومه اللي هو بيدور عليها موجوده فين بالظبط على السيستم، هيحتاج ان هو يعني يطلب المساعده من الدوكيومنت كنترول ده. دي مش وظيفه الدوكيومنت كنترول، وظيفه الدوكيومنت كنترول ان هو يتعامل مع الدوكيومنتس ويعمل لها ديستريبيوشن ويعمل ويخليها واضحه ومتاحه لكل العاملين الموجودين. طيب انا بوظيفتي كمهندس او انا كاستشاري او انا وديفر، انا شغال في ايه او انا درافت مين، سهران في الشغل بدور على حاجه والدوكيمنت كنترول مش موجود، اضطر ان انا اساله على المعلومه دي، ولا لازم ان انا ممكن ان انا اعرف الماب اللي هو شغال عليها ازاي، وازاي هو بيقدر ان هو يسيب المعلومه، فين المعلومه الصحيحه، فين الابديتد، فين اخر ريفيجن عندي على الحاجه، فين كل ده هيساعدني في الكورس ان انا اعرف اوصل. طيب احنا هنقدر كمان هنغطي ان شاء الله في الفتره باذن الله بتاعه الكورس دي النمبرنج سيستم، الريجستريشن، الديستريبيوشن، طريقه توزيع الدوكيمنت ازاي في المشروع عندنا، ازاي انا بقدر اعمل الدوكيمنت دي فيه فولو اب، ازاي انا بقدر اتعامل مع مختلف انواع الدوكيمنتس الموجوده قدامي. طيب هل كل الدوكيمنتس حاجه واحده؟ هل كل الدوكيمنتس بتحتاج ان هي تعمل يحصل لها ريفيو في وقت واحد؟ هل كل الدوكيمنتس بتبقى مهمه زي بعضها؟ ازاي بقدر ان انا احدد البرايفسي بتاعت كل دوكيمنت؟ مين ممكن يشوف الورقه دي؟ الورقه دي مهمه لمين بالظبط؟ فاحنا بنبتدي نتعامل مع الدوكيمنت دي، فده اللي احنا هنغطيه ان شاء الله طول فتره الكورس. تمام. طيب مين اللي ممكن يحضر معانا الكورس ده؟ اول حاجه الدوكيمنت كنترولرز، كل الدوكيمنت كنترولرز اللي شغالين في المجال، الجداد والبروفيشنال ولسه الناس الجينيورز الجداد والناس الكبيره، لان هو بالنسبه يعني الراجل اللي خلاص اشتغل في المجال وبقى بروفيشنال فيه، هيبتدي ان هو يعمل ريفرش للمعلومات اللي عنده. الراجل اللي لسه صغير هيبتدي ان هو يفهم الكونسبت، انا هو عارف ان هو بيعمل الحاجه دي، عارف ان هو بيعمل واحد اتنين تلاته، بس هيفهم هو ليه بيعمل كده، ايه اهميه القصه اللي هو بيعملها دي، انا ليه لازم اخلي عندي كل الريمنيمنج بتاع الدوكيمنتس اللي عندي كلها ماشي في سيكونس واحد لو انا ماشي مانيوال، ليه كل الدوكيمنتس اول ما تيجي لازم اعمل لها ريجستريشن واعمل لها سكان في نفس الوقت عشان مفيش حاجه تضيع منها. فهو هيبقى فاهم ايه الكونسبت، من ايه الهدف، ايه الفايده من الحاجه اللي هو بيعملها دي، هيبقى مقتنع بيها، مش هينساها تماما، مش هيحس ان دي حاجه لود ورك لود عليه هو بيعمله زياده، ده بالنسبه له هيبقى ايه تمام، هو كده هيبقى فاهم الدنيا. طيب مين تاني؟ اي ريكورد كليرك او اي مانجرز. المانجرز طبعا مهم ان هم يبقوا عارفين الناس اللي تحت منهم شغاله ازاي، الناس اللي تحت منهم شغاله في ايه، عشان ده هيفيدهم في اللي هم يبقوا عارفين الورك لود اللي عندهم قد ايه، يبقوا عارفين الناس دي مضغوطه قد ايه، عارفين الناس دي هتفضى امتى، يومها بيبقى عامل ازاي، يومها بيبقى ماشي ازاي. تمام. مين تاني؟ التكنيكال اسيستنتس، الناس المساعدين، مساعد مدير المشروع، المساعد الفني اللي موجود في المشروع، الادمنز اللي موجودين في المشروع، برضو حاجه زي كده هتفيدهم، لان هو هيبقى وهو بيطلع مثلا لتر او هو بيكتب جواب هيبقى فاهم ايه الحاجات اللي لازم يراجع عليها في الجواب، الريفرنسز لازم تبقى مظبوطه ازاي، الديت الانكلوجر اللي موجود مع الجواب اللي هو هيطلعه، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي مهم ان يعرفها كل التكنيكال ادمنز الموجودين او الادمنز او السيستمز الموجودين في المشروع. كمان محتاج ان هو كل افراد المشروع اللي موجودين شغالين في الكونستراكشن بروجكت لازم برضو يبقوا عارفين ايه الكونسبت بتاع الدوكيمنت كنترول او الدوكيمنت مانجمنت عشان يعرفوا يتعاملوا معاه بطريقه صحيحه. اخر حاجه، كل اللي شغالين في الكونستراكشن كومبانيز محتاجين ان هم ياخدوا اندكشن عن الدوكيمنت كنترول علشان يبقوا عارفين اهميته، عارفين يتعاملوا معاه ازاي، عارفين لو احتاجوا له في اي وقت، او ان هم لو اضطروا ان هم يقوموا بالجوب دي في وقت من الاوقات يعرفوا ينفذوه. طيب طبعا مستر احمد كان هو اتكلم معني، انا رؤية احمد امين، خريجة كلية التجارة جامعة عين شمس.
اشتغلت في مجال المحاسبة شوية، واشتغلت في مجال الإداري شوية، وبعدين اشتغلت من 2014 إلى الآن أنا بشتغل في المجال اللي هو التدريس أو المجال بتاع التريننج بتاع الدوكيمنت كنترول. اشتغلت من دوكيمنت كنترول من حوالي 2006 مثلا في الكونستراكشن كومبانيز، في انجينيرنج كومبانيز، الى يومنا هذا الحمد لله. فده بريف مختصر عني. طبعا انا كان بودي طبعا ان انا اتعرف عليكم، بس ما شاء الله العدد كبير. احنا ممكن يعني ممكن نسيب بوست كده على الجروب بتاعنا على الواتساب او على الفيسبوك، ان كل واحد فيكم مشهورا يقول لي بس هو اسمه ايه وهو وظيفته ايه. مش لازم يكتب لي اسم الشركه، بس يكتب لي بس يعني هو شغال ايه، الوظيفه بتاعته ايه، التايتل بتاعه، وهو داخل الكورس ده ليه، والاكسبكتيشنز بتاعته في الكورس بتاعنا ايه، هو منتظر من الكورس بتاعنا ايه اللي هو يحصل عليه، عشان بس ناخدها في الاعتبار ونبقى عارفين الدنيا ماشيه معاه ازاي. تمام، إيه دي الكونتاكتس بتاعتنا خلال فتره الكورس ان شاء الله. ده الفيسبوك جروب، الايميل بتاعنا اللي احنا هنبعت عليه الاساينمنت ان شاء الله بتاعتنا، واتساب جروب، اللينكد ان، هسيب لكم ده ان شاء الله في اخر الكورس، في آخر المحاضرة، علشان لو حد مش داخل معانا، مش مشترك معانا على أي جروب من الجروبس دي. ده الكورس كونتنت بتاعنا. الكورس بتاعنا عبارة عن 5 مديولز. أول حاجة الـ Foundations of Document and Information Management. بعد كده تاني مديول بيتكلم عن Implementing document and information management، اللي هو ازاي انا بقدر ان انا اطبق ال document management scope عندي في الشركة بتاعتي، او ازاي انا بقدر اتعامل معاها. بعد كده مديول نمبر 3 اللي هو record management، التسجيل بتاع ال documents عندي، عن طريق اذا كان تسجيل يدوي او اذا كان تسجيل automatic، اذا كان عندي software مثلا بشتغل عليه ولا لا. وبعدين بنتكلم على planning for document information system، لو انا عندي EDMS مثلا بشتغل عليه، فانا ازاي اقدر ان انا اعمل البلان بتاعته عشان ان انا ابتدي اشتغل عليه. واخر حاجه تطبيق ال document and information system جوه الشركه بتاعتي بيطبق ازاي. اول حاجه انا طبعا انا لازم اعمل لاي حاجه بلان، فبالتالي بعد ما عملت البلان وخلاص حطيتها على الورق ببتدي ان انا اطبقها. طبعا التطبيق ما بيحصلش فجاه او مره واحده، لازم التطبيق بيحصل على مراحل. فاحنا هنا هنتكلم عن المراحل بتاعة تطبيق السيستم في أي شركة من الشركات. هنبدأ النهاردة بإذن الله المديول الأول Foundations of Document and Information Management. هنبتدي النهاردة، دي هي دي المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها. أول حاجة لازم نفهم الكونسبت الأساسية لل Document Information Management. بعد كده هنتكلم في الستاندرد اللي احنا بنتعامل معاها، ايه الستاندرد اللي احنا بنستند اليها في الـ document management عامة. وبعد كده بنتكلم عن تعريف الـ elements او العوامل او اهمية العوامل، او السيستم بتاعي يبقى ازاي كويس، او يبقى ازاي متطبق تمام ومتطبق efficient بطريقة كويسة. بعد كده بنتكلم على الديليفربلز بتاعت المشروع عندنا، ايه هي المخرجات بتاعت المشروع عندنا، او المخرجات بتاعت العمليات بتاعت الدوكيمنت كنترول. وبعدين بنتكلم عن تعريف الدوكيمنت، ايه هي انواع الدوكيمنت اللي انا بتعامل فيها، وايه هي التمبلتس، لو انا عندي تمبلت ايه هي التمبلتس اللي انا بتعامل عليها. واخر حاجه بنتكلم فيها الترانسميتلز اللي احنا بنقدم فيها الدوكيمنت بتاعتنا، الكفرز اللي احنا بنقدم عليها الدوكيمنتس نسميها ترانسميتلز. طبعا لو حد بالنسبه له المجال لسه جديد، هتبقى بالنسبه له المصطلحات دي فيها مشكله. احنا هنحط تيبل كده في كل المصطلحات اللي احنا بنتعامل بيها خلال الكورس ان شاء الله، او بنتعامل فيها عامه في الكونستراكشن دوكيمنت او الكونستراكشن فيلد، علشان لو في حد لسه مش داخل المجال قوي، او بالنسبه له المصطلحات دي صعبه بالنسبه له، هيبقى بالنسبه له بعد كده سهل ان هو يتعامل. هنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نتكلمش بمصطلحات معقدة شوية، أو إن يكون شوية إحنا بنتكلم باللغة شوية، هنتكلم بحاجة تكون بسيطة، علشان لو حد لسه داخل المجال من الأول تماما، أو لسه معانا جينيورز، يبقى بالنسبة لهم الموضوع سهل إن هما يتعلموا. أول حاجة النهاردة هنتكلم فيها، يمكن النهاردة هنغطي إن شاء الله اليوم كله بإذن الله، هنغطي الجزئية دي،
هسيب فترة آخر نص ساعة مثلا في المحاضرة الأسئلة بتاعت حضراتكم، لو حد عنده استفسار، لو حد عنده سؤال. فخلينا النهاردة الجزء بتاعنا شوية هيبقى صغير علشان يبقى عندنا مجال أكتر للأسئلة. النقط اللي هنغطيها النهاردة أول حاجة تعريف إيه هو تعريف الدوكيمنت مانجمنت، إيه هو تاريخ الدوكيمنت مانجمنت، نشأ إزاي وطلع من فين وإزاي وصل لنا بالطريقة اللي هو اللي إحنا شغالين بيها دلوقتي. بعد كده السكوب، إيه هو نطاق التنفيذ بتاعه أو نطاق التطبيق بتاعه. وبعدين البيربوس، إيه هي الخصائص بتاعته أو الهدف بتاعه من التطبيق. وآخر حاجة، مين هو المسؤول عن الدوكيومنتيشن، إيش مين هو الشخص المسؤول عن الدوكيومنتيشن عندنا في الشركة. أول حاجة تعريف الدوكيومنت مانجمنت. الدوكيومنت مانجمنت تعريفها يعني بتتكلم عن إن هي إدارة المستندات. إدارة المستندات هي نظام أو عملية تستخدم لالتقاط وتعقب وتخزين المستندات الإلكترونية. زي ايه المستندات الالكترونيه؟ زي مثلا المستندات اللي بتبقى جايه على شكل PDF مثلا، زي المستندات التانية، معالجه النصوص اللي هو الوورد الاكسل، دي برضو بتعتبر من ضمن المستندات. زي ايه كمان؟ زي الصور الرقميه للمحتوى الورقي اللي موجود عندنا. فاحنا عندنا السيستم الدوكيمنت مانجمنت سيستم ده بنقول هو ازاي بيقدر يدير المستندات بجميع اشكالها. ازاي حضرتك بتقدر من ساعة ما تدخل لك ورقة في الشركة عندك لحد ما تطلع بشكل ريبورت، أو لحد ما تطلع بشكل لاتر متسلم لعميل أو لكلاين، أو دوكيمنت عليها ريسبونس من الشركة بتاعتك، عليها تكنيكال ريفيو مثلا، أو حصل لها إن هي حصل لها تكنيكال ريفيو. فكل البروسيس دي كلها من أولها لآخرها اسمها دوكيمنت مانجمنت. تمام؟ الإدارة المستندات دي بتوفر لك وقت كتير جدا، وبتوفر لك فلوس، وبتوفر لك حاجات كتير. انت تخيل حضرتك كده، انت عندك أوضة كاملة مليانة ورق من جميع الأنواع، جوابات على مستندات مهمة، على عقود، على حاجات تكنيكال، حضرتك مش مرتبهم بشكل صحيح. بعد كده فكر ان انت تدخل تدور على حاجة فيهم مش معمول لهم سيريال، مش معمول لهم، مش مترتبين في مكانهم الصحيح. حضرتك هتاخد وقت قد ايه علشان توصل لمعلومة انت عاوزها؟ طيب فرضنا ان حضرتك بتحط كل الورق ده في مكان واحد، مش وارد ان ورقة مثلا تطير من الورق ده، ورقة تضيع، ورقة يحصل لها دامج، يحصل لها ان حاجة تقع عليها، ما تعرفش توصل لها في يوم من الايام. ده كده الريسك اللي بيقابل كل الناس اللي موجودين معانا في السيستم ده، لان حضرتك وارد ان الورقة دي تكون ورقة مهمة، تكون حاجة مثلا بتثبت حقيقة حضرتك في جزء معين في المشروع، او في سكوب مثلا معين، او في فلوس المفروض ان حضرتك بتطالب بيها حد تاني. لو الورقة دي ضاعت حضرتك مش هتعرف تثبت حقيقتك بالكلام ده. طيب فرضا ان حضرتك عندك نفس الأوضة دي، بس انت متأكد ان مفيش حاجة ضاعت، فانت هتاخد وقت فيها كبير جدا عشان تقدر توصل للمعلومة اللي انت عاوزها. طيب فرضا حضرتك حطيت كل الحاجات جنب بعضها، يعني مثلا لو انت مثلا سي احنا بنجيب الجوابات بنحطها مع بعضها في فولدر معين، او بنحطها لوحدها في جنب واحد من الاوضه دي، بقيه الاوضه تانية متقسمه كل حاجه تبع نوعيه الورق اللي هو موجود منها ده. طيب لما نيجي ندور برضو فيها، حضرتك بعيدة عن ان انت هتتعب، هتلاقي ان انت مش مرتاح وانت داخل تدور في الاوضه دي. فبالتالي الدوكيمنت مانجمنت دي نشأت علشان تخليك بتدور على حاجة بأريحية، بتوصل للمعلومة بطريقة سهلة وسلسة. فرضا إن الشخص المسؤول عن الدوكيمنتس دي في يوم من الأيام مش موجود، أو في يوم من الأيام ساب الشغل، أو تاب، أو تفر حصل أي حاجة له. لما حضرتك لو أنت مش عندك سيستم قوي، اللي هيجي يدور على المعلومة وراه مش عارف يوصل لها، لأن هو الوحيد اللي عارف المعلومة دي يعرف يوصل لها إزاي. طيب أنا دلوقتي عندي الحاجة محطوطة في مكانها، بيتعمل لها أبديت ديلي، الحاجة بتجيلي من بره بتتحط على طول وبيتعمل لها الرينيم بتاعها علشان تبقى موجودة. هيبقى سهل جدا على حضرتك، حتى الشخص ده لو مش موجود، ان الحاجة تبقى آخر مرة هو موجود فيها هتلاقي الحاجة كلها مترتبة في نفس المكان. ده اللي احنا بنتكلم فيه في الدوكيمنت مانجمنت، ان احنا بنقول ان ده بيوفر لنا وقت وفلوس كتير جدا، وبيوفر لك امان للدوكيمنت بتاعتك، يخليك انت مرتاح ومطمن ان الدوكيمنتس بتاعتك دي، وان كل النولج اللي عندك او المعلومات اللي موجودة، الانفورميشن الموجودة عندك في الشركة موجودة في أمان، وإن أنت سهل إن أنت تتحكم فيها، وسهل إن أنت توصل لها في أي وقت أنت عاوزه.
وبالتالي انت بتقدر ان انت بتشوف ان انت لو حبيت ان انت تعمل عليها اوديت في اي وقت بتعرف توصل لها، او بتلاقي نتائج الاوديت بتاعتك تمام. يعني فرضا ان الشركه دي مثلا محتاجه ان هي تاخد ايزو، لازم هي تبقى ماشيه على مانجمنت رول معينه علشان تقدر تحصل على الشهاده دي. فلو حضرتك عندك السيستم ده من الاول، او انت ماشي على التراك ده من الاول، مش هتاخد وقت معاك ان انت تقعد ترتب الكلام ده، مش هتلاقي متطلبات الايزو بالنسبه لك حاجه سهله جدا، مش هتاخد فيها وقت، ومش هتاخد فيها ان انت تعلم التيم اللي عندك الكلام ده. فده بيبقى سهل جدا عليك ان انت لو بدات فروم سكراتش، ان انت تظبط الورق بتاعك وتحطه على سيستم، ايفن حتى لو سيستم مانيوال. احنا طبعا كل المتجه دلوقتي في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي، ان كلنا شغالين على برامج او شغالين على سوفت وير او على اي دي ام اس والكلام ده، بس ستيل احنا النهارده بنشرح النظام المانيوال. ليه؟ لان في الاخر انت حضرتك لو عندك برنامج احنا بتشتغل عليه، وحضرتك بالنسبه له يوزر، داتا انتري، حضرتك بتدخل بس الداتا بتاعتك على البرنامج ده بس. هل انت وانت بتدخل الداتا دي هيجي لك الراجل اللي بيعمل لك التريننج على الكورس ده او على البرنامج ده، هيجي يقعد مع حضرتك مثلا يومين يقول لك حضرتك لما تحب تدخل الداتا بتعمل الحاجه الفلانيه، حضرتك لما بتحب تدور على معلومه بتدور في الخانه الفلانيه، حضرتك لما بتحب تجيب تعمل ريبورت بتطلع من الايقونه الفلانيه. طيب هل انت كده بقيت دوكيمنت كنترول بروفيشنال؟ لا طبعا، لان انت مش فاهم ايه الكونسبت بتاع الدوكيمنت كنترول. احنا عندنا اساسيات في الدوكيمنت كنترول، حاجات ما ينفعش تمشي من غيرها، حاجات حضرتك لو انت فاهمها هتقدر تتناقش مع مدير المشروع بتاعك وتقنعه بوجهه نظرك، لان انت عندك ستاندر ماشي عليه، انت مش ماشي من مزاجك، انت مش بتقول ان كده احلى فانا خلاص ده مريحني فانا هعمل ده. لا، هيبقى الفيصل ما بينكم انتوا الاثنين ستاندر الايزو هي اللي حطاها، هي اللي بتفصل اذا كان حضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله مظبوط او الكلام اللي بيقوله مدير المشروع هو اللي مظبوط. فبالتالي ده هيدي حضرتك ثقه، لان حضرتك وانت بتتكلم او انت بتظبط شغلك انت بتظبطه بطريقه بتريحك وفي نفس الوقت بطريقه صح. تمام. فاحنا دلوقتي هنرجع تاني نتكلم عن الدوكيمنت مانجمنت، ونقول ان هي الطريقة الوحيدة اللي توفر لحضرتك مجهودك وفلوسك في الشركة وتبقى مطمن، وبتديك الأمان إن كل الدوكيمنتس تحت الكنترول، وإن أنت بتقدر تبص عليها في أي وقت، تقدر تدور عليها في أي وقت تلاقيها موجودة، وبتقدر إن أنت تعمل عليها أوديت لو أنت حابب إن أنت تتأكد إن السيستم بتاعك ده شغال تاني. تمام. تعريف تاني للدوكيمنت مانجمنت، بنقول إن هي إدارة المستندات، هي الطريقة اللي بتقوم بيها المؤسسة بتاعت حضرتك لتخزين المستندات الإلكترونية وإدارتها وتتبعها. أهم من حضرتك تقدر إن أنت تدير المنظومة الورقية في الشركة بتاعتك أو في الأورجانيزيشن بتاعتك، أهم منها إن حضرتك تعرف تعملها تراك. لأن إحنا ككونستراكشن كومبانيز مثلا شغالين فيها، مهم قوي إن أي ورقة تدخل أنت أكيد هي جاية لك لسبب. حضرتك استلمت، حضرتك بصفتك مثلا حضرتك شركة انجينيرينج مثلا او كونسلتنت، دخل لك مثلا ريكوست من الكونتراكتور او من المقاول اللي انت شغال معاه، اكيد هو طالب من حضرتك رد. لو هو طلب من حضرتك الرد ده وما جالوش مثلا في خلال الفترة التعاقدية ده، اكيد عندك مشكلة ان هو كده طلب منك معلومة او طلب منك كلاريفيكيشن من الشركة بتاعتك حضرتك ما ردتش عليه في الوقت المناسب. طب مين اللي هيقدر يقول ان ده فين الوقت المناسب، او الورقه دي دخلت امتى، او الورقه دي خرجت امتى؟ الدوكيمنت كنترول. لان بالتالي الورقه لما بتدخل عن طريق الدوكيمنت كنترول، هو بيقوم ختمها ختم الاستلام. ختم الاستلام ده بيقول للراجل المقاول ان انت ابتدي عد عليا من الوقت ده. فخلاص هو هيبتدي يعد عليك ان الورقه دي حضرتك استلمتها من اليوم الفلاني، هو يبتدي يحاسبك اليوم الفلاني ده تعقديا. مثلا احنا بنتكلم في 15 يوم، في 21 يوم المفروض حضرتك ترد تراجع في الدوكيمنتس دي وترجعها له تاني، تكتب الرد الانجينيرنج بتاعك على الورقه دي. ففي خلال الفتره دي لو حضرتك ما طلعتش ما عملتش سبميت للدوكيمنتس بتاعتك دي، انت كده عندك مشكله، لان هو ممكن يرجع يعمل لك كليم، او هو يطالبك بفلوس في اخر المشروع حضرتك اخرته في تنفيذ الشغل بتاعه، ان انت رديت عليه متاخر. دي حاجه من ناحيه العمليه. طب من ناحيه النظريه الثانيه، مش هيبان ان انت عندك كنترول على الدوكيومنتس بتاعتك، مش هيبان ان انت عندك الناس شغاله او الناس بتتابع شغلها.
فوظيفة الدوكيمنت كنترول اللي ماشي على سيستم كويس إن هو يدي لحضرتك ألارم إن الدوكيمنتس دي محتاج الرد عليها في الوقت الفلاني، إن الدوكيمنتس دي بيندنج عندي، إن أنا بعمل لها تراك، إن هو يفضل يشوف الدوكيمنتس دي مسؤولية مين في الشركة بتاعته لحد ما تطلع ويطلع لها رد منها. وانس إن أنا طلعت لها الرد من شركتي يبقى أنا كده خلاص عملت الدوكيمنت دي تراك، بعد كده عملت لها سكان وحفظتها في مكانها، كده الدوكيمنتس خلاص أنا خلصت كل السكوب بتاعي عليه. فانا كدوكيمنت كنترول هي دي وظيفتي من ساعه ما استلم اي دوكيمنت داخلي الشركه لحد ما تطلع من عندي. طبعا السكوب بيختلف، احنا عارفين ان احنا عندنا اكتر من مجال في الكونستراكشن، اذا كان طبيعه عملك حضرتك في الشركه، اذا كانت مالك او اذا كانت مقاول او استشاري بتختلف، او من حضرتك سب كونتراكتور بتختلف بطبيعه التاسك واقفة عندك فين؟ هل حضرتك اللي بتنشيت التاسك دي؟ هل حضرتك اللي بتنشيت الدوكيمنت دي؟ انت اللي بتعمل لها انت اللي بتبتدي ان انت تشتغل عليها الاول؟ حضرتك اللي بتعملها فروم سكراتش بعد كده بتسلمها للكونسلتنت، ولا انت حضرتك بتعمل ايه؟ فاحنا هناخدها من كل السكوبس، يعني انا احنا هنبتدي الدوكيمنتس هنبتدي نشرح الدوكيمنتس من ساعة ما بتطلع من عند المقاول، علشان يبقى الدوكيمنت كنترولرز اللي شغالين مع المقاولين فاهمين الدنيا ماشيه عندهم ازاي ومتنظمه عندهم ازاي، وهو فاهم برضو حقوقه والواجبات اللي عليه تجاه الكونسلتنت اللي هو الدوكيمنت كنترول التاني اللي شغال مع الكونسلتنت، ويبقى عارف ايه العلاقه اللي ما بينه وما بين الكلاينت برضو هو هيبقى محتاجه في ايه. فمهم جدا ان كل واحد يبقى عارف الواجب اللي عليه، ويبقى عارف مسؤولياته، ويبقى عارف حقوقه عند الاطراف الموجوده تاني التانيه في المشروع ايه. ده شيء مهم جدا وهيساعدك جدا جدا ان انت تبقى انت عارف ان هو ما حدش يضحك عليك ويشيلك شغلانه مش بتاعتك. يعني مثلا كنا بنتكلم زمان قوي في الدوكيمنت كنترول، كنا بنقول في اول في الكورس الاولاني بنقول ان الدوكيمنت كنترول مش سكرتاريه، مش ادمن، ما تعملوش ان هو اركايف، ما تعلموش، ما تتعودش، ما تحاولش ان انت تتعامل معاه على انه حد بيتقال له اعمل كذا وهو هيعمله. حضرتك سكوبك مختلف تماما، مع احترامي طبعا للناس بتوع الادمن وبتوع السكرتاريه، بس احنا سكوبنا مختلف كدوكيمنت كنترول. سكوب الدوكيمنت كنترول هو بيبقى عارف هو هيعمل ايه، مش مستني ان يجي حد يقول له اعمل كذا، لان هو عارف التاسكس الموجوده عنده. فمهم جدا ان حضرتك تبقى عارف التاسكس الموجوده عندك، تبقى عارف ان انت ملزم ان انت تقدم كل شهر ريبورت مثلا شهري عن عن الستيتس اللي موجوده عندك في المشروع، ايه واقف عندك، طب وايه واقف على حد تاني، طب انت حاجتك المفروض اللي عند الناس هيترد عليها امتى، ان حضرتك تبقى دايما عارف ان الدوكيمنت اللي تحت ايدك الديدلاين بتاعها ماشي ازاي. مهم جدا انت تعرف الكلام ده، مهم جدا ان انت تبقى عندك آلية تعرف تقدر تعمل لها تعمل بيها تراكنج للمشروع بتاعك، علشان في الاخر هي دي وظيفة الدوكيمنت مانجمنت عندك. وظيفتك ان انت تبقى تقدر تحط كل المشروع على التراك، ان انت ما تبقاش متاخر في حاجه، ان ما يبقاش عندك ورقه المفروض ان في مهندس ثاني يرد عليها وحضرتك ما فكرتش المهندس او ما بعتلوش قلم. مش وظيفتك ان انت ترد عليها، بس وظيفتك ان انت تعلمه ويبقى عندك اثبات ان انت تعرفه ان الحاجه دي بندج عند حضرتك وان هيحصل عليها تاخير لكذا وكذا، علشان تبقى الاليه كلها يبقى في الاخر التاخير مش عندك، تبقى انت حضرتك عرفته ان هو في مشكله في ديبارتمنت معينه، بالتالي الهيد سكشنز يبقوا عارفين، بالتالي انت تبقى مسؤوليتك ما عندكش اي مسؤوليه في الموضوع. تمام، ده بالنسبه للتعريفات بتاعه اداره المستندات. طيب ايه الهيستوري بتاع اداره المستندات؟ يعني اداره المستندات دي طلعت امتى او كانت عباره عن ايه؟ بالنسبه للدوكيمنت مانجمنت بيقولوا ان في الثمانينات، طبعا الحاجات دي كلها يعني ريسيرش، يعني احنا حاجات مش متاكدين منها، يعني الناس يقال ان هم موجودين في الوقت ده، زي مثلا الدوكيمنت كنترول، يقال ان الدوكيمنت كنترول بدات السيستم بتاع الدوكيمنت كنترول بدا من ايام عصر الفراعنه. قال لك ان كان هم عندهم برديات وعندهم كالكوليشنز وعندهم دروينج ورسومات للبناء، كانوا محتفظين بيها من ايام الفراعنه، كانوا هما بيحتفظوا بكل مستندات البناء موجودة عندهم، بس كانت عندهم مشكلة إن هو شخص واحد أو جماعة واحدة اللي بتحتفظ بكل الدوكيمنتس بتاعة البناء دي. فإحنا ما كناش فاهمين هل هو ده مثلا كانت وظيفة الدوكيمنت كنترول في وقتها، مثلا كان هو في شخص مسؤوليته إن هو يجمع كل معلومات البناء أو كل الرسومات بتاعة البناء دي أو الكالكوليشنز أو
أو الحاجات دي كلها بيجمعها هو لوحده، تفضل موجودة في مسؤوليته هو. بعدين شفنا بقى في عصر الرومان كمان كانوا بيعملوا نفس القصة دي، الموضوع تطور معاهم شوية وبدأوا إن هما يخلوا الدراسات دي برضو documented، بيحتفظوا بيها بعد ما يخلصوا كل مشروع عندهم أو الحاجات دي. بعد كده دخلنا بعد كده في العصر اللي بيسموه العصر اللي بيسموه إيه، ثانية، في أواخر الثورة الصناعية. قال لك في أواخر الثورة الصناعية كان عندهم برضو اختلافات بقى، خلاص كان بدأ الموضوع يختلف وبدأ إن يحصل فيه ثورة في كل العالم، فالناس بقت عندها documents كتيرة وبقى عندها details وتفاصيل كتيرة مش عارفين يحتفظوا بيها. فبدأ يظهر إن في حاجة اسمها خزانة ملفات أو ستور أو أركايف. إحنا مش عارفين بقى هل هم كانوا بيحتفظوا بالمستندات دي وبالورقيات دي والبرديات دي during الفترة بتاعة المشروع ولا بعد ما بيخلص المشروع. يعني إحنا اللي إحنا حضرنا، اللي إحنا وعينا عليه أو اللي إحنا عشناه قبل ما يبقى في حاجة اسمها document control، كان في حاجة اسمها أرشيف. الأرشيف ده كانت كل المستندات اللي حضرتك بتخلصها كان هو مسؤولية، يعني مسؤولية موظف الأرشيف إن هو يحتفظ بكل الدوكيمنتس القديمة. ففرق الدوكيمنتس، يعني فرق الدوكيمنت كنترول عن الأرشيف زمان، إن زمان الأرشيف كان بيحتفظ بس بالحاجات القديمة اللي حضرتك لو تحب إن أنت ترجع لها، إنما دلوقتي الدوكيمنت كنترول بيحتفظ بالحاجات اللي هي لسه، اللي هي راننج في البروجكت اللي شغالة دلوقتي، مش في الحاجة اللي خلاص اتقفلت وخلصت من زمان. فمهم جدا ان انا برضو احتفظ بالداتا الحالية دلوقتي والداتا القديمة، لان الداتا القديمة اكيد هتفرق معايا. يعني لو انا شغال مثلا في مشروع في نفس الاريا، مثلا في مصر مثلا او في لبنان او في بيروت، هما بيبقى عندهم اكواد، المهندسين بيبقى عندهم اكواد شغالين عليه، كود المصري مثلا، الستاندر شغالة مثلا في بلد معينة، إيه اللي بيسموها ايه، القوانين بتاعت بلد معينة دي بيسموها lesson learning لكل مشروع. انا مثلا لو خلصت مشروع مثلا في جهة ما في منطقة ما، واحتفظ بالدوكيمنتس بتاعتي دي لفترة معينة، مثلا من 10 سنين مثلا ل 15 سنة على حسب الفترة دي، علشان ان انا ممكن من يوم من الايام يبقى عندي مشروع في المكان ده وابتدي ان انا احتاج ان انا اخد مثلا ايه كنكليشن مثلا للجي تكنيكال، مثلا لطبيعه الارض في المكان ده، او قوانين مثلا، كود مثلا للبلد دي، ابقى فاهم ان القوانين ماشيه في البلد هنا ازاي، الضرايب هنا ماشيه ازاي. الحاجات دي هتفيدني في مشاريع جديده، فبالتالي انا لازم احتفظ بكل الدوكيمنتس بتاعت المشاريع بتاعتي القديمه. ففعلا بيقولوا ان الدوكيمنت كنترول بدأ من زمان جدا، من ايام المصريين القدماء وبعد كده الرومان وبعد كده بعد الثوره الصناعيه، بعد كده بدأ يظهر بقى الطباعه والنسخ والتصوير والكلام ده، بعد كده بدأ يظهر المايكروفيلم وهما بيقدروا يحتفظوا بكميات كبيره جدا على المايكروفيلم، بعد كده بدأ ان احنا نشوف بقى السي دي او كانوا بيسموها الديسك زمان، هو كان لونه اسود، ده اللي كان بيحتفظ بداتا مش عارفه ب 400 باين ولا حاجه كده، كانت حاجه بسيطه جدا. بدأ بقى يظهر عندنا شوية تقنية إن إحنا نبتدي، يعني إن إحنا نبتدي نخزن البيانات والمعلومات على أسطوانات مثلا ونبتدي نحتفظ بيها. شوية شوية بدأ الموضوع يتطور عندنا دلوقتي لحد ما وصلنا إن إحنا بقينا بنعمل سيستمز كاملة علشان نحتفظ بيها بالدوكيمنتس بتاعتنا، ترفع على سوفت ويرز أو على سيرفرز تبقى موجودة، بحيث ان حضرتك مجرد بس ما انت بتعمل عليها سيرش بتكتب اسم الدوكيمنت او اسم اي حاجة مشابهة للدوكيمنت، تاريخها، اي معلومة انت بتدور عليها، تقدر ان انت توصل للمعلومة دي بسهولة. تمام، فهو ده السيستم اللي احنا وصلنا ليه في الوقت الحالي. طبعا هنا بيقولوا ان الدوكيمنت مانجمنت بدأت زمان جدا في از سيستم، بعد كده بدأ بقى من 1980 بدأت تظهر الديجيتال دوكيمنت مانجمنت، ان هم بدأوا يتعاملوا مع الدوكيمنتس عن طريق البي دي اف، عن طريق السوفت ويرز. بقت بالنسبه لك المعلومات مش لازم كل حاجه تطبعها علشان تقدر تقراها، عليك ممكن تقرا الريبورتات كلها والدروينج، كل حاجه تبقى موجوده. ظهر الكاد بمختلف الريفيجنز بتاعته، فبالتالي كل الحاجات دي، كل البرامج دي بدأت تساعدنا. بدأ يبقى في برامج
تقدر ان هي تشتغل على برامج تانية، على الوورد مثلا، على الباوربوينت، على الحاجات دي. يبقى بيسهل لك كتير ان انت مش لازم تغير من البرنامج بتاعك ده لبرنامج تاني عشان تقدر ان انت تدخل على السوفت وير ده. لا، السوفت وير ده بيبقى ادابت مع اي برنامج تاني عشان يبقى سهل عليك ان انت تقدر تتعامل فيه. تمام. طيب ايه هو نطاق التنفيذ بتاع الدوكيمنت مانجمنت في المشروع؟ طبعا باختصار، كل الدوكيمنت بتاعت المشروع لازم الدوكيمنت مانجمنت بتاعتنا تبقى ابلاينج على كل المشروع عندنا، كل التكنيكال دوكيمنتس الموجوده في المشروع. ما ينفعش ابقى انا ماشيه مثلا على سيستم ايزو في جزء في ديبارتمنت مثلا من الشركه، والشركه التانيه مش ماشيه معايا على نفس السيستم. هتحس ان هما الاثنين مش بيتكلموا نفس اللغه، زي اكنك جايب اتنين، واحد ياباني والتاني هندي، هما الاثنين مش عارفين يتواصلوا مع بعض. الدوكيمنت دي لازم تبقى مكتوبه بلغه واحده، لازم تبقى معروفه، لازم تبقى ماشيه على نفس السيستم، ماشيه على نفس الكونسبت. ما ينفعش حضرتك تبقى بتعمل ابديت مثلا على لوج واحد مثلا، او على نوع دوكيمنت معين، مش بتعمل ابديت على بقيه الدوكيمنتس الثانيه. لازم طالما حضرتك هتعمل ابديت يبقى تعمل ابديت على كله علشان تقدر توصل للمعلومه بسهوله، عشان يبقى السيستم عندك ماشي. فالدوكيمنت اللي حضرتك هتطبقه ده هيبقى ماشي على كل التكنيكال دوكيمنتس سيرفيس الموجوده عندك في الشركه. تمام. طيب ايه الهدف؟ انا ليه بعمل ده؟ انا ليه بعمل دوكيمنت مانجمنت والكلام الكبير ده، وابتدي ان انا اضيع فيه وقت وان انا اشغل فيه ناس؟ اولا، ان انت لازم حضرتك لما تيجي تتعامل مع الدوكيمنتس تبقى متاكد من 3 حاجات. متاكد ان هي ابروف، ان الورقه اللي انا ماسكها دي ورقه معتمده، مش حاجه مش معتمده، مش حاجه مش متوافق عليها. اكن حضرتك مثلا عملت مثلا تصميم لحاجه واشتغلت عليه، خاصة تنزل تنفذه في المشروع. طبعا ده مش منطقي، وده مش اللي احنا بنعمله في المشاريع بتاعتنا. حضرتك لازم عشان يبقى عندك دوكيمنت مثلا، لازم تبقى الدوكيمنت دي معتمده، ولازم تكون معتمده من جهه اعتماد معروفه. انا مثلا كمقاول قدمت عندي دروينج، شوب دروينج مثلا، لازم الشوب دروينج تروح للكونسلتنت عشان ان انا اقدر ان انا انفذها. طب فرضا ان انا كدوكيمنت كنترول عندي كذا ريفيجن من اللوحه دي، المهندس اللي نزل ينفذ المشروع ده او ان هو بدا يطبق الكلام ده، خد دوكيمنت من ضمن الدوكيمنتس دي مش معتمده. الدوكيمنت دي كانت لسه تحت المراجعه وحصل عليها تعديلات واللي اعتمدت نسخه تانية. انا بالنسبه لي كده بدات ان انا يحصل عندي مشكله فعليه في المشروع، هتكلفني فلوس وهتكلفني وقت عشان اصلحها، ويا عالم هيكتشفوها امتى. يعني وارد ان هي يعني الديفرنس محدش يعرف يكتشف الفرق ما بين الحاجتين دول، اللي اتعمل فعلي والمعتمد محدش يعرف يكتشفه. فبالتالي الدوكيمنت مانجمنت او الدوكيمنت كنترول مهم جدا جدا ان هو يشتغل على الحاجات الابروفد، او يبقى معرفك ان الحاجه اللي موجوده على السيستم دي اخر حاجه هي ابروفد، ان هي دي متوافق عليها. حاجه تانية، ان هي تكون فاليد، ان هي تكون صالحه للاستعمال. مهم قوي ان انا ابقى عارف ان الدوكيمنتس اللي بتاعتي دي صالحه للاستعمال، ان هي ما تكونش مثلا كانسلد، ما تكونش مثلا حصل لها ريفايزد، ما تكونش ان هي حد غير فيها حاجه، ان هي تحت ان هي لسه تحت المراجعه، ان هي كلام من كده. فمهم جدا كمان ان هي تكون اب تو ديت، ان تكون دي اخر نسخه عندي من الدوكيمنت، ما يبقاش عندي طلع لها ريفيجنز ثانيه، انا ماسكه ريفيجن زيرو، هي دي اللي انا نازله اطبقها في المشروع، وانا عندي انا شغاله على ريفيجن 3 دلوقتي، واللي فاينل ابروف متاخد على ريفيجن 3. فاهم حاجه، الغرض من الدوكيمنت كنترول ان هو يتعامل، او ان هو يخلي الواضح عندي والابليكابل عندي اللي موجود في الشركه، ان تكون الدوكيمنتس بتاعتي ابروفد وتكون فاليد وتكون اب تو ديت. اول حاجه تكون بتوافق عليها، مقبوله، ما فيش اي مشاكل، تكون صالحه للاستعمال. ثالث حاجه تكون اب تو ديت، تكون محدثه. طيب تاني حاجه، التغييرات. عندنا مشكلة في التغييرات، إن حضرتك ممكن يحصل التغيير على دوكيمنت وأنت نسيت تحط آخر ريفيجن، نسيت توزع آخر تغيير ده للمهندس المختص. حصل مشكلة مثلا في الديزاين، فالديزاين اتغير، وحضرتك النسخة اللي هي بتاعت الديزاين المتغيرة دي ما راحتش للمهندس، هي مثلا لوحة ميكانيكا حصل عليها تغييرات، بس هي ليها علاقة بلوحة تانية، أو ليها علاقة بشغل من الديبارتمنت التانية اللي هو مثلا الكهرباء. فحضرتك خدت اللوحة دي اديتها لبتاع الميكانيكا، ونسيت
تعرف ان الراجل بتاع الكهرباء ان هو حصل عنده تعديل في لوحه من اللوحات دي. دي مشكله مين؟ دي مشكله الدوكيومنت كنترول برضو، ان حصل تغيير. عشان كده احنا بنقول ان احنا لما بيحصل عندنا توزيع للدوكيومنتس، لما باجي ان انا اعمل ديستريبيوشن لاي دوكيومنت من عندي، لازم اعمل حاجه اسمها ديستريبيوشن ماتريكس، مواصفه كده ان هي تقول ان الدوكيومنت دي المفروض تروح لمين فور اكشن، تروح لمين فور انفو، المعلومه دي هتروح لمين عشان يبتدي ان هو ينفذها، ولازم مين يبقى عارف المعلومه دي بعدين، بحيث ان انا لما يحصل عندي تغيير على الدوكيومنت دي، لما اروح اوزعها اوزعها ازبير المواصفه اللي انا خدتها قبل كده، اللي انا وزعت عليها الدوكيومنتس دي قبل كده، علشان يبقى كل التغيرات الموجوده عندي في المشروع كل اللي ليهم علاقة أو ليهم صلة بالتغيير ده يبقى هم عارفين. فهنا بنقول إن هنا التغيرات والـ current revision status، لازم إن أي تغيير عندي بيحصل على أي documents، لازم كل الناس اللي ذو صلة بيهم لازم يبقوا عارفين. دلوقتي هم بالنسبة للـ softwares اللي الناس بتتعامل بيه، أي software بيحصل في الأول حضرتك بتبتدي إيه بقى، إيه بيسموها إيه، توفقوا أو تعرفوا على السيستم، تخلي السيستم applicable عندك على شغلك او على شركتك. ازاي؟ ان حضرتك بتقول والله انا عندي المهندس بتاع الكهرباء، الهيد سكشن بتاع الكهرباء اسمه كذا، الهيد سكشن بتاع الميكانيكا اسمه كذا، وبتاع المعماري وبتاع الاستراكشر اسمهم كذا. حضرتك بتدخل الداتا دي للسيستم علشان يعرف ان هو اي تعديل على اي لوحه في الميكانيكا هيبعت لفلان. طب لو اللوحه دي ريليتد للكهرباء وللميكانيكا يبعت لفلان وفلان. هتلاقي كل واحد عنده تعديل على documents مثلا عنده، بيتبعت له notification يقول له ان حصل تعديل على الحاجه الفلانيه، وبيعمل cancel او بيعمل hold او بيدي لك اي اشاره كده يعرفك ان الدوكيمنت دي، ان السوفت وير اللي حضرتك شغال عليه ده، حضرتك مش يعني ان الحضرتك اللي شغال عليه ده مش الابديت، ده مش اخر حاجه، مش هي دي اخر revision انت شغال عليه. فبالتالي حضرتك هتبقى عارف ان اخر معلومه دي اشتغل عليها. بس احنا قلنا احنا هنا مش هنشرح الجزء اللي خاص بالسوفت ويرز، الجزء اللي هو خاص بالشركات اللي عندها سوفت وير شغال عليه. احنا هنتكلم على الحاجات المانيوال، الحاجات اليدويه اللي احنا شغالين عليها. بنفترض ان الشركه دي ما عندهاش اي حاجه سوفت وير، وبنحاول ان احنا نبتدي على البيز من الاساس، من ساعه ما قالوا يا دوكيمنت كنترول هنشوف الدنيا من اول كانت ماشيه ازاي، ايه الكونسبت، ايه الستاندر اللي احنا هنمشي عليه، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. تمام؟ فهنا بنقول برضو ان الغرض للدوكيمنت كنترول ان هو يراعي التغيرات الموجوده في الدوكيمنتس الموجوده، ويعرف الناس العاملين عليها ايه هو اخر ريفيجن احنا شغالين عليه. تمام؟ بعد كده بنتكلم كمان في الفايلز. هنا بنتكلم عن السكيورتي. انا دلوقتي عندي مثلا دوكيومنتس خاصه، مثلا اكتر حاجه بتبقى احنا بنتكلم عنها في السكيورتي بتبقى مثلا الحاجات اللي ليها علاقه بالحسابات، الحاجات الماليه، المعلومات دي اكتر معلومات احنا بنبقى عارفين ان في ديبارتمنت معينه بس هي اللي بتبقى مسؤوله عن الجزئيه دي، مش كل الشركه المفروض تعرف المعلومه دي. فبالتالي document management بيديلك، بيعمل privacy على document معينة ان هو بس اللي يقدر يشوف الدوكيمنت دي، طب بقية الديبارتمنت التانية هيشوفه بس اللي يخصه. فبالتالي برضو document management ده بيخليك تحدد صلاحيات كل حد في الشركة عندك، وبيخليك كمان تقول ان مين يعمل ايه. يعني انا مثلا عندي مثلا سيرفر وانا بحط الداتا عليه، لازم اقول ان الناس كلها تبقى فيور للسيستم. مين اللي محتاج ان هو يغير؟ فلان وفلان وفلان، هما دول بس اللي هيعدلوا. بحيث ان حضرتك كل ما حضرتك بتقلل عدد الناس اللي بتعرف تعدل او اللي شغاله اللي عندها صلاحيات كتير، كل ما حضرتك قدرت ان انت تكنترول السيستم عامه. السيرفر عندك كله لازم يبقى قليلين قوي اللي بيقدروا يعملوا كل التعديلات فيه، ما تديش الصلاحيات لكل الناس، فبالتالي لما تحصل مشكلة ما تبقاش عارف الصلاحية عند مين. بس لو حضرتك عندك الصلاحيات الكاملة عند 2 أو 3 موجودين في الشركة عندك، هتقدر تعرف إن الموضوع محصور ما بينهم هما الاتنين، ساعتها هتقدر تكتشف مين اللي عمل الغلطة أو المشكلة عند مين.
لان وارد لو انا مدي صلاحيات لكل الناس اللي في البروجكت عندي او كل الناس اللي في الشركه عندي على السيستم، وارد ان حد هو شغال ان هو يعمل شيفت ديت بالغلط، وارد ان هو الحاجه دي يشيلها من هنا يحطها هنا لو هو عنده كامل الصلاحيه. انما لو انا عارف ان الدوكيمنتس دي صلاحيتها مع الدوكيمنت كنترول، هو اكتر حد عارف ان هو هياخد باله ان مفيش حاجه اسمها شيفت ديت، ان مفيش حاجه اسمها ان انا اسيب الكمبيوتر بتاعي من غير باسورد، مفيش حاجه اسمها ان انا اي حد يدخل مكتبي واي حد ممكن يلعب على الجهاز بتاعي. كل الحاجات دي بتبقى محظورات حضرتك بتبقى بتاخدها في احتياطك عندك علشان ما تحصلش منها مشكله، لان وارد ان حد يبقى قاعد على جهازك مثلا ما ياخدش باله يعمل ديليت غلط، ورقه عندك على المكتب وقع عليها كوبايه شاي، طب هتعمل له ايه؟ فكده خلاص حاجه عندك خربت، مش هتعرف تعمل فيها اي حاجه. فبالتالي احنا هنا بنتكلم ان انت حضرتك لازم ان انت تقدر تتعامل مع الدوكيمنتس بصلاحيات معينه، تقدر تحدد كل واحد ايه هي صلاحياته، في نفس الوقت بتقدر تتعامل مع الدوكيمنتس دي ان انت تعرف تعمل لها مينتين، وتقدر ان انت توصل لها بطريقه سهله. يعني انا اقدر اتعامل مع الدوكيمنت دي، ادخلها اعرف الريفيجنز بتاعها، اعمل لها ريجستريشن، اعمل لها كل الحاجه اللي هي عاوزاها، اعمل لها سكان خلاص فايلتها في مكانها، ابتدي ان انا لما احب ان انا اعمل ريتريف للمعلومه دي او ان انا اعمل استرجاع للمعلومه دي اقدر استرجعها بسهوله، ما اقعدش ادور على دوكيمنتس. مثلا انا لو بحتفظ بالبي دي اف مثلا من غير ما تبقى مثلا معمول لها رينيم مثلا، هتلاقيني بقعد ادور في كل حاجه مثلا لانها كلها اساميها شبه بعضها، هي واخده سيريال وهي بتتعمل سكان بس مش مالهاش اسم مالهاش الماتيريال، لو انا بدور في الماتيريال في كل جوه كل الماتيريالز اللي انا استلمتها هيبقى صعب عليا جدا ان انا اوصل للمعلومه. انما لو انا عامله توصيف وعامله رينيم كويس لكل الفايلز اللي عندي، هتلاقيني مجرد ما بعمل كنترول اف مثلا او ان انا بدور على المعلومه او ان انا بدور على سيريال لو كل حاجه واخده نفس السيكونس في الرينيم، حضرتك هتوصل للمعلومه او للرقم اللي انت عاوز توصل له بسهوله. لو انا كاتبه مثلا ان اللترز مثلا عندي مكتوب لها السبجكت بتاعها مثلا جنبها، انا بالنسبه لي عشان اوصل لمعلومه يعني ممكن توصل لها عن طريق رقم، ممكن توصل لها عن طريق تاريخ، ممكن توصل لها عن طريق السبجكت بتاع الدوكيمنتس اللي انت عاوز توصل لها او الانفورميشن دي. طيب انا ما عنديش حاجه من الثلاثه دول، يبقى ما فيش غير ان انت مش كده مش هتعرف توصل حاجه، فما عندكش اي كي وورد عشان توصل لها. فحضرتك ممكن تبص في الديت، حضرتك ممكن تبص في السبجكت. فانا عندي كل ما بسهل على نفسي كل ما بعرف اوصل المعلومه اسرع، كل ما بيبقى بالنسبه لي الوقت اللي انا بقضيه ان انا اقعد ادور على حاجه او ان انا اقعد مش لاقيها، اولا هيبقى مظهرك قدام التيم اللي انت شغال معاه ان انت مش بروفيشنال، لان الف ب دوكيمنت كنترول ان انت تعرف توصل للمعلومه بسهوله وفي وقت لا يذكر. لو انت قعدت تدور عليه كتير، طب ما هو كان الراجل برضه هيقعد يدور عليه كتير، من الفايدة اللي انت عملتها. انما لو حضرتك مسهل على نفسك اعمل هايبر لينكس مثلا في الاكسل مثلا، اعمل رنيم مظبوط مثلا، الدوكيمنتس متقسمة، الفايلنج اندكس بتاعك متقسم بطريقة كويسة، ده هيسهل عليك كتير. تمام. نتكلم بقى عن مين المسؤول عن كل القصة دي، مين اللي احنا المفروض ان كل دي هي مسؤولياته. دوكيمنت كنترول. طيب الموضوع ده يعني هيطول معانا شوية، تحبوا ناخد أسئلة شوية نفصل وبعد كده نكمل تاني، ولا تحبوا نكمل على طول ناخد الأسئلة بتاعتنا في الآخر؟ تمام تمام خلينا السلام نكمل عليكم. وناخد. وعليكم السلام. وعليكم معلش حد عامل لي ميوت، فهل أقدر أسأل ولا؟ نستأذن. طيب هما هنا كلهم بيقولوا إن إحنا نكمل، فممكن نكمل. طب ينفع نأجل سؤال حضرتك للآخر؟ ما فيش مشكلة، صح حضرتك، شكرا. تمام. دلوقتي إحنا هنتكلم عن الدوكيمنت كنترول، المسؤول عن كل اللي إحنا بنتكلم عليه ده هو شخص واحد، أو مش لازم يبقى شخص واحد، ممكن يكون ديبارتمنت، بس هو بيقسم التاسكس بتاعته، كل واحد بيشوف التاسك بتاعته. طيب أولا هنا هنتكلم هنا عن مين هو الدوكيمنت كنترول، ايه هي الكواليفيكيشنز بتاعته، ايه هي المهارات بتاعته، او إيه بيسموها ايه المهارات بتاعته، ايوه ايه هي مسؤولياته،
الكارير بتاعه ماشي ازاي، بيبتدي بايه، بيبقى ايه في الاخر، واخر حاجة هيبقى المفروض ان هو ريبورتد لمين، مين هو مديره المباشر. اول حاجة مين هو الدوكيمنت كنترول؟ الدوكيمنت كنترول هو شخص مسؤول عن ان هو يدير المستندات في المؤسسة او في الاورجنايزيشن اللي هو شغال فيها بطريقة efficient، بطريقة كويسة ماهرة في وقت قياسي. بمعنى ان الدوكيمنت كنترول عندي ما ينفعش مثلا يبقى بيجي يعرفني عن الحاجات المتأخرة بعديها، مثلا بعد مثلا الحاجة ما خلصت اتأخرت. طب يعني هو كده انا استفدت ايه؟ لو هو مش بيديني الارم مثلا قبل المعلومة دي، قبل التاريخ بتاعه بكتير. طيب فدلوقتي احنا بنقول ان مراقب المستندات لازم يبقى عارف التايم بتاع كل دوكيمنت موجود عنده، تمام؟ فلازم يدير المستندات اللي هي بتبقى قدامه، اللي مستلمها واللي بتبقى في وحدته من اول المشروع لاخرها، لازم يديرها بطريقه احترافيه. يبقى عارف كل دوكيمنت وظيفتها ايه، ومين مسؤول عنها، وهي موجوده عندي ليه، وتفضل موجوده عندي قد ايه، ولازم اسلمها للمسؤول عنها في قد ايه. يعني انا مثلا ما ينفعش ان انا طول النهار مثلا افضل استلم في دوكيمنتس وبعدين اركنها عندي تقعد عندي مثلا اسبوع على مكتبي، والشخص المسؤول او المهندس المسؤول عن الدوكيمنت دي توصل له بعد اسبوع. انا كده خدت 7 ايام من ال 15 يوم بتاعه او ال 21 يوم اللي هو المفروض هيراجع فيها، او اللي هي المفروض جزء من المراجعه بتاعه او جزء من التاسك بتاعته. انا كده احتفظت الوقت ده عندي، وده مش صحيح. المفروض ان المعلومه وانس ان هي توصل لي، او الدوكيمنت وانس ان انا استلمها كدوكيمنت كنترول، لازم على طول اعرف بيها الشخص المسؤول عنه عشان يبتدي هو يتحرك، لان هو اكيد برضو الشخص ده عنده سكاديول تاني شغال عليه. فالسكاديول ده لازم هو ياخد في اعتباره ان هو في تاسك جديده اتحطت على السكاديول بتاعه، ولازم هو يرتب نفسه على هذا الاساس، تمام؟ فاحنا هنا بنقول ان الدوكيمنت كنترول مسؤول عن اعداد واداره المستندات في الوقت المناسب بدقة وفعالية. أهم حاجة إن هو يكون بدقة. لازم أخد بالي إن أنا الريفيجنز عندي بتفرق، إن أنا الريفرنس عندي بتفرق، التريد بتفرق، النقطة عندي بتفرق. الدروينج نمبر لو أنا دخلتها غلط في شيت إكسل لما هاجي أدور عليها مش عارف أوصلها دي. لو أنا بدخل مثلا رقم لوحة أو رقم سبيكس أو أي حاجة زي كده، وقت ما هاجي إن أنا أوصل للمعلومة مش عارف أوصلها بطريقة صحيحة ومش عارف أوصلها أصلا. لو عندي جواب او عندي دوكيمنت مهمه دخلت في فايل مش الفايل بتاعها، هكتشف في الاخر ان انا مش هعرف اوصل لها، لان انا اكيد مش هقعد ادور في كل الفايلات الموجوده عندي في الشركه. فبالتالي لازم تكون شغله يكون بدقه ويكون بفعاليه، لان هو لو كان بدقه بس مش في الوقت المناسب يبقى انا كده ما استفدتش حاجه، ولو كان بدقه بس مش بفعاليه انا برضو كده ما استفدتش حاجه. فلازم الثلاث شروط دي لازم تكون متوفره في الدوكيمنت، ولازم يدير المستندات بتاعته في الوقت المناسب بدقة وفعالية، تمام؟ طيب الدوكيمنت كنترول بيعمل ايه؟ بيتحكم في ايه؟ الدوكيمنت كنترول بيتحكم في النمبرينج سيستم، طريقة الترقيم بتاعة الدوكيمنتس اللي عنده. هو مش وظيفته ان هو يكتب يعمل تايبنج مثلا الدوكيمنتس الموجودة عنده، هو وظيفته ان هو يديها سيريال نمبر، وظيفته ان هو يتشيك على الديت الموجود في الدوكيمنتس دي، التاريخ الموجود ده تاريخ صحيح ولا لا، معمول الفورمات بتاع التاريخ ده مظبوط ولا لا، الفورمات بتاع اللاتر اللي هو طالع من تحت ايده ده المفروض يبقى متاكد ان الفورمات ده طالع بفورمات مظبوط، وكلهم وكل اللاترز لازم تبقى بفورمات واحد. ما ينفعش ان انا في جواب مطلعه باسم مثلا بطريقه معينه او بفورماتنج معين، الجواب اللي بعديه يبقى بفورماتنج تاني خالص. لازم تكون ستاندرد، لازم يكون نفس نوع الخط، نفس الرقم، نفس السايز بتاع الخط، نفس السبيسنج ما بين الحروف. دي كلها بتدي ايمج كده للدوكيمنت كنترول ان هو حد كويس، ان هو حد بروفيشنال، ان هو فاهم هو بيعمل ايه، ان هو فاهم وظيفته بجد، وان هو عارف الدنيا ماشيه معاه ازاي. انما الدنيا الملخبطه ان انت يطلع عندك جواب النهارده بنوع الخط ده، برقم الخط ده، طيب النهارده باللون ده، لا المره دي الفورماتنج بتاعه مختلف، كل الحاجات دي بتفرق طبعا معايا. انا بالنسبه لي مثلا بعرف ان الدوكيمنت ده الدوكيمنت كنترول ده بروفيشنال ولا لا من شكل الجواب، من قبل ما اقرا اي كلمه، حتى لو الانجليش بتاعه مش مظبوط. هو
وظيفة الدوكيمنت كنترول إن هو ياخد الكلام التكنيكال ده، مش لازم هو يكون مسؤول عنه، بس لازم على الأقل يبقى، يعني مش هقول لك فاهم، بس يعني يبقى قاري قبل كده. يعني ما ينفعش تطلع جواب وانت مش قاري الجواب، ما ينفعش تطلع جواب ليه؟ لأن انت وانت بتطلع الجواب وارد ان يكون المهندس اللي كاتب الجواب ان هو كاتب مثلا ان في جزء من الاسباكس اتاتشمنت، وحضرتك ممكن تودي الجواب ده وهو نسي ان هو يحط الاتاتشمنت او الورق المرفق معاه، فبالتالي حضرتك ممكن تبعت الجواب من غير ما تبعت الاتاتشمنت معاه، هيروح للطرف التاني او للناس اللي شغالين معاك في المشروع التاني يقول لك ايه ده، فين الاتاتشمنت، نسيت الاتاتشمنت، طبعا ايمج مش كويس. فمهم وانت بتعمل مثلا جواب زي كده انت تتاكد ان الريفرنس بتاعك مظبوط، ان البيت بتاعك مظبوط، الفورمات مظبوط، السيجنتشر موجود. يعني مهم برضو ان انت ما تطلعش حاجه من عندك مش معتمده، ان البروجكت مانجر يكون معتمد الكلام ده وتبقى متاكد ان هو على علم باللي طالع الكلام ده، تمام. مهم برضو ان انت تتاكد ان الاتاتشمنت موجوده وموصفه في اللاتر اللي انت مطلعه. يعني انت بتطلع ورق مثلا حجمه E4 و E3 و E-note و CD والكلام ده، لازم توصفه تحت في اللاتر بتاعك. كويس كمان لو حضرتك كتبت السبجكت بتاع الدوكيمنتس اللي انت كاتبها، يعني مثلا بتكتب له ان هي نمبرنج اوف كذا E4 مثلا بلس تو بيبر مثلا E3. مهم قوي لو انت دي مثلا مواصفه، لو ده ريفرنس من جواب تاني حضرتك واخده، مهم ان انت تقول له برضو الريفرنس ده عباره عن ايه او الاتاتشمنت دي عباره عن ايه. هتسهل عليه ان انت لو حصل لخبطه، لو هو حد مثلا جيب هو بيسكان الورق ده دخل في بعضه او دخل في سبميت التاني او دخل في لاترز تانية او لخبط في اي حاجه، هيبقى سهل ان هو يعرفه، يبقى سهل ان هو يوصل له. حاجه كمان، لو حضرتك مثلا مطلع 5 ورقات، يبقى كويس قوي لو حضرتك كتبت 1 على 5، 2 على 5، 3 على 5. ده برضو بيبقى سهل جدا للتكنيشنز اللي شغالين معاك ان هو ما تخليهوش يغلط، ما تخليهوش ينسى الورقه دي اتحطت فين ولا تبع انهي ورقه في دول. انه لما بيجي اخر اليوم بيقعد يسكان، ده لو هو شغال مانيوال طبعا، يجي يقعد يسكان كل الورقه، وارد ان هي مثلا المكنه مثلا يحصل فيها اي مشكله يحشر الورقه منه، فيجي يوصل للورقه يلاقي الورقه دي مثلا اتخبطت في ورقه تانيه ما يعرفش يوصل لها. لو الحاجه دي مترتبه ومكتوب عليها السبجكت بتاعها ومكتوب عليها ان هي كام ورقه اتاتشمنت في الجواب، عمره ما يحصل الحاجات دي. طبعا اوقات ما بنعرفش نعمل كل ده، بس يعني احنا بنحاول بنقول ان ده بيتعمل بالطريقه دي، فيعني الاحسن ان حضرتك تعمل الكلام ده، تمام. فهنا بنقول ان الدوكيمنت كنترول مسؤول عن النمبرنج وعن السورتنج وعن الفايلنج وعن الستورنج. دلوقتي الدوكيمنت كنترول مسؤول ان هو يرتب الدوكيمنتس الموجوده عنده، مسؤول برضو ان هو يعمل اركايف لكل الورق اللي موجود عنده. هو طبيعي ان هو لما هيبقى فيه ورق رايح للشركه بتاعته او جاي من شركه تانيه، لازم الورق ده هيدخل في الاخر في ملف وهيحتفظ في مكان بيه، هيحتفظ في مكان بيه كويس مناسب للدوكيمنتس دي في ارشيف كويس. انا هقول لك ليه، لان وارد ان انت مثلا في البلاد الحاره اللي احنا شغالين فيها دي مثلا، ان تكون التهويه مش مناسبه في الستور روم اللي هو حاطط فيه الدوكيمنتس بتاعته، فوارد لو في ورق ملون مثلا ان الورق ده يسيح مثلا من كتر درجه الحراره دي، او ان هو اللون بتاعه يبهت، فحضرتك لما تيجي تتعامل معاه تاني ما تبقاش شايف الدرون مظبوط، ما تبقاش عارف تتعامل عليه. عشان كده احنا كنا توجهنا الفتره اللي فاتت كان ان هو حضرتك تحتفظ بكل الهارد كوبي از سوفت كوبي، يعني ما فيش ورقه تدخل الملف عندك الا لو حضرتك عامل لها سكان وشايلها على الكمبيوتر وعامل منها باك اب، عشان وارد لا قدر الله ان هو تحصل حريقه في المخزن، وارد ان تحصل اي مشكله، وارد ان الهارد كوبي دايما معرض لان هو يحصل له دامج بأي طريقة أيا كانت، وارد إن حد يجي يستعير الفايل ده مثلا وتحصل مشكلة في الورقة دي أو إن هو دي أو كده، فلازم تبقى حضرتك محتفظ بكوبي تانية أو بسوفت كوبي منه بحيث إن أنت تقدر ترجع لها وقت اللزوم. كمان ميزة السوفت كوبي إن هو بيبقى سهل إن حضرتك تعمل له ريتريفل، سهل إن أنت ترجع له في أي وقت من الأوقات، أحسن من الهارد كوبي، أحسن ما بتقوم وبعدين بتجيبه وبترجع تحطه في الفايل. لو حضرتك مش محتاج اوريجينال دوكيومنتس، مش محتاجه از كونتراكت، مش محتاج تعمل بيها حاجه او توريها لحد از اوريجينال دوكيومنت، حضرتك بتتعامل بالسوفت كوبي كويس جدا، تمام. هنا برضو بيقول ان هو بيتعامل مع الحاجتين السوفت والهارد، تمام، وبيبتدي ان هو يتعامل مع التكنيكال تيم وكل الادارات الموجوده عندك في الشركه.
تمام، هو ده الدوكيمنت كنترول. طيب ايه بقى هي الكواليفيكيشنز بتاعه الدوكيمنت كنترول؟ عندنا ثلاثة كونسبتس عن الموضوع ده. يعني هنا اول حاجه بنقول الاديوكيشن بتاعه، البيرسوناليتي، البروفيشنال سكيلز بتاعه. طيب اول حاجه الاديوكيشن. بصوا، هو يعني بالنسبه للدوكيمنت كنترول مفيش حد خالص على مستوى العالم قال ان الدوكيمنت كنترول لازم يكون حاصل على مؤهل معين. لا، هو بس اللي احنا محتاجينه في الدوكيمنت كنترول ان هو، ولا حتى لازم ان هو يكون خريج جامعه مثلا، او يكون معاه مثلا ليسانس او بكالوريوس او اي حاجه من كده، لان في دوكيمنت كنترولز تانيين شغالين برضو مش واصلين، يعني مش واخدين، مش معاهم مؤهلات عليا، بس برضو بروفيشنال وشاطرين جدا وكويسين. بس هو يفضل ان هو يكون معاه شهاده جامعيه، وتكون اللغه بتاعته تكون تمام، تكون كويسه، ويكون قادر ان هو يتعامل شويه في التكنيك، يكون عنده قابليه شويه ان هو يتعلم حاجه في الانجنييرنج، حاجه شويه في مجال الهندسه. لان احنا طبعا بما اننا شغالين في كونستراكشن، فكل المجال اللي قدامنا ده كله هو كونستراكشن. فحضرتك يعني طالما شغال في نفس المجال، فلازم برضو تتعلم شوية مصطلحات، تتعلم شوية مفاهيم خاصة بيهم. بالخبرة هتبتدي تعرف ان الحاجات دي بتاخد وقت قد ايه، الحاجة دي عبارة عن ايه، الصبة دي بتتعمل ازاي، طب الصبة دي بتتعمل في كام ساعة. شوية شوية هتبتدي تتعلم الحاجات دي، وهتبقى بالنسبة لك يعني حاجات سهلة. طيب احنا هنا بنقول ان هنا مفيش مينيمم معين للدوكيمنت كنترول، تمام، بالنسبة للاديوكيشن بتاعك. طيب بالنسبة للبرسوناليتي بتاعته، بالنسبة لشخصيته، أول حاجة لازم يكون يعتمد عليه ويكون أمين، لأن الدوكيمنت كنترول في إيده كل الدوكيمنتس بتاعة المشروع. يعني هو بيعتبر إن هو القلب النابض للمشروع، فما ينفعش إن هو يكون مش أمين، ما ينفعش إن هو يكون مش بيعتمد عليه، لأن هو عنده تاسك كبيرة جدا، وعنده حاجات مهمة جدا، عنده الكونتراكت مثلا، عنده كل ملفات الموظفين بتاعة المشروع او اذا كان بتاعة الشركة، عنده بتاع ده، عنده دوكيمنتس كتيرة مهمة، كل دوكيمنت المشروع دي مهمة جدا. فأول حاجة في شخصيته لازم يكون يعتمد عليه، ولازم يكون أمين في أداء الوظيفة بتاعته. إن هو لو ما كانش أمين، هيبقى عنده مشاكل كتيرة جدا، وهيبقى عنده أزمة ثقة في التعامل مع الناس التانية اللي شغالة معاه. طيب إيه تاني؟ إن هو يكون أكتر، إن هو يكون دقيق في كل حاجة. لما يجي حد يسأله على معلومة ما يجاوبش في ساعتها. دي دايما النصيحة اللي بقولها لأي حد، حتى لو أنت متأكد 1000000% من المعلومة، خد وقتك، ارجع لفايلاتك، ارجع للسيستم عندك، وبعد كده قول المعلومة دي. هتستفيد منها حاجتين: أولا تفهم اللي قدامك إن أنت مش ماشي شايل المشروع في دماغك، إن أنت بترجع لورق موجود فيه، او بترجع لدوكيمنتس موجود فيها المعلومات دي. ثانيا، انت تتجنب الخطا تحت اي ظرف من الظروف. لو حضرتك قلت لاي حد بيسالك على حاجه، طب خليني ارجع ابص، ارجع ارد على حضرتك في السؤال اللي حضرتك بتسال عليه، دي هتبقى حاجه في مصلحتك جدا، ان انت عندك وقت ان انت ترجع وتبص على الحاجه المعلومه، محدش هيلومك. بس لو قلت معلومه غلط سالت عليها، ساعتها انت هتتحاسب على الغلط. فيفضل دايما ان حضرتك تاخد وقتك في السيرش بتاعك، تاخد وقت في التأكد من المعلومة. يعني أنا كتير ببقى في ميتنج مثلا بيتقال لي ده ترد عليه ولا ما تردش عليه، ينفعش أرد في وقتها حتى وأنا متأكدة إن هو ترد عليه، ممكن خليني أرجع وأشوف. طب ترد عليه إمتى؟ خليني أرجع وأشوف. تمام، ممكن أرجع في ثانية أبص عليها وأتأكد إن هي ماشي، طلعت وهي قدامي خلاص، والسكان بتاعها هو تمام، والريفرنس بتاعها كذا، خلاص تمام، أوكي ماشي، هي ترد عليها في الوقت الفلاني. هتاخد منك ثانية، بس ممكن في وقت تاني. حاجه تانية كمان، ان ده بيدي لك ريزيرف ان انت تعمل سيرش لنفسك. فرضا انت دلوقتي الحاجه دي انت لسه شايفها ومتاكد انت شفتها، فهو لما سالك مديرك انت قلت له في الوقت الفلاني، هيجي في وقت تاني انت دماغك مش فايقه، انت مش مركز، انت اي حاجه ايا كانت، لو هيبقى منتظر منك ان انت تدي له معلومه دلوقتي، مش هينفع تستنى عليه تاني، ان انت عودته ان انت المعلومه دلوقتي جاهزه عنك. فدايما لما تقول له طب اديني هبص عليها وارجع اقول لحضرتك، انت كده اديت لنفسك ريزيرف عشان ترجع تفكر في المعلومه دي، او انت تتاكد منها. كده انت كسبت اكتر من حاجه، ما اديتلوش معلومه غلط، اديت لنفسك وقت ان انت تتاكد منها، ما خسرتش الرد على السؤال، انا عندك فرصه ان انت ترد على السؤال ده. تمام، فلازم يبقى الدوكيمنت كنترول اكيوريت في
كل حاجة هو شغال فيها، في مواعيده، في شغله، في تصرفاته مع الناس. تمام. حاجة تانية كمان، لازم يكون منظم. ما ينفعش دوكيمنت كنترول مهرجل، مش هيقدر يشتغل، لأن كمية الدوكيمنتس اللي بنتعامل فيها في البروجكت، في أيا كان السكوب بتاعك صغير ولا كبير، كتيرة. لو الحاجة دي مش منظمة، أو أنت مش متنظم الحاجة بتاعتك ديلي كل يوم، لو أنت مش عندك تعمل التاسكس بتاعتك، مش هقولك إن أنت لازم تعملها كل يوم، ممكن تريح يوم، ممكن تريح يومين، بس أنت لو طبيعي مش شخصية منظمة، يبقى دي مش شغلانتك، لأن الشغلانة دي للشخصيات المنظمة فقط. الناس اللي بتعرف تنظم وقتها، واللي بتعرف تنظم حياتها، واللي بتعرف تنظم شغلها وتنظم كل حاجة. فبالتالي لازم الدوكيمنت كنترول لازم يكون منظم، وبيعرف ينظم حياته، وبيعرف ينظم وقته، لأن هو دايما مضغوط في الوقت بتاعه، دايما عنده التاسكس بتاعته أكتر من ساعات اليوم بتاعته. هو دايما لو أنت هتديله إن هو يشتغل، ممكن مثلا تكون التاسكس اللي هو المفروض يعملها مثلا في 20 ساعة، وهو الشغل اللي عنده هو 8 ساعات، هو هيعمل ايه؟ لازم يظبط اولوياته، ويعرف ايه اللي يبتدي بيه، ويعرف ايه اللي يتأجل، ويعرف ايه اللي يتعمل بعد كده. فبالتالي انت دايما عندك تو دو ليست لازم هتعملها امتى، لازم تبقى مرتب اولوياتك ازاي، علشان تقدر تنظم وقتك، وتقدر تعمل كل التاسك اللي عندك من غير ما تخسر او تنسى اي حاجة فيه. طيب، كنا لسه بنتكلم شوية عن موضوع ان هو عنده تاسكات كتير، هو work under pressure، لازم تتحمل الضغط اللي بيحصل عليك. لان انت تخيل انت حد ادمن واحد او دوكيمنت كنترول واحد في المشروع على 20 25 مهندس، بتلاقي كل واحد طلب مختلف، كل واحد عاوز تاسك بتاعته معينه، كل واحد عاوز تساعده في حاجه، عاوز تدور له على حاجه. لان احنا هندخل كمان في السكيلز، البروفيشنال سكيلز بتاعت الدوكيمنت كنترول، هتعرف ان هو بس مش مسؤول عن الدوكيمنتس، هو مسؤول عن المشروع كله. فلازم يكون عنده القدره ان هو يقدر يتعامل تحت الاسترس، لازم يبقى عارف ان هو شغله كله ستريس، فلازم يقدر يشتغل تحت الضغط ده، ما يبقاش هو نفسه بيضغط، يعني يكون هو بيقدر يتعامل مع الضغط ده بطريقة كويسة، ان هو هيبتدي من ساعة ما ابتدى الشغلانة دي يفضل مضغوط لحد آخر يوم. تمام. لازم يبقى عنده communication skills، ان هو بيتعامل مع كل فئات المشروع، بيتعامل مع المهندس، بيتعامل مع مدير المشروع، بيتعامل مع عامل البوفيه، بيتعامل مع السواق، بيتعامل مع العمال الموجودين في المشروع، يتعامل مع كل الناس. فلازم يبقى عنده communication skills كويسة، لازم يكون بيعرف يتعامل مع الناس دي بطريقة صحيحة، بيعرف يتعامل مع كل واحد على قد دماغه، على ان هو بيفهم ازاي، او ان انت بيعرف يوصل المعلومة ازاي، او بيعرف ياخد منه الشغل، بيعرف ياخده منه بأنهي طريقة. فالcommunication skills مهمة جدا في document control. طيب، team working. طبعا الدوكيمنت كنترول بيتعامل مع المهندسين اللي موجودين معاه في البروجكت، ومع مدير المشروع، والناس اللي شغاله معاه في شركته. طيب، بيتعامل مع مين تاني بره؟ بيتعامل مع البارتس التانيه بتاعه المشروع. انا مثلا لو بتكلم عن نفسي، مثلا انا شغاله مثلا في مشروع از كونسلتنت، فانا عندي الدوكيمنت كنترولر بتاع الكلاينت بتعامل معاه، عندي الدوكيمنت كنترولر بتاع المقاول برضو انا بتعامل معاه. فلازم ابقى عارفه ان انا اتعامل مع التيم وركينج، لان في الاخر كلنا تيم واحد، وكلنا عاوزين هدفنا واحد، ان احنا عاوزين نطلع المشروع على احسن وجه، كلنا مش عاوزين نبوظ شغل بعض، وعاوزين يبقى كلنا شغلنا مظبوط. فلازم حضرتك تبقى قادر ان انت تتعامل مع التيم ده، مع اكتر من تيم في وقت واحد، تكون متعاون معاهم، تقدر تاخد منهم المعلومات اللي انت محتاجها، وتقدر تديهم برضو تساعدهم بالمعلومات اللي عندك. حاجة تانية، الليدر شيب سكيلز. انت بالنسبة لك، لان حضرتك يبقى عندك الستاندر، يبقى انت ماشي على ستاندر معينة، او ماشي على الايزو ستاندر، الناس اللي حواليك بتبقى شغالة على الايزو ستاندر، او ما بيبقاش في دماغك الكلام ده، كل واحد بيبقى له كونسبت معين. انا مثلا لو انا مهندس مثلا، فانا بالنسبة لي عاوز شغل يخلص وخلاص، يخلص ازاي ما يهمنيش، انا حد عاوز اطلع مستخلص، عاوز اطلع المستخلص دلوقتي. انت مشكلتك بقى في الاركايف والسكان، وانت ازاي هتحتفظ بكوبي منه، وازاي هتسلم، وازاي بتاع، دي مش مشكلتي. انا التاسك بتاعتي ان انا عملت الكالكوليشن شيت بتاعتي، وخلصت حاجتي، وعاوز اسلم شغلي دلوقتي. انا بالنسبه لي بقى كدوكمنت كنترول، او بالنسبه للشخص بتاع الدوكمنت كنترول، عنده تاسك تانية بعد ما هو يستلم منه الدوكمنت دي، ولازم ياخد منها كوبي، لازم يعمل منها سكان، لازم يتاكد من امضاءات ان هي دي كلها تمام، لازم ياخد منها سوفت كوبي، لازم يتاكد ان السوفت كوبي اللي طلع مع
مع الهارد كوبي ده ان هو يكون شغال وتمام وزي الفل. كل الحاجات دي بتتعمل بعد ما المهندس بيخلص شغله. المهندس بيبقى مستعجل على حاجه، فانت لازم تعرف تليد القصه دي، لازم تعرف تليد ان انت هاو تو مثلا هاو تو ليد الدوكيمنت مانجمنت دي ازاي، ان انت تقدر توصل الدوكيمنت دي الوقت المناسب اللي المهندس عاوز يعملها، بس في نفس الوقت تكون انت خلصت التاسك بتاعتك فيه. فلازم تبقى ليدر في المشروع بتاعك، لانك شويه شويه هتلاقي نفسك مسؤول مثلا عن الموبيلايزيشن، شويه مسؤول عن على الاستيشن بتاع المشروع، شويه مسؤول عن مش عارف ايه. فلو انت شخصيتك مش ليدر، مش بتعرف تدي الناس اللي حواليك، مش بتعرف تبقى انت قائد المجموعه ايا كانت المجموعه دي، حضرتك مش هتعرف تتعامل، لان ساعتها الناس اللي حواليك هتفرض سيطرتها عليك وهيخلوك انت تسمع كلامهم في الشغل بتاعك. يعني انا عاوز اطلع دي دلوقتي، هطلع دي دلوقتي ومش مشكله باخد السوفت كوبي بعدين. طبعا ما ينفعش قبل ما اطلع اي حاجه لازم اكون محتفظه بكوبي عندي منها، قبل ما اي حاجه تطلع من عندي لازم اكون عندي كوبي منها، متاكده ان الحاجه اللي طالعه دي مظبوطه، لانها في الاخر لما ترجع هترجع لحضرتك مش هترجع للمهندس اللي عملها. المهندس خلص التاسك بتاعته، في الاخر التاسك دي مسؤوليتك انت. فبالتالي لازم يكون ليدر شيب، لازم يكون ليدر على الديبارتمنت اللي هو شغال فيها او على الاورجنايزيشن اللي هو شغال فيها. تمام. حاجه تانية، بروبلم سولفينج. مش كل مشكله هتواجهك في المشروع او في الشركه هتروح بيها على المدير بتاعك، لازم يكون في جزء من المشاكل انت بتعرف تحلها. فلازم يبقى انت بتقدر تهندل المشاكل اللي عندك من غير ما تطلع لمديرك. لو انت حضرتك طلعت من المشكله بتاعتك لمديرك، انت كده مستبد، انت كده بتتعامل معاه ان انت بس ايه، بتاخد ده بتاخد من هنا بتودي هنا، بس انت ما عندكش اي يسموها ايه، اي سكيلز ان انت تحل مشاكلك اصلا. لو انت عندك مشكله دلوقتي في الشغل وخلاص هي وقفت وانت مش لاقي لها حل، انت بالنسبه لك دورت لها على كل الاحوال تتناقش مع حد فيها عشان تلاقي لها حل، مش لاقي لها حل، فخلاص دي ساعتها تروح لمديرك، لان انت مش انت وحيد بس، مش انت الوحيد بس اللي مسؤول عن المشروع، ناس تانية مسؤوله، بس هي دي خاص مش في السكوب بتاعك. لو هي في سكوبك انت وانت تقدر تحلها، حلها على مستواك انت، مش لازم تطلعها مستوى اعلى من مستواك، الا لو هي فعلا محتاجه تدخل لحد اعلى. انت مثلا محتاج سوفت وير في الشركه عندك، محتاج سوفت وير في البتاع، انت حاجه مش هتعرف انت تشتري، مش هتعرف تروح تتعامل مع الشركه وتقول لهم انا محتاج، يعني مش هتروح للشركه اللي بتدي سوفت ويرز وتقول لهم انا عاوز اركب سوفت وير عندي، دي مش مسؤوليتك انت، دي لازم تطلع للشركه بتاعتك او لمديرك او للهيد كوارتر بتاعك او الهيد اوفيس بتاعك علشان تقول له انا عندي مشكله وعاوز احلها. بس لو انت حضرتك قدرت ان انت تحلها من عندك احسن، فلازم حضرتك يبقى عندك القدره ان انت تحل جزء من المشاكل بتاعتك. تمام. لازم يبقى عندك برضو قدرة على التفاوض، يعني مش كل حاجة حضرتك بتقدر تحصل عليها. انت عندك وقت معين لازم تخلص فيه الشغل بتاعك، انت لازم تتفاوض مع الأطراف اللي حواليك. ممكن مثلا بنتفق مثلا في أول المشروع على مين هيصور لمين، أنا هاخد الدوكيمنتس بتاعتي كام كوبي، طب انت هتجيب لي التسليمات امتى، طب انا هديك التسليمات امتى، الكلام ده دي كلها بتبقى قدرة على التفاوض. انت بتبتدي تحصل، يعني بتبتدي بتحاول ان انت تحصل على اكبر حاجه تقدر تحصل عليها. خلاص ما حصلتش، يعني حاول ان انت تتفاوض عشان توصل للي انت عاوزه. فلازم يبقى عنده قدره من المرونه ومن التفاوض، ان هو يكون بيعرف يتفاوض، مش اللي هو انا عاوز كده وخلاص وماليش دعوه وحل انت مشكلتك مع نفسك. ده هيبقى فيه مشاكل كتير جدا في المشروع ما بينك وما بين التيم. تمام. برضو كنا بنتكلم على التايم مانجمنت، لازم يكون عنده قدرة ان هو يدير وقته بطريقته، يعني ما ينفعش ان حد يجي يقول له اعمل كذا الساعة كذا، لا مش هينفع. حضرتك اللي عندك التاسك، حضرتك اللي عندك الفيو بتاعت الدنيا، انت شايف الدنيا عاملة ازاي، وحضرتك اللي هتقدر تحدد اولوياتك وتحدد وقتك الحاجة دي هتخلص فين. بس لازم تسعى ان انت كل معظم التاسكس تخلص في الوقت بتاعك من غير اي تاخير. تمام. طبعا بما ان احنا بيبقى عندنا كل الضغوط دي، طبعا دوكيمنت كنترولرز فاهميني ان احنا بيبقى عندنا ضغوط معينه، ومفيش حد بيبقى حاسس بالضغط اللي عليك، ولا حاسس بكميه الشغل اللي بيبقى متاخره عندك، ولا بالحاجات اللي انت المفروض بتعملها كتير. فبالتالي لازم انت تكون
سيلف موتيفيتد، لازم انت بتقدر ان انت لازم تشجع نفسك بنفسك، ما تستناش ان حد يجي يقول لك برافو انت خلاص انت كويس، او ان حد يحاول يشجعك. حاول تشجع نفسك بنفسك من غير ما تستنى التشجيع من حد او تستنى التقدير من حد، لان انت لو استنيت التقدير من حد مش هتلاقي حد بيقدر الموضوع. التقدير الحقيقي بتلاقيه فعلا لما بتخلص البروجكت بتاعك وبتروح تسلمه، بتعمل الاركايف بتاعك، وبتيجي تلاقي ان كل الدوكيمنتس بتاعتك ما عندكش فيها مشاكل، كل الدوكيمنتس موجوده، كل الدوكيمنتس اركايفد، كل الدوكيمنتس ريجسترد، كل الحاجات دي. ده اللي بيخليك تحس بالفخر ان انت فعلا دوكيمنت كنترول كويس، او ان انت عملت التاسك بتاعتك على اكمل وجه ما عندكش مشاكل. ده اللي بيحسسك بالثقه وبالثقل في الشغل. انما ما تستناش تقدير من حد، ما تستناش ان حد يجي يقول لك شكرا على المجهود اللي انت عملته، لان انت كده كده مجهودك مش بيبان during the project على قد ما هو بيبان بعد ما البروجكت يخلص. تمام. برضو من ضمن الصفات الشخصية بتاعة ال document control ان هو يكون عنده ثقة في نفسه، ان هو لما يبقى بيتكلم او بينيغوشيات في موضوع ان التاسك دي يا جماعة او ده مش موجود في الستاندر، يبقى هو متأكد من ده، يبقى عنده ثقة ان هو يقول ان ده مش هينفع يتعمل كده، يكون عنده ثقة في نفسه ان هو الكلام اللي بيقوله صح، ان اللي هو ما عندوش مشكلة، انا مش خايف من حاجة، المهندس اللي شغال معايا هو فاهم في شغله بس انا برضو فاهم في شغلي، انا ما عنديش مشكلة في شغلي. انا اللي انا بعمله ده انا متأكد ان انا ان هو ده الصح، ومتأكد ان انا عندي ستاندر وانا مستند على ستاندر معينة هي اللي بتخليني اعمل التاسك دي بالطريقة الفلانية. فلازم مهم جدا ان هو يكون عنده ثقة في نفسه، تكون واضحة للناس اللي حواليه علشان يتعاملوا معاه من المنطلق ده. تمام. نتكلم بعد كده على البروفيشنال سكيلز. اول حاجة في البروفيشنال سكيلز لازم تكون موجودة في الدوكيمنت كنترول ان هو يكون عنده اي تي سكيلز كويسة كسوفت وير وكهارد وير. بالنسبة للسوفت وير لازم يكون بيعرف اوفيس مثلا، اكسل، اوتلوك، وورد، ايه تاني، اكسس. دلوقتي احنا بنتكلم على اكونكس مثلا ولا البروجكتس التانية او السيستمز اللي هي التانية اللي احنا بنتكلم عليها. دلوقتي معظم الشركات لما بتيجي تطلب حد كدوكيمنت كنترول بتطلب ان هو يكون عارف برامج، عارف اي دي ام اس تانية هو بيكون اتعامل معاها قبل كده. فمهم جدا ان الدوكيمنت كنترول يكون على الاي تي بتاعته، تكون خلفية تكون كويسة جدا في الاي تي، لانه في وقت من الاوقات مش هيلاقي حد يساعده، هو ممكن يكون يبقى موجود في البروجكت لوحده من غير اي اي تي. ساعات الدوكيمنت كنترول بيبقى مسؤول ان هو مثلا يوصل نتورك مثلا لجهاز، يغير باسورد الجهاز مثلا، مهندس جديد او مهندس اي حاجه، حصل مشكله في السيرفر المفروض ان هو يكون بيعرف يحلها. مش لازم، دي مش اوبليجيشن على حضرتك ان حضرتك تحل ده، بس لو حضرتك بتعرف تتعامل في ده هتبقى حضرتك اضافه كبيره جدا للمكان، لان هتبقى انت مثلا ممكن تحصل عندك مشكله في برينتر، مشكله في مكان تصوير، مشكله مثلا في تليفون، في اللاند لاين مثلا او اي حاجه من كده، وحضرتك لازم تكون عندك الخلفيه ان انت ازاي تعرف تحل المشكله بتاعتك دي. لان انت لو عملت ريكوست مثلا واستنيت الراجل بتاع الاي تي يجي يصلح لك الحاجه دي، ممكن مثلا يتاخر عليك يوم يومين، في الاخر انت اللي متعطل عن شغلك، وشغلك اللي واقف والدنيا عندك اللي عطلانه. هو بالنسبه له هيجي يعمل التاسك بتاعته وهيمشي، بس لو حضرتك عارف ان ازاي تعمل القصه دي. انا مثلا واحده من الناس كانت حصل لي زمان مثلا مشكله في الاوتلوك، الفايل بتاع الاوتلوك ما كنتش اعرف ان البيرسونال فايلز بتاعه الاوتلوك بيحصل لها دامج بعد ما توصل سايز معين. فضلت احمل عليه لحد ما عدى ال 20 جيجا مثلا. بعد ما عدى ال 20 جيجا حصل له دامج، تمام، الكهرباء قطعت في المكان، فراح الفايل الاوتلوك ده ضرب وما رضاش يشتغل. طبعا بالنسبه لي فايل الاوتلوك ده كان عليه كل الشغل بتاع الكلاينتس اللي احنا شغالين معاهم والكونسلتنت اللي احنا شغالين معاهم جوه وبره مصر، وما كانش عندي باك اب تاني في مكان تاني غير هو ده، ما كنتش بعرف اعمل فيه حاجه. فبالتالي رحت للراجل بتاع الاي تي، صلح لي الفايل ده. لا ده ما بيتصلحش، يعني يا باشمهندس حاول، طب شوف لي حل، طب شوف لي مش عارفه ايه. لا لا، هو الفايل طالما كوربتد بالمنظر ده مش هيتصلح. طبعا انا بالنسبه لي، هو بالنسبه له مش هتتصلح خالص، هو كده ريح دماغه وعمل التاسك اللي عليه، هو خلاص الفايل بالنسبه له كده ايه، خلاص دامج ومش هيعمل فيه حاجه. انا كدوكيمنت كنترول شغلي كله، حياتي كلها السنه اللي فاتت دي موجوده على الفايل ده، فكان لازم يلاقي حل. قعدت اعمل سيرش على اكتر من ويب سايت، على اكتر من حاجه، وبقيت اقرا كل السيرش اللي كنت بشوفه واللي كان بيطلع، كنت بجرب كل الحاجات
لحد ما لقيت ان في طريقه كده معينه ممكن حضرتك تعملها، بس بشرط ان الجهاز ما يتقفلش لمده مثلا 72 ساعه، يفضل الجهاز مفتوح لانه هيعمل ريبير للفايل ده لمده 72 ساعه. تمام، رحت للاي تي وقلت له انا كل مطلوب منك ان انت الجهاز ده ما يقفلش لمده 72 ساعه، مالكش دعوه. قال لي لا مش هينفع وبتاع ده، وعلى فكره مش هيجيب اي حاجه ومش، قلت له مش مشكله، هو لو جاب لي نص الداتا اللي جوه انا كده راضيه، بس اهم حاجه ان انا يرجع لي اي جزء من الداتا دي. عملت كده فعلا، الحمد لله حوالي 90% من الداتا دي رجعت الحمد لله. فعلا لازم الجهاز كان يفضل 72 ساعه مفتوح عشان يقدر ان هو يعمل ريتريف للداتا بتاعته. الحمد لله رجعت، ومن يوميها انا بدات ان انا اعمل ريسيرش على كل حاجه انا هتعامل فيها، بحيث ان انا محتاجش اي اي سي ان هو يجي لجهازي او ان انا احتاجه. احتاجه بقى امتى؟ في ان هو مثلا يجي يحط لي مثلا لايسنس مثلا معينه، سيريال نمبر بتاع لايسنس مثلا خلصانه من عندي، يعرف لي مثلا حاجه مثلا على الجهاز، برينتر مثلا ولا حاجه. بس خلاص انا دلوقتي بقيت خلاص بحاول ان انا ابقى ملمه بكل الحاجات التانيه بتاعت الاي سي، بحيث ان احنا ما تلجأ لهوش الا في الحالات اللي انت خلاص انت مش عارف تتعامل، اللي هو ما ينفعش هو اللي لازم يتعامل، هو لازم يحط السيريال نمبر مش انت. تمام، فالاي تي سكيلز بتاعتك بتفرق معاك كتير جدا، وبتوفر عليك وقت كتير جدا، وبتوفر عليك مجهود، وبتبقى بتسيف تايم ليك جدا كتير جدا، ان حضرتك عمال ما بتحتاج وهو بيجي لك ده بياخد منك وقت كتير، ولو انت عطلان يوم او يومين الشغل بيتكوم عليك انت مش عليه هو. فبالتالي لو انت حضرتك عندك الخلفية دي هيساعدك كتير جدا في الشغل، وهتبقى حاجة كويسة جدا. تمام، تاني حاجة الفورين لانجوج مثلا، دوكيمنت كنترول لازم يبقى عنده لغة، يعني على حسب اللغة، مش لازم يبقى عنده، مش هنقول مثلا ان هو يكون عنده انجلش مثلا او فرنش او حاجة، على حسب الفيلد اللي هو شغال فيه. يعني انا مثلا لو انا شغالة في مشروع مثلا نص سنين شغالين معايا، فانا لازم ابقى عارفه على الاقل يعني كلمات بسيطه، حتى عشان لو حضرت معاهم الدنيا ابقى فاهمه. لو انا شغال مثلا في مشروع مثلا في فرنسا مثلا، او مع شنايدر او مع اي حد من الناس دي، لازم ابقى فاهمه نفس اللغه دي. فمهم جدا ان يبقى الدوكيمنت كنترول معاه لغه تانية او لغه ثالثه في المجال بتاعه، عشان يبقى فاهم، وعشان يبقى عنده ثقل في التعامل مع الناس. اللانجوج مهمه جدا في السكيلز بتاعته. ايه كمان؟ لازم يكون مالتي تاسكرز، ان هو لازم يعمل اكتر من تاسك في نفس الوقت. ان هو ممكن يكون بيرد على التليفون، بيكتب بتاع ده، وبيعمل ريبورت، بيكتب ريبورت، وبيستلم حاجات تانية، وبيعمل اكتر من حاجه. لازم يكون بيعرف يعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، لانه لو بيعمل حاجه واحده وما بيعرفش غير ان هو يركز في حاجه واحده، هيلاقي في تاسكس كتيره قوي اتكونت عنده ومش عارف يعمل فيها حاجه. فلازم يكون بيعرف يعمل أكتر من تاسك في نفس الوقت. تمام، لازم كمان يكون بيحترم الديتيلز، بيبقى بيفرق مع الديتيلز، بتفرق مع النقطة، بتفرق مع الشرطة، بتفرق مع كل حاجة موجودة عنده في الداتا، بتفرق معاه. لازم يكون بياخد باله من كل الديتيلز الموجودة، لازم يكون بياخد باله إن هو لما بيشوف ورقة مرة واحدة إن هو بيعرف من أول 5 دقايق بيبص فيها بالورقة، عارف أخطاء الموجودة في الدوكيمنتس دي بتاعته إيه. فلازم يكون بيحترم الديتيلز كويس جدا، ما يبقاش مش مثلا يجي يقول لك ايه فايت في ايه شرطه من نقطه، هي الاثنين كده كده معمولين ان هم في الاخر ما بينهم سبيس. لا طبعا بتفرق، عشان حضرتك لما بتكتب الريفرنس بطريقه غلط ترجع ان انت تعمل له ريتريفل مش هتعرف توصل. تمام، النقطه دي دايما عليها خلاف، ان هو بيعرف يعمل تايبنج كويس. الدوكيمنت كنترول مش مطلوب منه ان هو يعمل تايمنج لحد، يعني مش مطلوب منه ان هو يتايب مثلا الجوابات، مش مطلوب منه ان هو يكتب الجوابات للستاف بتاعه، يعني. بس مطلوب منه ان هو يكون بيعرف يعمل تايب ستاف، بحيث ان هو لما يجي يكتب ريبورت مثلا يبقى هو عارف ان هو مش هياخد في ايده حاجه كتير. لما يجي يعمل ريجستريشن مثلا الدوكيمنتس عنده، ما يقعدش مثلا يكون لسه بيدور على الحروف الموجوده على الكيبورد. فدي حاجه مهمه، مش عشان يعمل تايبنج للديبارتمنت التانيه اللي شغاله معاه، بس عشان شغله هو. تمام، دي كنا لسه بنتكلم فيها، رايتنج سكيلز، ان هو لما بيجي يكتب ريبورت او بيجي يكتب حاجه بيعرف، لازم يكون بيعرف يعبر عن نفسه، او بيعرف يعبر عن الحاجه اللي هو عاوز يقولها. تمام، حاجه كمان بنتكلم فيها الدوكيمنت ميتنج مينتس،
ان هو يكون بيعرف يمانج الميتنجز، ان دي برضو تاسك من ضمن التاسكات اللي ممكن يتحط فيها الدوكيمنت كنترول. مش كل بروجكت او مش كل الشركات بتخلي الدوكيمنت كنترول يمانج الميتنجز، ان هم ساعات يعني ساعات الميتنج بيتجه اتجاه تكنيكال قوي، فالدوكيمنت كنترول بيعطل بقى، ما بيبقاش فاهم هو هما اللي بيتكلموا فيه ده ايه، تمام، ما بيبقاش فاهم ايه الدنيا مشيت كده تكنيكال قوي ازاي. ففي جزء من الميتنجز بيحضرها الدوكيمنت كنترول، بيضطر ان هم يعملوا مانس للميتنج ده، وفي ناس تانية بتقول لك لا نخلي اللي بيعمل المانس دي انجينير علشان يبقى فاهم هو الدنيا ماشيه ازاي، او بيبقى فاهم اكتر المصطلحات والتكنيكال اللي بتقال. طيب ده احنا هنا كنا بنقول ان هنا برين ستورمينج، ايه هو الفرق ما بين ايه الفرق ما بين السكيلز والبروفيشنال سكيلز، البيرسونال سكيلز والبروفيشنال سكيلز. بس هي المشكله عندنا ان احنا كده الوقت عندنا مش هنلحق ان احنا نبشيب، هنأجل بس البرين ستورمينج ده لحد وقت المناقشه في الاخر، وبعد كده هنبقى نرجع له تاني، تمام. ده هنا ايه ده responsibility بتاعت الدوكيمنت كنترول. طبعا من خلال الكلام اللي احنا قلناه ده كله بدأنا ان احنا نفهم ايه هي الريسبونسابيلتي بتاعت الدوكيمنت كنترول. اول حاجه ان هو بيعمل سيت اب دوكيمنت سيستم، لو هو انا عندي سيستم هو اللي بيبتدي ان هو يحط الخطوط العريضه للسيستم بتاعي، ببتدي مثلا اقول ان الدوكيمنتس هتتسلم ازاي، الورك فلو بتاعي هو اللي بيحط السيستم لاي دوكيمنت ماشي عندنا، اذا كان هو هيتعامل مانيوال او هيتعامل اوتوماتيك في البروجكت ده. فبالتالي السيستم بتاع الدوكيمنتس هو اللي لازم يحطه من الاول، علشان هو اللي هيبقى اكتر حد عارف الدنيا في المشروع هتبقى ماشيه ازاي، تمام. تاني حاجه كرييت تمبلتس، يعني المتعارف عليه ان الايزو دايما لما في شركه بتيجي تاخد الايزو بتديها بيبقى في عندها فورمز وتمبلتس هي اللي بتتعامل فيها، بس بالاخر هو لازم كدوكيمنت كنترول هيخليها ابلايد بقى على المشروع بتاعه. انا مثلا عندي المشروع كذا، هيبتدي ان هو مثلا التمبلتس بتاعته اللي هو خدها من الايزو او خدها من الستاندر بتاعته من الكواليتي ديبارتمنت عنده، هيبتدي بقى يحط اللوجو بتاع الشركات، هيبتدي يظبط السيجنتشر بتاع الناس، اسامي الناس الموجوده اللي هتمضي، اسامي الشركات الموجوده. فالتابلت دي هو اللي هيبتدي يحط الـ الحروف المبدئيه، او هيبتدي هو يحط كل البدايات بتاعتها من الاول، تمام. مانج ريكويست فور دوكيومنتيشن، طبعا احنا قلنا ان الدوكيمنت كنترول الشاطر اللي هو ما يخليش حد يجي يساله على اي دوكيمنت، هو بيبقى حاطط كل حاجه على السيستم، فبالتالي اللي عاوز يسال على معلومه بيروح يدور فيها على السيستم، ولو ما قدرش ان هو يوصل لها لازم يرجع للدوكيمنت كنترول عشان يساله على المعلومه اللي هو عاوز يوصل لها دي. ففي الاخر هو اللي بيشوف كل الريكوستات، لو حد بيطلب معلومه او حد بيطلب انفورميشن او بيطلب دوكيمنت مثلا، فهو الوحيد اللي بيقدر يمانج الريكوست بتاعه ده. شوف بقى حد محتاج حاجه، حد مش عارف يدخل، حد النتورك بتاعته مش شغاله، حد الجهاز بتاعه مش شغال، اي حاجه من كده، فممكن ان هو يحتاج. كمان ممكن يكون في حد في ميتنج مثلا محتاج ان هو يوصل لمعلومه مش عارف يوصلها، ممكن يكلم حضرتك كدوكيمنت كنترول يسالك عليها او يوصل لك من خلالها يعني. فدي برضو من ضمن الريسبونسابيلتيز بتاعته. بعد كده دخلنا في قصه الفايلنج، احنا قلنا ان الدوكيمنت كنترول برضو من مسؤولياته ان هو يعمل فايلنج سوفت وهارد علشان يتاكد ان كل حاجه محطوطه في مكانها الصحيح بطريقه كويسه، وان المكان ده مناسب للستورج بتاعه، تمام. كمان من مسؤوليات الدوكيمنت كنترول ان هو يراجع وان هو يعدل او يتعامل مع الريكوردز الموجوده عنده في البروجكت، وان هو يقدر ان هو يعمل عليها ابديت ديلي، تمام. دي برده من ضمن مهام الدوكيمنت كنترول. حاجه تانية برده الديستريبيوشن، من وظايف الدوكيمنت كنترول ان هو يعمل ديستريبيوشن صح للدوكيمنت، هندخل في القصه دي بعدين بالنسبه لل distribution matrix، دي هتبقى لها محاضرة منفصلة إن شاء الله. بس هو برضو اللي بيبقى مسؤول عن إن هو يوزع الدوكيمنتس دي
داخليا وخارجيا. طبعا داخليا عشان يبقى لازم يوصل المعلومة اللي جات له من بره الشركة دي لكل المسؤولين عن الدوكيمنت دي داخل الشركة عنده. ولازم لو هو عنده عاوز معلومة عاوز يوصلها خارج الشركة لحد من أطراف المشروع بره، لازم يتأكد إن المعلومة دي وصلت بطريقة صحيحة للشخص المسؤول عنها خارج الشركة. manage process around documents، هو كمان لازم يتأكد إن البروسيس اللي بتتعمل في الشركة للدوكيمنتس تكون معمولة بطريقة صحيحة وتكون معمولة بطريقة سلسة، ما يكونش في حاجة بالنسبة له معمولة غلط، ما يكونش في مثلا بروسيس بتتضارب مع بروسيس تانية. فهو اللي بيعمل مانج للبروسيس، احنا دي كنا اتكلمنا عليه ان هو هيعمل سيت اب، هو هيعمل سيت اب ويرجع تاني يعمل مانج للبروسيس بتاعته علشان يتأكد ان هي ماشية في الاورجانيزيشن كلها بطريقة صحيحة. هنا بنتكلم عن الـ confidentiality بتاعة الـ documents. احنا لسه كنا بنقول ان هو مسؤول عن ان هو يتعامل مع سرية الـ documents دي بطريقة كويسة. احنا كنا لسه بنقول من شوية لازم ان هو يكون امين، بس دي بقى الـ documents دي لازم يكون بيتعامل مع الـ بيسموها ايه الـ privacy بتاعة الحاجات دي بطريقة كويسة. فالبرايفسي بتاعت الدوكيمنتس دي والconfidentiality بتاعتها دي برضو من مسؤوليات الدوكيمنت كنترول، ان هو ياخد باله منها يبقى عارف ان هو يديرها بطريقة صحيحة طبقا للماتريكس اللي هو اتفق معايا عليها من البروجكت مانجر. تمام، هي هنا دي البروجكت اللي احنا دي الريبورتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، بنقول ان هو لازم يدي اد هوك ريبورتس مش بعد الوقت المطلوب، يعني لازم يكون عنده نظرة للريبورتس اللي هو هيطلعها أو للريبورتس اللي هو هيطلعها دي تكون قبل ما تحصل المشكلة مش بعد ما تحصل المشكلة. لأن لو هو عرف الناس إن هو عن في مشكلة هتحصل أحسن بكتير ما إن هو يجي يقول لهم إن المشكلة خلاص حصلت، أو إن هما يتفاجئوا إن في مشكلة حصلت، إن عندهم دوكيمنتس مثلا متأخرة أو إن عندهم حاجة حصلت أو حاجة بالنسبة لهم مش هيعرفوا إن هم يردوا عليها قبل الميعاد الفلاني. فلازم الريبورتس بتاعته تكون قبليها بفترة، تكون منطقية، تكون مديها وقت للناس إن هي تعرف تراجع على شغلها أو إن هي تعرف تاخد أكشن في التأخيرات بتاعتها. تمام، بعد كده بنتكلم عن دور الدوكيمنت كنترول جوه المشروع. الدوكيمنت كنترول دوره جوه أي construction project بنقول ان هو بيمنتين كل الدوكيمنتس اللي بنسميها اللايف بروجكت دوكيمنتس اللي هي الرننج اللي انا شغال فيها دلوقتي مش اللي هي حصل لها ارشيف. فدي بتبقى كلها مسؤوليته من الاول من الالف للياء لحد ما يعمل لها ريكورد لحد ما يعمل لها ارشيف. كل دي مسؤوليه الدوكيمنت كنترول. تمام، فالرول بتاعه في جوه البروجكت ان هو بيتعامل مع كل اللايف دوكيمنتس الموجوده في البروجكت من ساعه ما بتدخل الشركه لحد ما بتطلع من الشركه او لحد ما بتدخل الفايلز عنده از اركايف. تمام، وبرده مسؤوليته ان هو يتعامل ويابديت السيستم ديلي. لازم اي سيستم عنده اذا كان سوفت ولا هارد لازم يابديته ديلي، لان لازم المعلومه تفضل موجوده طول الوقت، اخر معلومه موجوده، ولازم تكون دايما اب تو ديت، ودايما تكون اخر ريفيجن موجوده وتكون ابروف زي ما احنا كنا بنقول من شويه. لانه لو ما عملش كده، لو السيستم ما حصلوش ابديت كل يوم، هيجوا فتره عليهم مش هيبقى عارف هو واقف عنده اخر مره واقف فين عند الابديت. فلازم يبقى الابديت عنده ديلي. تمام، هنا دي الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها عن النمبرنج والبروسيجر بتاعت المسل ستيتمنت والكلام ده. هنا بنقول ان وظيفه الدوكيمنت كنترول ان هو بيحط النمبرنج سيستم بتاع الدوكيمنتس. تمام، فهو مسؤوليته ان هو يحط يبقى ماشي على النمبرنج سيستم اللي هو حاطه. فهو بيتابع ان النمبرنج سيستم ده ماشي بطريقه كويسه، متاكد ان الفايلنج السكشن نمبر موجود في الدوكيمنتس اللي طالعه، متاكد ان السب كونتراكتورز حاطين كل بياناتهم، ان كل حاجه تكون مظبوطه. فدي وظيفه الدوكيمنت كنترول ان هو يتابع الدوكيمنتس اللي طالعه من عنده من الشركه في النمبرنج بتاعها وكل النمبرز والسبيكس الموجوده فيه.
دي بقى وظيفته الأساسية في البروجكت عنده، إن هو بيبقى بيستلم، بيكونترول، بيتعامل مع الدوكيمنتس دي وبيعمل لها ستورج، إن هو بيحفظها مانيوال، بيحفظها سوري هارد كوبي، وبيحفظها برضه سوفت كوبي. وبعد كده لو هو في أي دوكيمنت عنده هتطلع هيحصل لها ايشيو من البروجكت عنده، بيضطر إن هو يشوف لها الكابز اللي هي المفروض تتسلم فيها قد إيه، يشوف الماتريكس بتاعت الديستريبيوشن بتاعته ماشية إزاي، وبيتأكد إن كل معلومة وصلت للشخص المسؤول عنها، بيتأكد إن هو عنده ريسيت بكل حاجة هو بعتها. يعني لو أنا ببعت الحاجة بره الشركة لازم أتأكد إن أنا عندي إثبات أو عندي evidence إن هو إن الشخص اللي بره الشركة ده استلم المعلومة دي، هي دي مش إن هو مش استلمها من غير ما يبقى أنا عندي evidence، لازم يبقى عندي evidence المعلومة دي وصلت للشخص. تمام. مسؤوليات برضو الدوكيمنت كنترول داخل المشروع ان هو بيعد الديستريبيوشن ماتريكس بتاعت المشروع لكل التيم اللي عنده. طبعا دي بتبقى بالتعاون مع البروجكت مانجمنت تيم اللي شغالين معاه، علشان يبقى متأكد ان كل المعلومات وكل الداتا اللي دخلته وصلت للناس المسؤولة عنها. طيب ايه هو الكارير لادر بتاع الدوكيمنت كنترول؟ اول حاجه بيبقى الدوكيمنت كنترول لما بيدخل المجال بيبقى اسمه جونيور دوكيمنت كنترول، وبعدين لما بياخد خبره معينه في المجال بيتحول لسينيور دوكيمنت كنترول. تمام. بعد كده بيبقى ليد، بعدين بيبقى بعد كده بيبقى دوكيمنت كنترول مانجر، وفي بعد كده دوكيمنت كنترول سكشن هيد. تمام. وهنا بقى تعريف لكل واحد ايه التاسكات بتاعته. يعني الدوكيمنت كنترول الجينيور دوكيمنت كنترول بنقول ان هو بيبقى مسؤول عن الديلي تاسكس بتاعت الدوكيمنت كنترول جوه البروجكت او جوه الديبارتمنت بتاعي. الديلي تاسك زي ايه؟ مثلا زي السكان، زي مثلا الاركايف، زي الرينيم، زي ال ايه تاني، زي النيم الفايلنج مثلا، زي توزيع الدوكيمنت مثلا ديستريبيوشن، بس الديستريبيوشن بعد ما يكون هو خلاص متفق على distribution matrix بتاعته. تمام. طيب السينيور بقى شويه بيبقى هو الى حد ما بيبقى بروفيشنال شويه، بيبقى عنده اكسبيرينس شويه، مثلا 5 سنين مثلا ولا حاجه. الاكتيفيتي هي بتبقى نفس الاكتيفيتي بتاعت الجونيور دوكيمنت كنترول، بس بيزيد عليها ان هو بيبقى عنده مثلا ان هو مثلا بيتعامل شويه على الريجستر، مثلا بيتعامل مثلا في الاستلامات، فده شوية بيبقى إلى حد ما ده اللي بيبقى عنده خبرة شوية عن جينيور، فبالتالي بتبقى عنده تاسكات عنده فيها ثقة شوية عن لسه صغير. بعد كده الليد سكشن، الليد دوكيمنت كنترول ده بيبقى عنده تيم من الدوكيمنت كنترولرز، وهو اللي بيبتدي يتعامل معاهم في التاسكس، هو اللي بيبتدي يوزع عليهم التاسكات ويراجع الريبورتات اللي هم مطلعينها، وبيشوف اذا كانت هم فعلا كل واحد قايم بشغله، وبيشوف التولز اللي هم بيتعاملوا عليها وبيراجع شغله. هو ده التيم ليدر بتاعهم بتاع الدوكيمنت كنترول. في بعد كده الدوكيمنت كنترول مانجر ده اللي بيحط الخطوط العريضة للديبارتمنت عنده، يعني هو ده مش بيشتغل اي حاجة بايده، ولا بيستلم ولا بيوزع ولا بيعمل اي حاجة، بس هو اللي بيحط الفيجن بتاعة الديبارتمنت كلها عنده، وبيتابع بقى بيتابع مثلا بيبقى ده طبعا موجود سنترال، موجود في الهيد اوفيس، بيتابع بقى البروجكت، مثلا بيتابع التقارير اللي بيديله من البروجكت التانية، بيشوف اداء الدوكيمنت كنترول الموجودين في السايت، بيعمل لهم مثلا اوديت على السايتس بتاعتهم من وقت للتاني، بيعمل لهم مثلا ايفالويشن، بيعمل لهم تريننج من وقت للتاني لو هم محتاجين. كل الحاجات دي بيعملها الدوكيمنت كنترول مانجر، هو اللي بيبقى بيتعامل مثلا لو هم عندهم سوفت وير، لو هو بياخد مثلا بيقدم لهم مثلا كلاريفيكيشن مثلا لاي حاجه. ده كلها من مسؤوليات الدوكيمنت كنترول مانجر. اخر حاجه بنتكلم فيها بقى الدوكيمنت كنترول المفروض ان هو بيريبورت. الدوكيمنت كنترول بيريبورت لمين؟ دي على حسب طبيعة الشركة بتاعتك ماشية ازاي. تمام. يعني في شركات بتبقى الدوكيمنت كنترول تابع للإنجينيرنج مانجر، في شركات تانية تابع للكواليتي أوفيسر،
شركة تانية تابعة للدبتي مثلا، شركة تانية تابعة للبروجكت مانجر مثلا، إن هو لا هو شغال على البروجكت فمديره المباشر هو البروجكت مانجر، أو إن هو شغال تبع ديبارتمنت مثلا، هو شغال في شركة تبع الكواليتي مثلا، كواليتي ديبارتمنت، فهم بياخدوه من شركة من الديبارتمنت دي وبيشتغلوه عندهم في البروجكت ده، فبالتالي مديره المباشر بيبقى ليه ساعات في الوقت ده بيبقى ليه مديرين، مديره المباشر اللي هو الموجود في الديبارتمنت الموجود في الهيد اوفيس عنده، والمدير التاني الموجود اللي هو البروجكت مانجر اللي موجود معاه. تمام، كل حاجة بتبقى على حسب الاورجانيزيشن بتاعة الشركة، فدي ملهاش كونسبت زي برضو ان هي او زي برضو التعليم بتاع الدوكيمنت كنترول ده برضو ملوش كونسبت، فده برضو زي بيتبع الorganization chart بتاعة الشركة. تمام، احنا كده خلصنا النهاردة، طبعا انا طولت عليكم معلش انا اسفة، بس احنا كده هنبتدي وقت بتاع الاسئلة لو حد عنده اي سؤال. انا حطيت لكم شوية references هنا في اخر المحاضرة عن المعلومات، لو حد حابب ان هو ياخد معلومات زيادة يعني في البتاع ده، الreferences سايبها لكم في اخر. تمام، تمام طبعا، يعني شكرا جزيلا طبعا لحضرتك على المحاضرة القيمة دي، طبعا يعني وأيدك إن شاء الله. كانت غزيرة جدا من المعلومات. طبعا لو في حد يا جماعة عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يعمل رايز هاند وأنا بفتح له المايك. أستاذ محمد عبد المنعم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ شكرا جدا على المعلومات القيمة دي، وحقيقي يعني واضح إن خبرة حضرتك العملية كبيرة. يعني سؤال حضرتك، واضح إن حضرتك اشتغلتي في الكونستراكشن. لو أنا دلوقتي أنا مهندس عقود أولا يعني، وللآن الشركة ما عينتش تكون كنترول في المشروع، فبتقابلني مشكلة في أرشفة المراسلات والفواتير والمستخلصات بتاعتي. في يعني أول ما بدأت المشروع بقيت اقسمها كلاينت سايد وسب كونتراكتور سايد. تحت الكلاينت سايد بكتب مثلا الاجريمنت، الانفويس، الايشوز، الكورسبوندنت اللي جات لي او راحت من عندي، والسب كونتراكتور بالمثل يعني. بعد كده لقيت ان الموضوع ده اما باجي بسترجع مثلا خطابات معينه بموضوع معين بيدخلني في مشكله، ان انا ايه لازم ادور في الاثنين فولدر دول يعني. تمام، فهل الحل في حاجه زي كده ان انا اعملها ايه سبجكت وايز، يعني مثلا ايه الاجريمنت احط تحتيها كل الاجريمنت بقى، سواء كانت بيني وبين الجهه المالكه او بيني وبين مقاولين الباطن والموردين بتوعي، وكذلك برضه ايه اعمال الفوتره سواء مستخلصات شهريه لينا برفعها للمالك او بيبعتها لي المقاول الباطن بتاعي يعني. انا عندي بس هل استفسار، فيصل هي افضل؟ الحاجات دي بتيجي لحضرتك بريفرنسز ولا بتيجي من حضرتك من غير ريفرنس؟ لا بتيجي بريفرنس تمام، المقاولين يعني للاسف لا، مش يعني بشكل عام بيبقى اخره يحط التاريخ ما بيحطش ريفرنس يعني، بس طيب، الجاني هو اول وكده. حاجه حضرتك تطلبها منهم ان هم يحطوا لك ريفرنس، لان طول ما انت ما عندكش ريفرنس انت مش عارف تعمل تراك للدوكيمنت دي. يعني احنا بعد كده هنشرح بعد كده فائده الريفرنس ده، ان هو حاجه بتبقى اي دي لحضرتك. يعني احنا كدوكيمنت كنترول ما بنتعاملش بالسبجكت بتاع الحاجه. يعني انا بالنسبه لي السبجكت بتاع الحاجه ما بيهمنيش، على قد ما انا عندي التعريف بتاع الورقه دي بيتعرف برقمها، واحد اتنين تلاته جايالي من فين رايحه فين. انما حضرتك هتتعامل بالسبجكت هتلاقي نفسك هتوه كتير، لان انت هتبقى محتاج فايل لكل سبجكت منفصل، ودي هتبقى مشكله عندك. لا هو لا مش هو ده، عفوا ده قصدي، لا انا قصدي ايه ان انا مش هقسم البيانات او الدوكمنت الموجود عندي ما بين الكلاينت سايد او سب كونتراكتور سايد، لا اقول فولدر اجريمنت تحتي كل ما يخص الاتفاقيات ما بيني او العقود ما بيني وما بين الجهه المالكه. بالظبط، ده كده لان دي ايشيو خاصه بالاجريمنت. يعني انا مثلا بالنسبه لي انا عندي مثلا عقود مثلا حاجه خاصه بالهاند اوفر مثلا، كل ما يخص الهاند اوفر انا حاطه في فايل واحد، جالي بقى من المالي، جالي من الاستشاري، جالي من فين، جالي من يعني ايا كان، بس دي كلها كل ما يخص الهاند اوفر موجوده في فايل. حضرتك لما تحب تدور على اي حاجه خاصه بالاجريمنت مثلا هتلاقيها موجوده في الفايل ده. بس تمام، ما بالنسبه هو للمراسلات،
لازم حضرتك المراسلات تبقى فيه ان واوت. يعني ممكن حضرتك تحتفظ بالهارد كوبي مثلا بتاع الاجريمنت ده از اوريجينال في المكان ده، بس لازم حضرتك تبقى فيه سيريال للمراسلات في فايل تاني. ما هي دي هتقابلني. جميل. ما دي هتقابلني مشكله ايه؟ ان انا اما تكتر، يعني دلوقتي مثلا المشروع بقاله 6 شهور، اما تمام. بعد يستمر ان شاء الله وقت يعني حوالي سنه، او جاله تمديد مثلا 3 شهور او 4 شهور كمان، سواء انا موجود او غيري موجود هتبقى الدنيا ملخبطه. يعني طب انا هقول لك على حاجه، حضرتك فكرت تعمل لها اكسل شيت مثلا بهايبر موجود لينك مثلا اللوج تسكان موجود الحاجه دي مثلا؟ طيب ما انت اللوج كده موجود. هتقدر يعني حضرتك هتقدر يعني انت كده مش بتتعامل بالهارد كوبي صح كده، انت بتدور في السوفت لا كوبيز. لا اه انا شفت كده طبعا. شفت. انا يعني صعبه جدا ان انا اطبع كل الكميه المستندات اللي عندي دي. انا اخر بالظبط بالعقد بتاعي مع المالك، بس الباقي سايبه سوفت كوبي عندي يعني. طيب حضرتك بتتعامل بالهايبر لينكس في الاكسل شيت ده؟ لا ما بتعملش بيه. طيب انت لو عملت الهايبر لينك ده هيتوفر عليك كتير. في معادله كده بسيطه هبقى اعمل لحضرتك شير عليها ان شاء الله. يعني بتخليك ان انت تعمل هايبر لينك في مثلا في اقل من دقيقتين مثلا. طب بتعمل ما هايبر لينك لكل الدوكيمنتس بالاكسل شيت اللي عندك ده، بحيث انت لو انت بتسيرش على معلومه معينه توصل لها من غير ما تقعد تدور في الفايلات كتير. بس دي الهايبر لينك ده لازم يكون، لو انا حبيت ابعته لحد لازم يكون مع نفس الروت لا ما انت تقريبا على الهيبر. مش هينفع تبعته لحد، هو هينفع حضرتك في ان حضرتك لما تيجي تسيرش على المعلومه هتعرف توصل لها بطريقه شخصي اسهل. ليا. بالظبط، شخص ليك او ابليكابل على السيستم اللي انت شغال عليه. لو على طول ما سيرفر يعني. حضرتك بالظبط طول ما حضرتك ما غيرتش مكان الفايل، يعني حضرتك بتحط فايل شيت الاكسل في نفس الفولدر اللي حضرتك حاطط فيه مثلا الدوكيمنتس السكان اللي عندك، طول ما حضرتك ما غيرتش مكان شيت الاكسل هيعرف يوصل للباك بسهوله يعني. تمام، شكرا حضرتك، ومعلش طولت على حضرتك في ولا يهمك، بالتوفيق. الطلع. استاذ بسيط حضرتك بس قلت لي بيشير لنا الجزئيه دي ان شاء الله. حاضر ان شاء الله هعمل، يعني لو حضرتك معانا على الجروب بتاع الفيسبوك انا يعني هحطها لحضرتك. خلاص مش هبقى. لا هو انا هرفع مش عامل جروب، يعني هشترك فيه ان شاء الله يعني باذن الله. طيب ان شاء الله باذن الله. اهلا شكرا بك. جزيلا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك ياسر، انا سينيور دوكمنت كنترول في كونستراكشن. انا بس كان ليا سؤال لحضرتك، يعني هو انا دلوقتي عامل لنفسي لوجات وعامل هايبر لينك والدنيا معايا من السيستمة، لكن انا عندي مشكلة ان انا لما بشوف حد من الزملاء او حد من مواقع تانية عامل حاجة افضل من اللي عندي، بروح انا هادد اللي عندي كله وابتدي اعمل غلط لوجات. جدا، غلط جدا اللي انت بتعمله ده. فبعمل ايه؟ فانا بعمل بيبقى بيكون هو يعني حتى المهندسين اللي معايا لما باجي انا مثلا بيحسوا بفرق. يعني انا مثلا كنت عامل لوجات، انا حسيت ان غيري عامل لوجات افضل مني، بفضل ارتب الخلايا وارتب شكل اللوج واظبط معادلاتي عشان ابقى شبه واحد عامل لوج حاسس ان هو اقوى مني. تمام فده بيخليني دايما ان انا ضاغط نفسي، وفي الاخر النتيجة واحدة، لان ببقى في الاخر هو بيوصل للمعلوم يعني. هو بس انا بالنسبة لي كمنظر اللوج بحس ان هو اكتر. فحضرتك تنصحيني بايه في التعامل في الموضوع ده يعني؟ بص، انت اي حاجه عجباك اعملها في مشروع جديد، اعملها في لوج جديد، اعملها في فيز جديده في المشروع. تمام، طيب ما تهدش اللي انت عملته علشان تبتدي فروم سكراتش، لان انت وارد لا قدر الله انت تخسر اي حاجه من معلوماتك الاساسيه تبوظ. تمام، يعني انت تمام ممكن تخسر حاجه جزء من كميات المعلومات اللي عندك دي تبوظ وانت بتعمل الحركه دي. يعني انا بالنسبه لي مثلا فتره في المشروع بتاعي شتت الاكسل اللي عندي ضربت. تمام، لان انا بقالي مثلا 5 سنين في مشروع واحد وكنت معتمده بقى ان انا عامله هايبر لينكس ومظبطه البروجكت عندي وعامله معادلات كتير، والمعادله دي مش عارفه تعد من فين ودي تطلع لي رقم ايه، وكانت زي الفل. تمام، في نص تمام المشروع الشيت الاكسل اللي عندي ضرب، اضطريت ان انا اعيده، بس الحمد لله ان انا كنت واخده باك اب مثلا قبلها بشهر مثلا قبلها بشهرين حاجه كده يعني. تمام، فبعد ما عملت الشيت ده انا شفت حاولت ان انا اقلل منه المعادلات دي، لان انا في الفيز اللي انا موجوده فيها في المشروع دلوقتي مش محتاجه المعادلات دي، على قد ما انا محتاجه الداتا تكون اكيوريت وتكون بسيطه وسهله ان انا اعرف اتعامل في شيت الاكسل يبقى خفيف معايا ما يبقاش تقيل. تمام فمش لازم حضرتك كل حاجه تشوفها تنفذها في مشروعك ده، ممكن حضرتك تعجبك تكتبها نوت عندك لما تيجي تبتدي فيز جديده من المشروع تنفذها، او ان انت هتبتدي لوج جديد تنفذها. تمام، بس مش لازم تهد اللي انت بتعمله عشان تعمل حاجه جديده عجبك خالص.
هل انت استبين على شيء الوضع واحد؟ ده هتضيع وقتك بس في حاجات تانية، وفي الاخر المعلومة موجودة، بس انت كده عندك ريسك، انت ممكن تخسر جزء من البيانات اللي عندك او المعلومات اللي عندك، ما تعرفش ترجع لها تاني. تمام، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا، توفيق يا فندم، جزاك الله خيرا يعني. وإياكم إن شاء الله. في حد تاني يا جماعة عنده سؤال؟ استاذ مصطفى حضرتك تقدر تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني إحنا بنشكر حضرتك جدا والله، وما شاء الله إحنا مستفيدين جدا جدا من المحاضرة دي حقيقة. عفوا يا فندم، ربنا يخليك. وأنا كنت عاوز بس أسأل في نقطة تنظيمية شوية بخصوص الكورس إن شاء الله، مواعيده، جدوله، المحاضرات يعني عامة، جدول المحاضرات هيكون إمتى، وإجمالي عدد الساعات، بحيث ان الواحد يقدر بس يظبط جدوله، يعني على ان دايما يكون مخصص الوقت ده ومفضيه في اليوم المقرر للمحاضرة. تمام. بالاضافة ان كنت عايز اسأل حضرتك كمان عن المادة العلمية نفسها، منين نقدر نجيبها، او لو ليها مثلا PDF فايل او حاجة نقدر بحيث نراجع تاني او نذاكر تاني المحاضرات يعني. المادة العلمية كبي دي اف بتاع السلايدز اللي احنا بنتعامل فيها دي، ولا انا اصلا جايب الكلام ده منين؟ لا، بتاع السلايدز يا فندم لا، لحضرتك السلايدز على ان شاء طول. الله هتبقى موجودة ان شاء الله باذن الله معاكم على الجروب بتاع الواتساب، وموجودة على الجروب بتاع الفيسبوك ان شاء الله. بعد ما هنخلص هسيبها واحطها. طيب، ممتاز. تمام. بالنسبة وبالنسبة لموضوع للمواعيد، المواعيد، احنا ان شاء الله باذن الله، انا لسه بشوف مع الاكاديمية لو هم عندهم افيلبل ان شاء الله يوم السبت باذن الله. ممكن نخلي السبت مثلا الساعة 8 لو الدنيا افيلبل بالنسبة لك، تقالي السبت هتبقى الترافيك شوية قليل، والساعة 8 حتى لو حد عنده شغل ورجع هيبقى من 8 ل 10 الدنيا عنده تمام، مش هيبقى فيه تأخير إن شاء الله، لأن التلات ده في وسط هو الأسبوع كان عامل لنا مشكلة. الحقيقة يعني دايما مواعيد بعد الشغل دي هتكون مناسبة للجميع، يعني إيه بعد الشغل؟ يعني مواعيد 8 دي ممتازة جدا، تمام خلاص زي الفل إن شاء الله. فده كله. أنا بس كنت يعني كنا مصرين بس على موضوع يوم الثلاثة، لان انا كنت فعلا مرتبطة بكورس تاني يوم السبت. تمام، الحمد لله كده بعد رمضان باذن الله هيبقى الكورس بتاع السبت ده مش موجود ان شاء الله، فممكن بعد رمضان نبتدي من السبت ان شاء الله. والاكاديمية مع يعني لو الاكاديمية عندها الميعاد افيلبل مفيش مشكلة حضرتك تقصدي ان احنا هنوقف في رمضان؟ ان شاء الله هنوقف في رمضان. ليه بس كده؟ علشان والله هيبقى الدنيا قليلة، يعني الوقت هيبقى شوية قليل، وهيبقى يعني نستثمر وقت رمضان في حاجات تانية مفيدة أكتر، عشان بس مش هنبقى عارفين نعمل مواعيد رمضان عشان صلاة التراويح وعشان الناس اللي صح بتبقى عندها صح شغل، فالدنيا مش يعني هنبقى عارفين نرتب الناس بقى مواعيدها لو ازاي. وقت حضرتك شخصيا والسادة طبعا الحضور، لو الوقت ممكن يكون مناسب حتى ساعة واحدة قبل الفطار، ده هيبقى وقت فيه تحصيل كويس جدا، هي بحيث ان المشكلة إن احنا ساعة قبل الفطار هنبقى في الشغل ما والناس نقطعش تسلسل بس الأفكار، يعني شهر كامل هنتوقف، هيبقى يمكن بعدنا شوية عن الموضوع. والله أتمنى، كنت أتمنى إن احنا نبتدي فترة قبل كده، بس فعلا يعني حصلت ظروف ما خلتناش نبتدي، كان البلان إن احنا نبتدي في أول مارس، بس حصلت اللهم ظروف ما صل. قدرتش إن انا أبتدي في أول مارس، فمعلش خلينا نستحمل كده الشهر ده يعدي على خير إن شاء الله، على خير إن وبإذن شاء الله الله، بعد كل سنة رمضان إن وحضرتك شاء الله على طيبة. طول نكمل بإذن الله. وحضرتك بالصحة والسلامة. تمام يا فندم، شكرا جزيلا. ماشي يا فندم، اتفضل. في حد يا جماعة عنده سؤال؟ باشمهندس أسامة صادق اتفضل. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة. طبعا أنا طبعا يعني حابب في الأول أشكر حضرتك طبعا على المجهود الرائع اللي حضرتك بتقدمه لنا فعلا، وكل القائمين على الكورس طبعا بشكرهم جدا جدا، وجزاكم الله كل خير، ويا رب يجعلنا في ميزان حسناتكم بإذن الله. أمين يا رب إن شاء الله. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا كنت بس يعني أنا اسمي أسامة صادق، أنا سينيور دوكيمنتس كنترولر، وبقالي في الفيلد بقالي أكتر من حوالي 10 أو 15 سنة. تمام. تمام. إيه، أنا شغال في شركة، الشركة دي هي المسؤولة أو الأونر لمشروع بروجكت معين في الغردقة. تمام. هو أنا عامل اللوج بتاعي على إكسل شيت لعدد سنين كتيرة جدا، وكل حضرتك كل العناصر اللي حضرتك قلتي عليها أنا فعلا
بعملها فعلا بالحرف اللوجز والان والاوت والسبميتال والريكورد والديستريبيوشن، كل الكلام ده انا بعمله تمام. تمام. بس هي الفكره عندي في حاجه معينه انا كنت حابب ان انا يعني يعني اخليها اضافه ليا، فمش عارف بقى اذا كان دي ممكن تكون من ضمن البلان لاداره الجروب او لاداره المكان، ان هي تتيح لينا ان هي كتدريب في حاجه زي كده، او ممكن تبقى اكسترنال مش عارف. انا طبعا يعني بسمع عن سيستمز كتيره جدا موجوده دلوقتي في الفيلد او الماركت بتاع الدوكيومنتيشن، زي مثلا الاكونكس او الاي دي ام اس، او انظمه كتيره جدا متاحه وناس كتيره جدا بتستخدمها، وحتى كمان شكل الاستورج بتاع الدوكيومنتيشن اتغير بقى كله دلوقتي على الكلاود، والدنيا دلوقتي بتتجه للاتجاه ده. تمام. فانا لو كنت حابب ان انا يعني اكون مثلا سيرتيفايد يوزر مثلا لسيستم زي الاكونكس او الاي دي ام اس، او ان انا اكون سيرتيفايد برضو للستاندردز الايزو اللي هي 9001 2015 او 2018، فممكن بس اطلب من حضرتك يعني مساعده حضرتك ان انا يعني اقدر ان انا اخد الكورسات او اكون سيرتيفايد في الحاجات اللي انا قلت عليها دي ازاي. يبقى يعني بص، جزاك انا الله هقول كل لك خير. على حاجه. هو موضوع الايزو احنا ممكن نعمل عليه، اللي ممكن نعمله كورس منفصل ان شاء الله. يا تمام، ريت يا ريت يا دكتور، بس قولي لي بقى. هنعمله كورس منفصل للبريبريشن بتاعته. بس اي ثينك ان هو حضرتك هتبقى محتاج ان انت تاخد الشهاده من الايزو نفسه. تمام، من تمام حد يكون بيدي الشهاده، يعني تكون مكان بيبروفايد الشهاده دي، تمام الاماكن اللي بتروح على الشهاده. تمام، دي اوكي حاجه. حاجه تمام تانية، بالنسبه للاكونكس مثلا، الويب سايت بتاعهم هم اصلا بيدوا الكورس، بيدوا الكورس فور فري. هو انا هو بص هقول لحضرتك على حاجه. هو انا بالفعل عملت سيرش على السايت بتاع الاكونكس، اللي هو لان هو طبعا باورد باي اوراكل طبعا زي ما حضرتك عارفه، فلقيت ان في ديتيلز كتيره جدا هم بيتكلموا عنها، والصراحه ما قدرتش اوصل للاكونكس از سبيشاليزد للدوكيمنت كنترول او الدوكيومنتيشن، لان يعني انا اعرف ناس كتير بيكونوا سيرتيفايد اكونكس على البروفايلز بتاعتهم على مواقع الريكروتمنت الكتيره اللي موجوده في وقتنا الحالي يعني. فانا بصراحه يعني كنت عايز مساعده حضرتك في الحته دي طبعا، لو تقدري ان انا يعني اكون سيرتيفايد في الحته دي الاكونكس ما ريليتد هقول لك على بالدوكيمنت حاجه. بص، كنترول. معظم الناس اللي اخذوا السيرتيفايد السيرتيفيكيشن دي اخذوها اكوردنج تريننج اتعمل لهم في الشركه بتاعتهم، فاهمني؟ يعني هم علشان اشتغلوا الشركة شغالة اوريدي بالاكونكس صح بالظبط، يعني كده؟ هي الشركه جابت السوفت وير واشتغل وعملته وحصل لهم تريننج على السوفت وير ده جوه الشركه، فهو عرفه، اداله اندكشنز على الجزء بس بتاع الدوكيمنت كنترول، ما ادالوش كل السيستم. اوكي تمام، اوكي بالظبط، يبقى انا كده تمام. انا بس كنت عايز اتاكد من حاجة صح كده. بس فهما يعني ده بيبقى تبع الشركه. حضرتك لو رحت، لو حضرتك مثلا عاوز تاخد الشهاده دي مثلا، يعني حاول تاخد تذاكر بس الجزء الاولاني مثلا. هو اللي انا فاهماه ان هو 3 ليفل في الاكونتس، الشهاده بتاعتهم اللي موجوده على الويب سايت بتاعه. هو مش بياخد تمام حضرتك اي فيز بالنسبه لان حضرتك تذاكر، ان هو يدي لك الماتيريال او ان اللي حضرتك هو تذاكر الماتيريال. الفيز اللي هو الوحيده على الانترودكشن. الشهاده بالظبط، الفيز الوحيده على الامتحان اللي حضرتك هتدخله وتاخد الشهاده. فحضرتك ممكن تجرب في الاول، انما بالنسبه لان حضرتك تلاقي مكان تاخد فيه اكونتس. طب انا هقول لك على حاجه، انت ممكن تشتغل في مكان مثلا ما يكونش اصلا شغال في السيستم ده، يبقى انت دفعت فلوسك على يكون شغال بالساب مثلا مش بالاوركل. مثلا، يكون شغال مثلا بالبيم مثلا، فساعتها بالظبط انت هتبقى دفعت فلوس على سيستم تاني انت ما بتعملوش. بس انا هقول لك على حاجه، في حاجه مثلا معموله في جامعه القاهره اليومين دول، اوكي السبت والحد غالبا اللي جايين ان شاء الله، اوكي في ورك شوب كده بتتكلم عن الدوكيمنت كنترول عن طريق الاكونتس. اوكي فانا هحط البوست بتاعها برضو، هحطها عندي على الجروب، يا علشان ريت بحيث ان لو حد عاوز يروح يقدم فيها ممكن حضرتك تحضر دي كورس مثلا، دي ورك شوب مثلا يومين، حضرتك هتاخد خلفيه بقى. انت عاوز بقى خلاص تتجه للسوفت وير ده وخلاص، انت نويت ان انت تعمل فيه، فخلاص ده مفيش مشكله. متهيألي الفيس بتاعته تمام. 400 جنيه مثلا ولا حاجه يعني. طب معلش، طب يا اتفضل. ريت يا دكتور لو اللينك زي ما حضرتك بتقولي يبقى يعني حاضر، جزاك الله خير يعني. هبعت البوست حاضر على الواتساب. طب دي حاجه يا دكتور. الحاجه التانيه معلش انا اسف لو طولت على حضرتك، بالنسبه للاي دي ام اس برضو نفس الفكره بالنسبه للاكونكس، ولا الاي دي ام اس حاجه تانيه؟
الـ ADMS هو بيتكلم عن أي سوفت وير أنت بتشتغل عليه، اللي هو المفروض بيسموه Electronic Management System. يعني تمام؟ الاي دي ام اس ده المقصود بيه اي سوفت وير ريليتد بالدوكيمنت كنترول. بالظبط، أي سوفت وير أنت بتشتغل عليه، إذا كان بقى بيم، إذا كان بقى أكونكس، أي سوفت وير أنت بتشتغل عليه. اوكي تمام، اوكي تمام، تمام؟ شكر جدا يا دكتور، شكر عفوا جدا يا دكتور، جزاك الله خير، شكرا. حياكم إن شاء الله. أستاذ محمد سليم تفضل. ألو، أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا حاجة دكتور على كل المعلومات اللي حضرتك اديتها النهارده، بس يعني أنا بس ليا استفسار صغير. اتفضل. أنا ريموت كنترول في مكتب استشاري، بدأ المشروع من بعد ما مر منه سنتين. الفكرة أنا كنت عامل شيفت كارير، فأنا فعليا أنا معرفش بداية المشروع بتبدأ إزاي. يعني أنا بعض الديسك اللي بتعامل معاهم كان مثلا في البي ام او الكونتراكتور، بلاقي في بعض المعلومات انا ما اقدرش، ما عنديش معلومات كويسه منها. بمعنى في بعض منهم يتكلم عن الكلوز اوت دوكيمنت، عن التست كوميشننج او التيكنج اوفر سيرتيفيكت، تمام. البعض يتكلم عن الكونتراكت، يعني مراحل في البدايه خالص الكونتراكت دوكيمنت. انا بالنسبه لي انا كدوكيمنت كنترول، ايه الداتا اللي المفروض ببدا بيها المشروع؟ يعني انا عايز اعرف انا خطوتي ببدا واحد اثنين ثلاثه، ايه هي الداتا او الاوراق اللي لازم اكون متعامل عليها، غير طبعا اللوجات اللي ببدا بيها. هو ده هو سؤالي حضرتك يعني. تقصد ان هي تبدا الداتا بمشروع جديد، ولا تبدا الداتا في مشروع اصلا، المشروع اللي حضرتك، الكيس بتاعت المشروع بتاعت حضرتك اللي انت اصلا شغال فيه؟ لا، مشروع جديد، لان طبعا الكيس اللي انا فيها اوريدي خلاص البروسيس ماشي ومفيش مشكله. خلاص انا بالنسبه لي حاجه معلومه نفسي، لان انا ما بحاولش ان انا اتعامل على اي بوزيشن في اي مكان تاني غير لما اوصل للنقطتين، نقطه ان اعمل البدايه ونقطه تقفيل المشروع الهاند اوفر. انا قربت تمام. على الهاند اوفر دلوقتي، ففي بص نقطه هقول لك عايز على اعرف. حاجه، حاول تتعلم من البروجكت اللي انت فيه اللي انت تقدر عليه، يعني انت خلاص كده هتبقى في انت كده خلاص عديت نص المشروع، هتتعلم بالظبط الهاند انا اوفر خدت والكلوز الهاند اوفر اوت دلوقتي. بتاعك. تمام؟ ما طيب بالظبط كده، ممكن، حاول طب ممكن تتعلم اعرف من ايه المكان اللي نقطه عندك. المشروع في الهاند اوفر؟ يعني ايه يعني سؤال بس، يعني هو في حاجه بس كانت بالصدفه طلعت قدامي، ان الكلوز اوت دوكيمنت انا كاستشاري ما احتفظش بالاوريجينال. انا في عندنا اداره مشروع، فاداره المشروع هل هي اللي المفروض هي تبقى مملوكه ان هي تتعامل مع؟ المفروض المالك يا فندم هو اللي بيحتفظ بالاوريجينال، بس تمام، حضرتك بتسلمه له، يعني حضرتك اوكي بتحتفظ بيه، انت بتاخده الاول بتستلمه ايوه من المقاول وبتراجعه، وبعد كده في اخر المشروع خالص حضرتك بتسلمه له اسبير السبيكس اللي عندك. انت شوف بقى يعني السبيكس اللي عندك بتقول لك ايه. هقول لك على انا حاجه، انت متنقل عندك، طب في كونتراكت المشروع ده عندك سبيكس عندك في المشروع عندي تقدر تحصل على عندي السبيكس بتاعتك، هتلاقي من ضمنها في حاجة كده بتقول close out documents، هتبقى تمام حوالي رقمها مثلا 17000 17300 لو هما ماشيين على نفس الستاندرد اللي كل الانجينير شغالين عليه. تمام؟ تمام راجع حضرتك الستاندرد دي وشوف فيها مكتوب فيها ايه اللي المفروض يتسلم، هتلاقيه كاتب لك تفاصيل التفاصيل في التسليم، هيقول لك مثلا التستنج والكوميشننج بيتعمل ازاي. نعم؟ ده في السبيكس، فهلاقي البوينت دي موجودة في السبيكس اللي هو ايوه، دي الكلوز اوت. موجوده تعاقديا مع حضرتك ما بين المالك وما بين حضرتك وما بين المقاول، بيقول لك ان المقاول المفروض يسلمك باي طريقه، يسلم لك كام سوفت كوبي، كام هارد كوبي، الحاجه بيبقى عليها سي دي، بتبقى موجود الحاجه عليها بي دي اف وكاد ازاي، بيسلم لك التستنج والكوميشننج باي طريقه. تمام؟ بيقول لك ان تمام الاوريجينال مين اللي بياخده، كل ده بيبقى موجود في اسمها الجنرال، اسمها ايه، اسمها جنرال، في الجنرال ريكويرمنت بتاعت المشروع. يعني تمام حضرتك تدور كده في السبيكس المبدئيه بتاعت المشروع، بس اهم حاجه تبقى معاك المختوم، يعني سيبك بقى من لو لقيت حاجه مش الورق بتاعها بي دي اف بس مش مختوم، مش ممضي ولا حاجه، دي ما تعتمدش، اللي بتعتمد دايما اللي مختومه من الاستشاري ومختومه من المالك ومن المقاول. تمام تمام؟ دور عليها هتلاقي مكتوب فيها التفاصيل الحاجات دي هتتسلم ازاي. ده اللي انت حضرتك تلتزم بيه في مشروعك، وده اللي انت هتبتدي بيه مشروعك الجديد بإذن الله.
لما حضرتك تبتدي مشروعك الجديد اللي جاي ان شاء الله، هتلاقي برضو السبيكس بتاعت المشروع فيها جزء عن الدوكيمنت كنترول، جزء كده عن الدوكيمنت مانجمنت او عن الدوكيمنتس بشكل عام في البروجكت. هيقول لك بقى ان المفروض المقاول يسلم الاستشاري كام كوبي، والكوبي تكون متسلمه ازاي، وحضرتك تراجع في فتره قد ايه، والحاجه ترجع للمقاول تاني بيكون شكله عامل ازاي. كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده في السبيكس، تمام؟ وده ان شاء الله باذن الله هنتطرق ليها في المحاضرات دي باذن الله ديورنج، ان شاء الله يعني مش هنتاخر عليها، هنبتديها ويمكن هنمشي بنفس السيكونس بتاع المشاريع عشان لو حد بادئ فروم سكراتش يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. باشمهندس احمد نادر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك مهندس احمد نادر، انا تكنيكال مانجر في مشروع برضو. حضرتك مشكوره جدا طبعا للتقديم الجميل بتاع المحاضره النهارده، انا استفدت كتير قوي، وحاسس ان انا براجع بعمل ريفرش، ويعني يعني بشوف بقى ايه اللي ناقصنا في مشروعنا او في اي مشروع انا هبقى فيه. يعني احنا معانا دكتور كنترول شاطر جدا ما شاء الله عليه يعني، وكنت اتمنى ان شاء الله هيكون معانا باذن الله. انا نسيت بس اقول له على ميعاد محاضره او كده، معلش فكنت في حابب. حاجة مسجلة ممكن هو يبقى يسمعها بعدين. ماشي يا فندم. حضرتك انا بس كان ليا الاول طلب، ان حضرتك لو تسمحي لنا بس بتمبلتس او لبروجكت مثلا حضرتك خلصتيه كامل، بحيث نعرف اللوكس اللي ممكن تكون ناقصه في مشروع مثلا زي بتاعي او بتاع غيري او خلافه، از بروتوتايب يعني لينا. هنحاول نخليه يعني مثلا زي امام لينا مثلا في حاجه، يعني لو هنستفاد منه او خلافه يعني. وفي نقطة تانية بقى، كان ايشيو مثلا معانا في المشروع كنت حابب اسال عليه يعني. الأولانية بس لو حضرتك معايا يا فندم. اتفضل يا فندم مع حضرتك. السبميتلز مثلا، انا كانت قابلتني المشكلة دي ماتيريال سبميتل، تمام، ماتيريال سبميتل فور سبلاير. النهارده انا عندي ماتيريال سبميتل فور سبلاير اكس، وفي واي، وفي زد، وفي عندي فيندور ليست. فانا عندي كذا فيندور انا ممكن اقدم لهم ماتيريال سبميتر. النهارده قدمت ماتيريال سبميتر رقم واحد واعتمد او ما اعتمدش، يعني سيان راح للاستشاري واعتمد وخلاص تمام رجع. انا عايز اقدم الترنتيف، يعني هقدمه، هل هقدمه از ريف على اللي انا قدمته قبل كده، لا ولا يا بسيريال جديد؟ سيريال جديد، لان فرضا ان هو بسيريال. اقول طيب لحضرتك دي حضرتك هتقدمه بسيريال جديد، لان المراجعه دايما اتفضل. في ريفيجن زيرو بتاخد مثلا في عقود معينة بتاخد 21 يوم، لما تيجي بتراجع أي ريفيجن تاني بعد زيرو بتاخد وقت أقل، بتاخد 7 أيام مثلا، بتاخد 15 يوم، ما بتاخدش نفس الفترة اللي اعتمد فيها ريفيجن 1 زيرو، تمام؟ دي حاجة. تمام. حاجة تانية، فرضا هو اعتمد لك، هو فرضا مثلا وافق على السبلاير الأولاني وجي رفض السبلاير التاني، لما حضرتك تيجي تورد نفس الماتيريال دي للموقع بالنسبه للدوكيمنت كنترول ان الماتيريال دي اخر ريفيجن فيها مرفوض، فبالتالي هو تمام مش هيقدر يقبلها، فهيقدر يتعامل مع السيكونس ازاي، تمام؟ ده فحضرتك التفكير اللي احنا هتبقى عامل فكرنا لها فيه. تمام. بالظبط، حضرتك هتعمل لها ريفرنس مختلف علشان يبقى عندك ابروفال لاكتر من سبلاير، لو حضرتك حابب تورد لاكتر من اكتر منه يعني، اللي هتلاقيه افيلابل ساعتها في السوق هتورد من عنده. تمام. هو احنا بالفعل عملنا كده، بس تمام. انا يعني كنت بفكر في حاجه تانية. انا النهارده مع امتلاء اللوج خلاص بقى في كذا سبلاير وكذا حد، هو الديسكريبشن بتاع مثلا الماتيريال سبميتال ده هيتوصف نفس التوصيف ويتحط ما بين قوسين مثلا سبلاير معين، ولا ياخد كولم مثلا كولم ايه في اللوج؟ ما هو انا بيهمني في الاخر بعد ما كل الحاجات دي خلاص اعتمدت او ما اعتمدتش او خلافه، براجع من اللوج يعني، فاهم قصدي حضرتك؟ فالمفروض ان انا هبقى شايف كل واحد فيهم بريفرنس مختلف، يعني خلاص واخد سطر واحد لكل واحده فيهم. فهل هو هيخلي نفس التسميه للديسكريبشن للاثنين؟ ولو حصل كده يبقى هيبقى في كونفليكت بالنسبه لي في اللوج، ولو عمل غير كده هيعمل كولم مثلا يسمي كل مانيفاكتشر لوحده، ولا يحطه مع الديسكريبشن؟ لا هقول لحضرتك، هو بيعمل كولم لوحده بيبقى بيسميه سبلاير، تمام؟ يعني هو تمام. بيكتب رقم الماتيريال سبميتال، الريفيجن بتاعها، تاريخها،
التايتل بتاع الماتيريال سبميتال دي اسمها ايه او السبجكت بتاعها، وبعد كده بيكتب جنب منها اسم السبلاير، بحيث ان حضرتك لما تغير السبلاير في نفس الماتيريال يبقى انت عندك كولوم تاني بتقدر تكنترول منه السبلايرز اللي عندك. يعني هو عامل كولوم للسبلاير، تمام كده؟ لازم يعمل كولوم للسبلاير لان ده الريفرنس ده اللي عنده في الاسم التجاري. السبلاير. نعم ده في الاسم التجاري، في الاسم التجاري بتاع بالظبط الشركه اللي هيورد بالظبط. منها، تمام. حضرتك بقى الشركه تعمل دي الكولوم بتاع السبلاير زي انت مثلا بتورد جنريتور مثلا، فهتكتب تمام. في الديسكريبشن بتاعك جنريتور، مش هتكتب جنريتور اي بي بي او شنايدر، تمام؟ هتكتب في ماذا السبلاير مظبوط. اللي هو اي بي بي مثلا، يبقى انت عرفت ان السبلاير اي بي بي لما قدمت له الجنريتور ايوه بتاعه مثلا يتوافق عليه، وحضرتك لما تيجي تعمل فلتر على ايوه الماتيريال بالظبط مثلا كده الجنريتور هيطلع لك كل السبلايرز اللي قدامها، هتشوف مظبوط مين اللي مظبوط. ده اتوافق عليه، وده اللي هتبقى حضرتك عارف تتعامل معاه. تمام، يعني هو كده وجهة النظر مظبوطة، ان انا الديسكريبشن هيكون واحد لكن هيبقى في خانة اسمها سبلاير، للسبلاير خلاص الدنيا مختلفة. اه بالظبط الدنيا مختلفة، بحيث انا لما اعمل فلتر على الديسكريبشن هيطلع لي كام الترناتيف انا اعتمدته لحد النهاردة في نفس الموضوع. بالظبط. وعشان هو كمان بتسهل عليه لما هو يجي يستلم الماتيريال ديليفر تو سايت، يبقى سهل عليه ان هو يعرف انهي فيهم اللي متوفق عليه، لان لو حضرتك كاتبهم كلهم نفس الديسكريبشن وحاطط جنبه مظبوط السبلاير حاطه في نفس الخانه، لما هيجي يدور مش هيعرف يدور عليه. تمام مظبوط يا فندم، مشكورة خالص حضرتك يا فندم، ولو توفيق. هكون شاكر اكتر لو حضرتك مثلا عطيتنا مثلا تمبلت لمشروع حضرتك كنت احنا خلصتيه قبل هنعمل، كده احنا يعني. اوريدي هنعمل التاسك دي اصلا معانا وهتعملوها انتوا بايديكم، يعني المفروض ان احنا هنقسم طيب جروب وكل جروب هيبتدي ان هو يعمل هيعمل اللوجز بتاعته هيقدمها للجروب التاني، فدي اوريدي هي تاسك موجوده في الكورس ما تقلقش. تمام يا فندم، شكرا خالص لحضرتك، ماشي شكرا يا جزيلا. فندم، توفيق. السلام عليكم باشمهندس حسين الدكروري، اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس حسين حضرتك تفتح المايك. يا فندم السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله. حسين داكوري، سينيور دوكمنت كنترول ريتكون كونستراكشن في مشروع الحديد اللاتيني حاليا بالعمليه. أهلا بك يا فندم. نعم يا فندم. معلش يا فندم، انا كنت في نقطه بس، يعني انا حابب اتكلم اكتر في الحاجه اللي خدناها النهارده في الـ Current Revision Status. في دلوقتي في التغيير، لو حصل تغيير في حاجة ولازم أنبه بيها دلوقتي. في يعني في نقطة ما خدتش بالي منها كويس، اللي هي مثلا السوفت وير أو طريقة إن أنا أعرف، محتاج أعرف أكتر من طريقة إزاي أوصل للناس التغيير. يعني أنا بتعامل في حاجات معينة بتعامل فيها بالإيميل دلوقتي، إنما في طرق تانية، في حاجة يعني ممكن تضيفها لي اتكلمت فيها حضرتك؟ حضرتك بتتكلم ان احنا حضرتك شغال بسوفت وير ولا شغال مانيوال؟ لا لا، شغال مانوال. طيب بص يا فندم، احنا بنتكلم في الديستريبيوشن ليست دي، ان حضرتك بيبقى عندك دوكيمنت اتوزعت مثلا، فرضا مثلا ان الدوكيمنت دي مثلا عباره عن حاجه المين تريد بتاعها مثلا ميكانيكا، تمام؟ بس هي ام اي بي، تمام فهي ليها علاقه بالكهرباء وليها علاقه مثلا بالمعماري، تمام؟ تمام حضرتك الدروينج دي لما دخلت عندك الاول في الديزاين، حضرتك دخلتها للراجل فكان متعارف عليها، او البي ام او الديستريبيوشن ماتريكس اللي عندك، فادتك بان هي دي هتروح منها الاوريجينال، منها هتروح تو ميكانيكال فور اكشن، والكتريكال اند اركتكتشر فور انفو، تمام؟ لما يحصل تمام عليها تعديل مره تانية لازم ترجع لنفس الناس، يعني لازم تروح فور ميكانيكال تو اكشن وانفو للكهرباء والمعماري تاني، تمام؟ تمام عشان هم تمام اكيد هم ليهم في هم اكيد ليهم انبوت في القصه دي. فاحنا اللي احنا تمام بنتكلم فيه ان الديستريبيوشن ماتريكس بتفيدك في ان انت لو حصل تغيير على الدوكيمنت تعرف الدوكيمنت الاصليه بتاعت ريفيجن زيرو اتوزعت على مين، عشان لما تيجي تطلع عليها تغيير توزعها على مين تاني. ده بالنسبه للمانيوال. بالنسبه للالكترونيك سيستم، هو اوريدي بتبقى دي حاجه ابليكابل عنده، هو لوحده بيبقى عارف ان هو بيدي نوتيفيكيشن للناس اللي ليها علاقه بالدروينج دي، تمام تمام كده؟ تمام وضحت لحضرتك؟
اه تمام واضح يا دلوقتي. شيخ. شكرا. نعم تفضل. باشمهندس اسلام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك دكتورة؟ احنا والله الصراحة استفدنا من حضرتك كتير قوي النهاردة، الحمد واحنا لله. شاكرين على جهد حضرتك والله العظيم الصراحة. بالتوفيق إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا فندم. والله يا فندم انا كان عندي يعني حاجة كده صغيرة كنت عايز اتكلم فيها. يعني انا مثلا بالنسبة للدوكمنت كنترول غالبا يعني 90% من الناس شغالين على مانوال، شغالين اكسل، تمام؟ وطبعا احيانا الاستشاري ما بيبعتش لوجات عشان احنا مثلا نشتغل عليها، او مثلا زمايلنا ان هم بيشتغلوا عليها، او مثلا نحاول ان هو يشتغل عليها. طبعا تمام. كل دوكمنت كنترول بيحاول ان هو يعمل لوج لنفسه ويعمل تقارير لنفسه، بيعمل اشكال مختلفه وبيعمل حاجات مختلفه، صح كده؟ تمام. طيب يعني انا كنت عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا لو عملنا برنامج صغير، تمام، على اي مثلا داتابيز او حاجه، يعني برنامج داتابيز، واحنا يعني ما شاء الله احنا معانا زمايل كتيره بيشتغلوا برضو برمجه وشغالين حاجات كتيره، يعني ما شاء الله. لو عملنا برنامج صغير وينزل مثلا بمبلغ او بينزل بحاجه، او احنا ممكن كلنا نساعد بعض فيه، هيكون شكله افضل واحسن. تمام يا فندم، بس هي كل الشركات دلوقتي متجهة للإلكترونيك، يعني ايه اللي هيخليهم ياخدوا حاجة صغيرة كده، فاهمني؟ لا يعني مثلا في شركات كتيرة قوي، يعني انا مثلا عندي في شركة يعني انا مثلا عندي في شركتي شغالين على اوراكل، بس مش مدعمين قسم الدوكمنت كنترول. تمام. انا عامل شيت اكسل لنفسي حاطط فيه كل، يعني مش مقسم شيتات بقى، يعني مثلا المكتب الفني عامله مثلا فايل اكسل واحد من بره كده في يوزر فورم، بكتب انا على اليوزر فورم وهو بيبعت مع نفسه، تمام. تمام. محدش غيري ان هو بيقدر يطلع على اللوجات بتاعتي او اي حاجه. اي حد عايز حاجه على طول انا بعمل له سيرش عليها وببعتها له، ببعت له مثلا ريبورت بيها. في طبعا طب فرضا حضرتك مشغول مثلا هتعمل ايه؟ في لو في اسيستنت تحتي ماشي مفيش مشكله. ما هي بص انا هقول لك على حاجه، احنا كل اللي احنا بنعمله ده علشان نفهم الناس الدوكيمنت كنترول بيشتغل ازاي، وزي ما انا قلت لحضرتك كده الدوكيمنت كنترول الصح اللي ما حدش يجي يساله على حاجه، كويس تمام، او قدامه مظبوط. السيستم موجود، حضرتك اي حد بيجي لك جديد في الشركه بتديله اندكشن كده صغيره ان عندي الحاجه دي هنا، الليترز في المكان الفلاني، السبميترز في المكان الفلاني، اللوج ده لو دخلته هتعمل. وظيفه حضرتك ان السيستم ده يكون ابديت طول الوقت بحيث مظبوط ان اللي يدخل يدور على المعلومه يلاقيها، الصح ان هو ما يجيش لحضرتك يسالك على معلومه. حلو كويس يعني تمام. انا في شركه مثلا ما عنديش سوفت وير، انا شغاله هارد وير، شغاله بالمانيوال ده، تمام؟ مانوال. مانوال تمام. انا بعمل ايه؟ انا بشير شيت الاكسل بتاعي باللينكات بتاعته طول الوقت على السيستم عندي، وطول الوقت بعمل له ابديت حلو بحيث ان المهندس اللي داخل يسال يدور عليه هيدخل يدور على الحاجه وهيوصل للمعلومه. وانس ان هو عارف يتراك المعلومه اللي عاوز يوصلها هو مش هيجي لحضرتك. ما انا فاتح له يا فندم خانه مثلا للسيرش فقط لا غير. انت حضرتك فاهماني، يعني اي حد مثلا تمام. هيفتح حاجه تاني، اي حد هيفتح شيت للاكسل في خانه مفتوحه للسيرش فقط لا غير، ملوش اي حاجه غير ان هو يعمل سيرش عليها. انا مش مدي ادمن، يعني انا ادمن ومدي زمايلي في المكتب يديله بس بيديلهم هو يوزر. صلاحية الفيديو. بس بالظبط، لكن باقي الناس كلها انا مدي لها ايه؟ مدي لها ان هو فيو بس، ان هو يطلع اطلاع او يخش مثلا يعمل سيرش على حاجه. يوزر فورم طبعا هي الصراحه مريحانه جدا، علشان ما حدش مثلا يخش يكتب حاجه على اللوج مثلا مش مفهومه، او حد مثلا يكتب ميكانيكال يكتبها غلط، او الكتريك يكتبها غلط، او شيء معين مثلا يكتبه غلط، او طيب يكتبه غلط، انت فاهماني؟ تمام. طبعا لو عملنا مثلا برنامج حاجه صغيره زي كده يبقى داخل القسم فقط، يعني واي حد اي حد من بره ان هو يقدر يشوفه، تمام. بس هو هيبقى ليه صلاحيات معينه، مش يعني احنا يعني معظم زمايلنا كلهم شغالين مثلا اكسل، وعندي مثلا 20 او 30 مستند مثلا في المشروع. لا انا ممكن اعملهم 20 او 30 شيت اكسل، ممكن اعمل كل دوكمنت في اكسل،
او كل مثلا او كل مستند في اكسل او كل حاجه في اكسل، وفي ناس بتعمل مثلا 10 مستندات في اكسل واحد، تمام؟ في عامل طبعا تحت شيتات ومش عارف في حاجات زي كده. طبعا في ناس بتبقى يعني صعب عليها انه تقدر تطلع ريبورت بشكل كويس بحاجه كويسه من الشيتات اللي هو فاتحها. تمام، انت فاهماني؟ ما هو في بقى اقول لحضرتك على حاجه، في مثلا برنامج مثلا اسمه باور بي اي، ده معمول للريبورتات بس، تمام؟ ده بيقرا من الاكسل شيت بيطلع لحضرتك ريبورتات، بيطلع حضرتك باي شارت، بيطلع حضرتك اي رسمه حضرتك عاوزها او اي ريبورت عاوزه باي طريقه، بيطلع لك الريبورت ده بشكل لطيف. مثلا برنامج زي ده مثلا كويس ودلوقتي معمول، هو جزء من مايكروسوفت وبينزل فور فري، ما هو حضرتك ممكن تستعمله في اي وقت. هي البوينت بس ان احنا كدوكيومنت كنترول دايما ما عندناش وقت ان احنا نبص لحاجه تانية، فاهمني؟ احنا دايما طول الوقت احنا لودد بالشغل اللي عندنا، وقصه ان انت تعمل برنامج تعمله عشان تبيعه دي شويه بحسها ان هي ريسكي. يعني اساسا الشركات الكبيره اوريدي عامله القصه دي، فاهمني؟ فاحنا على قد ما احنا هنقدر ان احنا ندي مجهود في القصه دي، في الاخر مش بتاعتنا، فاهمني؟ فعلا فعلا، يعني في الاخر في اشطر منك هيعرف يعملها بطريقه احسن وبسعر احسن، فانت مش هتعرف تبقى متميز في المجال ده. فتميز في مجالك انت كدوكيمنت كنترول، يعني تميز انت في مجالك ان انت تعرف تطلع ريبورتاتك بشكل بروفيشنال، طلع الاكسل بتاعك مثلا يبقى فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها، بحيث انت لما تحب تفلتر على معلومه معينه تقدر توصل لها، تعمل مثلا جزء من القوائم المنسدله اللي هو توفر عليك ان حضرتك تعمل تايبنج للحاجات دي. انا بحس ان الحاجات البسيطه دي بتوفر عليك وقت وبتبين للناس اللي حواليك ان انت قد ايه شخص بروفيشنال، قد ايه ان انت قادر تتعلم حاجه زي كده وان انت قادر تنفذها وتطبقها عندك في البروجكت بتاعك. الحاجات التانيه بتاعت البروجرامنج وبتاع الكلام ده، في ناس شاطرين فيها في الدوكيمنت كنترول ما انكرش، بس في ناس اشطر منهم في مجالهم، تمام؟ مظبوط. انا ما بحبش ادخل في فيلد انا هلاقي فيه حد متميز عني، انا تميز في مجالي انا كدوكيمنت كنترول، تمام؟ ماشي تمام، ماشي يا فندم، بالتوفيق. ماشي شكرا. باشمهندس يحيى اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ دكتور رقية، انا بشكر بيم ربي على الفرصة السعيدة دي، واتحلت لنا الفرصة ان احنا نستفيد من حضرتك. حضرتك انا كان ليا الشرف يعني ان انا اول ما ابتديت المجال اللي ابتديت عن طريق كورسات حضرتك، وساعدتني جدا، وساعدني النهارده ان انا بكلم حضرتك وانا دوكمنت كنترول النهارده استشاري 3 سنين في المجال، ويعني بتنقل، ابتديت جونيور في اداره مشروعات في شركه كبيره، واشتغلت مقاول بعد كده دوكمنت كنترول، وحاليا استشاري. بس تمام. عندي استفسارين. انا مبسوط جدا ان انا دخلت المجال، عندي استفسارين. الاستفسار الاولاني، امتى احس ان انا اكون في مكان ان انا لا فول ستوب هنا، لازم اخد نقله تانية؟ يعني اوقات كتير بحس ان انا يعني محتاج اخد نقله، بس هل التوقيت صح ولا غلط؟ بحاول نقلة استفيد. بمعنى نقله في يعني من شركة ولا نقلة في بوزيشن؟ لا، في شركة تانية. بص هقول لك على حاجة، نقلة في شركة تانية في السوق اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي ريسكي جدا، تمام؟ تمام، دي حاجة. حضرتك تعمل نقلة في الكارير بتاعك، يعني مثلا دلوقتي حضرتك دوكيمنت كنترول معاك شهادة ايزو؟ لا. معاك مثلا اللغة بتاعتك كويسة؟ بحاول اسعى ان انا احسنها. معاك سوفت وير بتشتغل عليه؟ اشتغلت عليه في الحسابات في السعودية قبل ما انزل، قبل ما ادخل. تمام، هو ده بقى اللي حضرتك تقدر تعمله. يعني انا بالنسبة لي، انا كرقية مثلا، من ساعة ما بدأت كاريري في مجال الدوكيمنت كنترول وانا بعمل ريزيرف لنفسي دايما ان انا لازم كل سنة على الاقل ابقى واخدة كورس جديد في المجال، ايا كان بقى، ايزو، كواليتي، دوكيمنت كنترول، انفورميشن مانجمنت، اي حاجة من الحاجات دي، بروجكت مانجمنت، اي حاجة من الحاجات اللي تخليك انت فاهم المجال بتاعك اكتر، بحيث ان هو حتى لو هو مش في السكوب بتاعك. يعني انا مثلا درست بي ام بي، بي ام بي ملوش علاقه بالدوكيمنت كنترول، بس هو بيخبط في جزئيه الدوكيمنت كنترول في جزئيه معينه،
في جزء من الشابتر مثلا، بس في الاخر خلاني ابقى فاهمه السكوب بتاع البروجكت بتاعي ماشي ازاي، خلاني افهم ابقى حاضره ميتنج مع المهندسين ابقى انا فاهمه هما بيتكلموا يعني ايه كواليتي بلان، ويعني ايه كوست بلان، ويعني ايه يعني ايه حاجه اسمها بلاند، ويعني ايه استيميتد، ويعني ايه اكشوال. المصطلحات دي كلها هتتعلمها من حاجه جوه الفيلد ده. تمام، لو حضرتك ما عندكش الخبره دي هتلاقي نفسك وانت واقف انت قلقان ان انت تدخل في اي كونفرزيشن او في اي حاجه مع اي مهندس، لا هو مثلا ايه يقول لك لا انت مش فاهم حاجه، انت اصلا انت اصل احنا بنتكلم في حاجه تانية انت مش فاهم. تمام، بس ده خلاك انت مش بتتكلم في التكنيكال بس بتتكلم في اي ما يخص المانجمنت بتاعك. يعني انا لما بقول ان انا مش هينفع الحاجه دي تنفذ بالطريقه الفلانيه، انا بقول ده وانا عندي ثقه وعندي كونفيدنت في نفسي ان ده لان انا راجعه للايزو اللي انا درسته، للستاندر اللي انا عارفاه. تمام، عشان لما حد يجي يواجهني يقول انت ليه بتقولي كده، اطلع له الستاندر اقول له الستاندر بتقول كده. زي ما كنت بقول من شويه للاستاذ اللي كان بيسالنا انا ازاي اكمل مشروعي او ازاي ابتدي مشروع جديد، السبيكس بتاعت المشروع بتاعت حضرتك لازم تقراها في اول المشروع عشان تبقى انت عارف انت ليك ايه وعليك ايه في المشروع. تمام، كل الحاجات دي بتفيدك. كون ان انت تنقل من شركه، مش مهم ان انت تنقل من شركه على قد ما انت تنقل من بوزيشن. يعني مش حلو ان انت تطلع دوكيمنت كنترول من الشركه دي تدخل دوكيمنت كنترول في شركه ثانيه، الا لو انت ممكن تبقى دوكيمنت كنترول هنا تطلع سينيور للشركه الثانيه، تطلع ليد للشركه الثانيه، تتعلم في فيلد مختلف. انا دلوقتي مثلا شغاله كل مجالي في الكونستراكشن، انا دلوقتي بتعلم حاجه في الاويل اند جاز، مجال ثاني مختلف تماما، بس ممكن يبقى لي فرصه ثانيه في ان انا اتعلم فيه وان انا اشتغل فيه. تمام، كنت شغاله فتره من حياتي في السبستيشنز ومحطات الكهرباء والكلام كده، اشتغلت فيها فتره وبعد كده نقلت للكونستراكشن، بقى عندي خبره في الاثنين. بقيت لو اشتغلت في الاكسبريشنز او لو شفت اكسبريشنز عن الفيلد ده، حتى ايفن لما بتجيلي في البانلز بتاعت الكهرباء وانا في الكونستراكشن بقيت فاهم هما بيتكلموا عن ايه. فاهمني؟ فمهم جدا ان حضرتك تفكر ايه الخطوه اللي انت النكست ستيب بتاعتك في الكارير اكتر ما انت بتفكر فيها في الشركه، انا هروح الشركه دي ولا الشركه دي. في الاخر كل الشركات واحده، كل الشركات بتعينك في مكان عشان تاخد منك اكتر مجهود باقل فلوس من وجهه نظرها. تمام، وحضرتك بص لكاريرك ما تبصش للشركه. بس يعني حضرتك يا دكتوره، يعني اوقات المكان ما بيساعدش الواحد ان هو يوصل في الليفل اللي حضرتك بتتكلمي فيه. يعني خلاص، انا حاسس ان انا يعني انا زي ما بدليل ان انا لسه مبتدي، وبدليل ان انا يعني يعتبر سينيور في المكان. فانا حاسس ان المكان يعني مش المكان، مش المكان اللي هيساعدك، انت اللي هتساعد نفسك. انت مثلا عندك ورك شوب مثلا 5 ايام في مكان، خد اجازه روح خده. فاهمني؟ عندك مثلا كورس انت هتعمله خده بعد الظهر. يعني انت عندك مثلا حاجه مثلا عن الايزو، عندك اليوتيوب موجود فيه بتاع ده، موجود فيه كورسز كتيره قوي عن الكواليتي وعن الايزو. اللي عاوز يتعلم بيعرف يتعلم، اللي حاطط في دماغه حاجه. يعني انا يعني كده انا ممكن اشتغل في اتجاه نظري، بس انا برضو بفكر ان انا يبقى حاجه عمليه، يعني حاجه برضو اوريدي باخدها نظري، اوريدي المكان بيساعدني ان انا اشوفها واستخدمها بشكل مستمر. يعني بص هقول لك على حاجه، انا يوم ما اتعلمت البي ام بي انا ما كنتش شغاله في بروجكت اصلا. يعني انا يوم ما درست البي ام بي انا كنت شغاله في كونسلتنت وفي شركه وبتعامل مع كلاينت من خلال ايميلز. تمام، وما كانش ليها اي علاقه تماما بشغلي، بس لما اشتغلت في بروجكت وايز انا بقيت ساعتها عارفه هما بيتكلموا في ايه. فاهمني؟ فسبحان الله يعني اللي انت بتركز عليه هتلاقيه قدامك في يوم من الايام. مظبوط. يعني سبحان الله، ربنا ما بيحطش حد في حاجه ما بتبقاش صالحه ليه او ما بتبقاش مناسبه ليه. فهتلاقي نفسك ربنا بيسيرك في مكان، انت رحت للمكان ده هتلاقي كل العوامل اللي حواليك بتوصلك ان انت تكمل في ده. تمام. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا مثلا اشتغل في كونستراكشن، كنت طول عمري بشتغل في سب ستيشن. ايه اللي يخليني اقلب المجال تماما واروح اشتغل في كونستراكشن؟ حاجه كده سبحان الله، كنت قاعده فتره زهقانه، لا خلاص انا عاوز اخد كورس اروح الجامعه الامريكيه اخد كورس بي ام بي. تمام. فهي بتبقى كده. فحضرتك السيلف ستادي بتبتدي من كده، حضرتك شوف مجال، اقرا في المجال ده، شوف فيديوهات عن المجال ده، شوف شهاده بتتاخد في المجال ده روح خدها. يعني في اماكن مثلا ممكن انا ادور من خلالها على الكلام ده، ولا فكره الاونلاين ان انا ادور على الفيديوهات كتير؟ طبعا في اماكن كتير طبعا بتمنح الشهادات دي، بتبقى كلها شهادات دوليه وحاجات معتمده.
تمام. استاذ حضرتك بس لو في بس ممكن مثلا روابط او حاجه نقدر من خلالها مثلا خلاص ماشي، انا هشوف لحضرتك ال يعني هشوف اي حاجة خاصة بالكواليتي او بالايزو هبعتها لحضرتك على الواتساب على الجروب. تمام. انضين السؤال الاولاني. السؤال الثاني واسف انا على الاطاله، فكره السوفت وير في الدوكمنت كنترول هو مستحب الواحد يدخله فيما بعد، او الظروف حطته مثلا الواحد في المكان اللي هو فيه، ولا انا لو دخلت واشتغلت من خلاله انا بالمقابل ان انا هعطل نفسي على خبره عمليه ممكن اكتسبها مع الوقت بص، هو كده كده اي شركه هتخليك تشتغل على سوفت وير، يعني انت لو انت شغال في شركتك دلوقتي والشركه دخلت السوفت وير ده في شركتك دلوقتي حاليا، هتجيب لك حد يعمل لك عليه لا تريننج. احنا كويس. تمام، لو انت هتشتغل في الشركه دي. لو انت هتشتغل في شركه جديده هتلاقي في حد في المكان بيعلمك تشتغل على السوفت وير ده. بص، تمام مشكله كويس. السوفت وير مش هي اخر حاجه في الدنيا، يعني في الاخر السوفت وير انت عارف، انت بتتعامل مع مكنه التصوير ازاي، تمام تعمل سكان من فين، في زرار للسكان، في زرار للتصوير، وفي زرار اللي مش عارفه للوش وظهر، وفي زرار للوش بس، وفي ده عدد الورق. هي بالظبط نفس الكونسيبت، هتلاقي حد بيقول لك الحاجه دي بتتعمل ازاي، انت مطلوب منك ايه. مش هي دي الشطاره في الدوكيومنت كنترول، على قد ما هي الشطاره تبقى انت فاهم الكونسيبت والستاندر اللي حواليك الدنيا ماشيه ازاي. يعني السوفت وير ده جزء من شغلك، لا يتعدى ال 10% من التاسكس اللي عليك. تمام تمام، ال تمام 90% بقى بره السوفت وير. ال 90% انت عندك ريسيفت، وعندك ديستريبيوشن، وعندك متابعه مع المهندسين، وعندك حاجات جايه مش مختومه، وعندك حاجات جايه تتختم، وعندك حاجات جايه مش عارفه ايه، وعندك فولو اب مع ده، وعندك شغل تاني مع الديبارتمنت اللي انت شغال معاها بتاعت الهيد اوفيس بتاعتك، وعندك شغل تاني مع المقاول والاستشاري والكلاينت اللي انت شغالين معاه. فاهمني؟ تمام فما تأزمش حياتك ان انت تشتغل على سوفت وير. انا عمري ما اشتغلت على سوفت وير لحد دلوقتي. انا خبرتي 20 سنه من ساعه ما اشتغلت. انا خايف ان هو يعطلني، ان انا يعطلني على مستوى ان انا خلاص ابقى مدخل بيانات وبس. ففكرة ما ان هو ده اللي انا بقوله، ان هي فكره السوفت وير ان هي في الاخر انت داتا انتري للسوفت وير اللي قدامك، ايا كان بقى اسمه ايه. انت حضرتك بتدخل بيانات بطريقه معينه، هتبقى بروفيشنال بعد فتره من الوقت في السوفت وير ده، بعد ما تقابل شويه اخطاء فيه، بعد ما تعمل حاجات جديده انت ما تعرفهاش، بعد ما تشوف فيتشرز جديده انت اللي بتتعامل فيها. احنا لما اتعلمنا الاكسل اللي كنا يا دوبك بنكتب ارقام وبنكتب حروف، ما كناش بنعرف اي حاجه تانية غير كده. شويه شويه من كتر التعامل معاه بقينا نعرف ان احنا نعمل قوائم متسلسله، بقينا نعرف نعمل فورماتنج، بقينا نعرف نعمل معادلات، بقينا نعرف نعمل كل حاجه فيه، لان انت اتعاملت معاه، بدل ما اتعاملت معاه مره انت اتعاملت معاه 1000 مره، فعرفت ان الغلط ده بيتعالج بالطريقه الفلانيه. تمام، فما توقفش عن السوفت وير، السوفت وير مش هيعطلك عن حاجه. هو يستحب طبعا لو جات لك فرصه ان انت تتعلمه وتتعلمه وتاخد فيه شهاده ويبقى تمام، عشان تبقى فرصه ليك لما تحب تنقل الشركه. تمام، تمام. توفيق. شكرا. السلام عليكم باشمهندس عمار، اتفضل. باشمهندس محمد رمضان اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا مشكور يا دكتور. ثانيا أنا عارف إحنا طولنا كلنا عليكي، بس أنا واحد شغال، يعني اشتغلت في مصر قبل ما أجي السعودية، دوكيمنت كنترول وسينيور دوكيمنت كنترول في أبناء حسن علام، إي سي إتش، إي سي جي، يعني مجموعة مشاريع كبيرة في القرية الذكية. جيت على السعودية تقريبا، أنا بقالي 10 سنين في السعودية. غيرت الكارير شوية، اشتغلت في العقود، خدت الفيديك، خدت ام اس بروجكت، يعني خدت شوية حاجات كده اضافية، دورة ادارة وقت وخلافه، مقاولات، اشتغلت استشاري. انا دلوقتي في شركة تطوير عقاري بقالي حوالي 10 سنين. يعني انا كنت سامع حضرتك بتتكلمي مع الاخ من شوية، نفس الكلام. انا مش حاسس ان في تجديد بالنسبة لي، انا عايز اغير كارير، او مش هقول اغير كارير، او اطور الكارير، مفيش استفاده جديده بالنسبه لي. فأنا فكرت في ماجستير، انا بدور على ماجستير اداره اعمال.
في جامعة معينة ممكن حضرتك تنصحينا بيها لو كده اهوت، لو بفكر فيها. بص، هو الدوكيمنت كنترول يعني من سوء الحظ ان الدوكيمنت كنترول ملوش مرجع، ملوش داتا بيز، ملوش دراسة. يعني هو فاكر احنا لما عملنا الكورس في 2014 ما كانش حتى اصلا ليه ماتيريال. انا ساعتها جبت الماتيريال بتاعته من الديلي بيزز اللي انا بعملها في البروجكت، تمام. فمشكلة الدوكيمنت كنترول ان هو ملوش جامعة ترجع فيها او مجال ترجع ليه، تمام. احنا كدوكيمنت كنترولرز بنلقط المجال بتاعنا من اكتر من مكان، من مثلا من الكواليتي، من البروجكت مانجمنت مثلا، من الادمنستريشن مانجمنت، كل حاجه. فانت بتلاقي الجزء يعني التاسك بتاعتك متاخده من اكتر من مجال. بس في دلوقتي مثلا معاهد بره في امريكا مثلا او في كندا بتعمل كورسز عشان تبقى حضرتك سيرتيفايد انفورميشن مانجمنت مثلا. دي حاجات بره، في مثلا حاجات زي الايزو مثلا، حضرتك مثلا تتخصص في الايزو، في مثلا حضرتك تتخصص في الاوديت تبقى كواليتي اوديت مثلا، كواليتي اوديتور مثلا. ففي مجالات تانية، بس حضرتك لو انت خلاص انت دماغك ان انت تكمل دوكيمنت كنترول، ففي حاجات تانية في الدوكيمنت كنترول بس تبقى سيرتيفايد مثلا انفورميشن مثلا سبيشاليست مثلا. هو انا لو هنتكلم على مسمى كمسمى وظيفي، انا مسمياتي الوظيفيه كتيره جدا جوه الشركه عندي. يعني انا سينيور بروجكت ادمنستريتور وبرشيسنج، في انا المساعد الاداري الرئيس التنفيذي، انا مسؤول الجوده في الشركه، انا دارس فيديك زي ما قلت لك، انا العقود كلها تحت تصرفي، العقود الانشائيه. بس يعني هقول لك ايه، مفيش جديد بالنسبه لي، مفيش حاجه انا بتعلمها جديد. يعني ما شاء الله انت حضرتك النهارده، انا داخل الكورس اللي انت قلتيه كله تقريبا انا عارفه، يعني تنشيط طبعا لذاكرتنا، بس يعني الواحد عايز جديد، عايز اعرف جديد، عايز ادرس جديد. فمش عارف، انا بس عايز اسال حضرتك في النقطه دي، ايه اللي ممكن واحد يدرسه جديد؟ يعني الايزو عندي انا لو على المسمى انا ماسك الايزو في الشركه، لكن مش سيرتيفايد طبعا، بس ايه ادرس ايه؟ يعني انت لو كنت سيرتيفايد هيبقى ده بالنسبه لك احسن، يعني ده وبعدين بالنسبه لك هتبقى حاجه احسن. يعني بص، هو وبعدين دي محدش بيبقى عارف، بعدين دي في ايد ربنا. انا زي ما كنت بقول للاستاذ قبل حضرتك، يعني انا ما ببقاش عارفه بعدين دي، انا ما بدخل لما بروح اخد كورس او بروح اخد ورك شوب او بروح اعمل اي حاجه، ما ببقاش عارفه بعدين دي هتيجي فيها ايه، تمام. انا ببقى قاعده زي تمام حضرتك كده زهقانه مش لاقي حاجه اعملها الفتره دي، تمام. عندي شغلي وخلاص، الدنيا صحيح بعد حضرتك عارف بعد سنتين من المشروع او 3 سنين من المشروع انت بتبقى عندك الشغل كله كوبي بيست، خلاص بقى البروجكت عندك مش انا بقول لحضرتك انا بقالي 10 سنين في الشركه، مسكت بدل المشروع حوالي 8 مشاريع لشركتنا، وكنت ضابط اتصال مع الشركه الام بتاعتنا، فكنت انا اللي ماسك لهم برضو الاداري المشاريع لكل المشاريع بتاعتهم حوالي برضو 8 مشاريع. كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست، بقت الموضوع بالنسبه لي ممل شويه، و10 سنين كتير. وعارفه يعني نفس اللي انت قلتيه من شويه، ان برضو السوق مش محتاج اي ريسك ان الواحد يحاول يعمل شيفت لاي شركه تانية. الدنيا ضبابيه تماما، انا في السعوديه فالدنيا برضو عندنا مش يعني مش حلوه قوي، فالكلام ايه يعني انا بحاول اطور نفسي ومش عارف، يعني محلك سر. ما هو حضرتك اللوكيشن بتاع حضرتك لو في السعودية يعني لو تنصحينا. حل قدامك غير السوفت وير، يعني غير السوفت ستادي، ان حضرتك تذاكر حاجة على الانترنت امتحانها بره وحضرتك تشوف مكان بيبروفايد الامتحان ده. خليني ابعت لحضرتك شوية لينكات مثلا عن الكواليتي مثلا، او عن الاوديت مثلا، يعني مش عارفة ممكن يبقى مجال حضرتك. انا اخدت سيجما 6، اخدت سيجما 6 واخدت فيديك وخدت دورات اداره وقت، دورات في الام اس بروجكت، يعني حاجات كتير اخدتها، ويعني في اللي بينفع في معلومه وفي اللي ما بينفعنيش. فيعني اللي ما بينفعنيش طبعا بتيجي بعد فتره بدون تطبيق، بتلاقي الموضوع خلاص. يعني الام اس بروجكت بالنسبه لي اعرف بس ان انا اقرا، لكن بدون تطبيق ما فيش. فانا انا اتجه بقى للبروجكت مانجمنت مثلا، لو حضرتك ما درستش حاجه على البروجكت مانجمنت تبتدي تبص فيه، يمكن دي هتفيدك شويه، هتحسسك شويه ان انت فاهم
ان ديتيلز السكوب بتاع البروجكت عندك، الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا في مشروع هتقول هو ممكن، بس برضو بدون تطبيق، لان احنا عندنا في شركتنا الموضوع يعني لا، تخصصي بس زياده، البروجكت يعني مانجمنت مهندسين مهندسين هتطبقه، البروجكت مانجمنت حضرتك هتطبقه في كل حاجه، حتى في وقتك يعني، حتى في حياتك الطبيعيه. يعني انا البي ام بي دي فرقت معايا كتير ان انا طبقتها في حياتي الطبيعيه. انا بقيت انا عارفه مثلا، يعني هقول لك مثال صغير، مثلا انا مثلا لما حد بيطلب مني شغلانه عارفه ان الحاجه دي هتاخد مني مثلا نص ساعه، تمام؟ احنا اتعلمنا في البي ام بي انت تعمل ريزيرف لكل حاجه في حياتك، تخلي فيه فائض كده او تخلي فيه هامش لاي حاجه في حياتك، لان ما صحيح. تضمنش اي ريسك هتحصل معاك. فبقيت بدل ما انا اقول له ان دي مثلا هتاخد مني نص ساعه، بقيت اقول له مثلا هتاخد ساعه الا ربع، هتاخد مثلا مني اكتر من ساعه مثلا، تمام؟ ده عملت لنفسي بنعمل ريزيرف خبرة ده. يا باشمهندس. ايوه ده بالخبره، وده انا أنا بقيت كبير فاهمه ايه اللي انا صغير على بطبقه فكرة. تاني بعدين، تمام؟ ما ده من ده مثلا بي ام بي انا كنت بطبقه في حياتي الطبيعيه عادي، بس ما كنتش فاهمه هو ليه انا بعمل كده. فهمت بعد ما درست مثلا البروجكت مانجمنت ان حضرتك بتسيب الريزيرف ده لاي ريسك ممكن يقابلك، تمام؟ ممكن لا قدر الله وانت شغال الجهاز عندك يعطل، ممكن حد يطلب منك تاسك تانية، ممكن يجي في الوقت ده حد يطلب منك ميتنج مثلا او تعمل اي حاجه. فالريزيرف ده بيخليك يعني تبقى مش مضغوط في الوقت، وبيخليه كمان على المستوى الشخصي للناس ان هو لما يجي يطلب منك حاجه عارف ان انت مش فاضي تخلص له حاجه دي في 10 دقائق وتديها له، فهيبقى عامل دايما ان انت دايما مشغول وفي ايدك حاجه تانية هتخلصها وبعدين تديله المعلومه. انت لو اديت له المعلومه طول الوقت اول ما بيطلبها هو يتعود منك على كده، فانت لو انت مشغول هو مش هيقبل بالاكسكيوز ان حضرتك مشغول بتعمل حاجه تانية. دي حاجه مثلا اتعلمتها من البروجكت مانجمنت مثلا، بقيت بطبقها في حياتي كلها. لو انا عندي ميعاد بدل ما ادي الميعاد الساعه 9 هدي هبقى انا هناك في الميعاد 9 ل 10، ممكن يحصل ريسك لاي حاجه ايا كان، تمام؟ فهو ده بقى اللي بيخلي حضرتك فكر حضرتك يروح لحاجه تانية. الكواليتي برضو لما جيت اطبق مبادئ الكواليتي بتاعت المانجمنت برضو بقت مختلفه، فاهمني؟ فده المجال اللي ممكن يفيد حضرتك ان هو يخليك تفكر ويخليك تركز بره الكارير اللي انت خلاص بقى انت بقيت حافظ فيه كل حاجه كوبي وبيست، يعني ده من وجهة نظري، وبرضو الموضوع يرجع لك. دكتور إبراهيم لو حضرتك عايز تتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكرين على المحاضرة القيمة والممتازة، جزاك الله ألف خير وجعل الله في ميزان حسناتك، الله يبارك فيك. أولا يعني كل بنود المحاضرة ما شاء الله، يعني تعتبر عاوزة محاضرات تانية كل واحد فيها، مش ما ينفعش. لا دي انترودكشن بس، احنا لسه ما بدأناش، احنا لسه بنصحح. ما انا فاهم، بس يعني الفكره ان كلمت الاثنين المهندسين اللي قبل كده، وطبعا يعني المفروض ان كل واحد فيهم ايا كان الليفل بتاعه في البوزيشنز لازم يكون في كل انسان عنده طموح، ولا مش هيكبر. كل انسان يكون عنده رغبه انه يطور من نفسه، ولو حتى المكان اللي هو فيه كشركه، في شركات بتطور موظفيها، في شركات ما عندهاش كفاءه انها تطور الاستاف بتاعها، وهكذا. لازم هو يطور ويدور على مصلحته هيوصل فين، وعاوز النهارده فين وبكره يبقى فين. موضوع السوق وموضوع الكورونا اللي حصلت وموضوع المشاكل اللي بتحصل في المشاريع وتوقف مشاريع واستمرار مشاريع، يعني دي سنه الحياه والدنيا معروفه، مش مشكله. بس لازم الانسان ان هو يعني زي ما انت قلت كده، ان يبقى في عنده يعني بلان ايه وبلان بي، ان انا شغال على ريسك، والريسك دوت بيبقى له ليفل معين بيبقى موجود خلال البرسنتج يحافظ عليها، انه من ممكن يداوم، ممكن يداوم في الشغل دوت شهور سنين سنه الله اعلم، بس لازم يكون في عنده خطه انه مش هيداوم في الشركه ديت، لازم يطور من نفسه، يا يطور ويضيف قيمه للشركه، يا يروح لمكان يضيف له قيمه. تمام. فالبشمهندس اللي اتكلم من شويه والزميل اللي قبله، ان انت ما انتش عارف يعني مفيش ابديت، لا كل مهنه فيها ابديت باشمهندس، كل مهنه حتى العامل في عنده ابديت، عنده ابجريد، بيطور من نفسه، بيطور من التولز بتاعته والسكيلز بتاعته، والمانجمنت له درجات في ليفلز كتير فيه، والريسك له ليفلز كتير، وهكذا. فلازم هو كل انسان، لازم كل واحد من حضور الساده الموجودين جزاهم الله خير، لازم يبقى عندنا هدف نطوره، ما يبقاش عامل زي الموظف الحكومي اللي عندنا، معلش مع احترامي لكل واحد فيهم، الوالد وغيره وغيره،
يعني يروح الصبح المكتب ويروح الظهر والسلام عليكم، كل يوم يكرروا زي ما قال من شويه. على فكره، على فكره حتى برضه موظفين الحكومه بيبقى عندهم ابديت، يعني انت ما متخيلش ان هو حياته الروتينيه دي ما فيهاش حاجه بيتعلمها جديد، هو ممكن يكون يعني في حد بيقابله وبيتعلم منه. باشمهندسه يعني شوفي، كل جيل وله صفاته، جيل السبعينات غير الستينات غير الجيل الحالي غير الجيل اللي جاي. في ناس يعني زي اولادنا، اولادنا بقوا متفوقين احسن مننا، واحنا متفوقين احسن من اباءاتنا واولياء امورنا معايا، والوالدين وهكذا وهكذا. فكل جيل ما بيتطور مع تطور التكنولوجيا، مع تطور البيئه، مع توفير الوسائل المتاحه، فتلاقي يعني في عناصر كتير اللي عاوز يطور من نفسه هو اللي بيقول انا هطور، ما يستناش واحد يجي ياخد من ايده كده من على المكتب ويطور من نفسه. اذا ما كانش هو عنده من نفسه الحاجه دي مش هيطور من نفسه، حتى لو انا صرفت عليه ملايين، لا لازم يكون هو عنده العزيمه انه يقدر يطور من مكانته من وظيفته من كل الكلام ده كله. فاللي انا اقصده ايه، عشان بس يعني انا ما عنديش اسئله، انا بس عمليه يعني ايه اضافه للزملاء وتوضيح. يعني انا اولا يعني مدير مشاريع استراتيجيه على مستوى كبير الحمد لله انا السعوديه. فالفكره ان طبعا الموظف المهندس والدكتور والسكرتير والستور كيبر والاتندنس والاوديتور وكل البوزيشنز اللي موجوده في المشاريع عندنا، كل واحد له سكوب معين هيوديه، لازم يطور من نفسه زي ما انت قلت سعادتك كده، ياخد كورسات اونلاين، يحضر شيء، يقرا، يشوف هو يبدع. على فكره احنا بناخد البدايه ونطور من نفسنا، نطور في الوظيفه بتاعتي، يعني انا اديت الوظيفه بتاعتي بس انا اقدر اطلعها ببرزنتيشن احسن، اقدر اطلعها بكواليتي افضل، اقدر ان انا اقلل التايم اللي انا عديته فيه. فدي كلها بتعتمد على خبرات من السنين اللي هو بيأديها في شغله. فانا مع احترامي للاثنين زملاء اللي اتكلموا من شويه، فرصه قدامكم كتير يا باشمهندسين، فرصه كويسه جدا. طور من نفسك، احضر دورات، شوف الكورسات الباشمهندسه تبعتها لكم، ما تبقاش واقف محلك سر، خلي عندك طموح لبكره، خلي عندك طموح لبعده. انت راجل بتؤدي رساله، الرساله ديت ما هياش محطه، عباره عن محطات، الرساله محطات من الشغل، فلازم توصل لكل محطه وتشوف اللي بعدها وتشوف اللي بعدها الى ان شاء الله ربنا يديك العمر الطويل. فده اللي عندي، واسف اذا كنت اطلت عليه. جزاك الله خير يا فندم، شكرا. تمام كده يا دكتور، هو كده الاسئله كده انتهت، وطبعا شكرا جزيلا لحضرتك على سعه الصدر، ويعني كانت محاضره متميزه جدا، وبارك الله في حضرتك وفي مجهودك. وإياكم ان شاء الله، شكرا جزيلا، اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.